سنة 1997 وصلوها في حي هامشي، خرزها سكارتو غرفة الباب ديال المدرسة، بقى غادي كيجري كيجري توصل للدار، كينهش الحشكارة ديالو خرج كيلعب بالحجر قبل ما تجي الأم تدخلو، بقى كيلعب حتى جراتو ودخلاتو. علي عافاك ماما العوان شوية، الأم مريم كنقول لك مليون مرة ما تبقاش تلعب بالحجر، دابا تضرب شي واحد ونصدقو في المشاكل. علي لا والله ما نضرب شي واحد، راه خليني. الأم لا هي لا، دخلات وغسلات لي حالته وجلس كياكل بشويه، يعني ما كيضربش في الماكله. علي فين بابا؟ الأم تنادات قريب غادي يجي. علي باقي عند البوليس؟ الأم اه، شحال باقي ليه من النهار؟ علي كثرتي من الأسئلة اليوم بركة، واحد الدراري ديما كيقولوا ليا ولد القتال. علاش؟ مريم عينها عمرو بالدموع جراتو لعندها وخشات راسو وسط صدرها. عمرك تيقن باباك ماشي قتال؟ ماشي هو، راه غير ظالمينو. مريم هضرتها خرجت بعافية، ما كتبغيش تهضر في هاد المواضيع مع ولد ليا، يلا عنده 7 سنين. ولكن هو أسئلته كتير وحتى هضرتو مستفزة. هز راسو فيها وحط يديه على وجهها كيمسح لها بدموع طفولة وباسها. متبكيش راه غنكبر وغنولي بوليسي وغنخرج بابا. مريم شافت فيه وتنادات، هما كيهضروا. جا الفاكتور دقر مع ورقة تحت الباب وناض عالي عالي كيجري جابها وجلس من دهن مريم. فتحاتها بدات كتقرا في مها بياض، قلبها بدا كيضرب. ماما مالك؟ مريم كتقرا الرسالة ومتأكدة، كتأكد من الورقة والطابع والمصدر ديالها شوية نقاسو، وتلقات الدموع العنان. علي كيشوف فيها مخنوعة ما فهم والو، هي مازال معنقة والورقة شادها في يدها وكتبكي. شوية نضت كتجري خارجة وهو سبعة حفيان، بنادم كيشوف حد ديور كانت مكينة مقاربين بزاف. هي كتجري بعالي تبعها، كتجري بعالي تبعها واخا ما كانش في الوعي ديالها هو عيان، ولكن فورس على راسو تبع ماما وسط الشنطيات، ما عارف راسو كيفاش توصل قدام البحر. مريم قدامه كتشوف البحر، صندقات بواحد الغوصة على حاجتها وقصت على ركابها وكمشات رملة في يدها وعينها حمرين والدموع كيسبقو على خدودها. فمها كيترعد كل شي كيشوف فيها، هي كتبكي وعلي كيبكي من المنظر ديالها اللي كيخدع في القلب. بنت لي غادة داخلة وسط البحر، مشى كيجر فيها. ماما فين غادة؟ ماما فين؟ فين غادة ماما؟ كيجر فيها بكل قوته. هي غادة شوية توقف وعنقها برجليها، ماما عافاك خرجي غتغرقي، ماما عافاك. تحنت عندو عنقاتو مزير عليه، هزات فيه راسها وخرجت من وسط البحر. غادة مريم كتشوف نقطة وحدة وعلي شد ليها في ايدها وساكت متبع خطواتها. مريم عالي نعم، وعدني بلي غتكون راجل، يا في الحضور ديال باباك يا ما كاينش. عالي علاش؟ نهدت نهيدة طويلة حبست الدموع غير بزز. باباك ما بقاش معانا، ما بقاش في الدنيا، باباك مات. علي ماما علاش كتكذبي عليا؟ راه غتعذبي حيت كذبتي. نهدت عرفت انه غيكون صعيب عليها بزاف تقنع عالي، حيت متعلق بباه بزاف. تحنات عندو شدات ليه من يدي. باباك مشى لبلاصه بعيده بزاف، عمرو غيرجع ولكن غيكون كيشوف فينا وكيسمعنا. علي ما غيتوحشناش. مري كتشوف فيه كيفاش كيدور هيديدياتو على يديها ومهبط شفاه وحبس التقليقه. مريم واخا يتوحشنا ما غيقدرش يجي، ولكن انا معاك ولا بكيتي غنعرف بلي ما باغينيش انا، وانا غنمشي. علي عنق لا لا صافي بقاي معايا، ولكن لا توحش بابا، فين غنشوفو؟ فين غنهضر معاه؟ واش مشي لعندو؟ مريم هز عينيك للسما وعاود له كل شيء، عاود له واش كتحس، عاود له اش دوزتي في نهارك، اشنو ضرك، عاود لي كل شيء حيت باباك تما. اشارت بيدها للسما. علي غيشوفني؟ اه غيشوفك. يلا صافي يلا رجعو للدار. نهدات وجراتو رجعو للدار، عينيها مبغاوش يشوفو من الدموع، كتخمم في شحال من حاجة. علاش طرا ليهم هاد الشي في دقة وحدة؟ علاش راجلها اللي يمشي مظلوم قتل اللي ماليه يد فيه؟ مشكل في هاد الشي كامل ماشي غير شد في الحبس ظلما، بل تقتل فيه هاد الشي بزاف. على مريم قادرش تشيق أحمد اللي بغات من قلبه، هو كل ما عندها خسراتو. مريم شادة بنتها، اه بنتها كانت حاملة قبل ما يطراو المشاكل، حطاتها ورجعت لبرا كتخدم مع الرندة هي اللي معيشاهم. دارت لبرا الخيط، مهم فلوس حلال قاعدية الغرض، مطلب حد ما كتطلب حد ما كتسول حد، ما عندهاش ما خصهاش. كتلعب بالسكاسه اللي فمها،
جبدها وتعاود طرتها. علي كيشوف فيها. علي ماما واش ويصال كتشبه ليا؟ مريم لا. علي لمن كتشبه؟ علاش عينيها كبار؟ هو بسم الله عليها ويلي غرتي. علي بس ويصال على النقا. مريم عرفات واش باغي يوصل لها بلي ما غايتش منها. بساس ماتو تمنات غير يكون كان معاهم احمد. علي توحشت بابا. شوف طلع للسطح وهز راسك للسما وعاود لي كلشي راه غيسمعك. ويصال كتغنغن. مريم قال ماما. علي طلق ويصال وطلع كيجري كالليل ونجوم كتبري هز عيني مغرغري للسما. بابا توحشتك بزاف كنتي ديما كتقول لي كل راجل عول على راسك. كيمسح في دموعه وطرف التريكو ديالو. علي كتقول لي تهلا في ماما وكلكي بابا توحشتك. كيقول هضره متقطعه مخربقه حتى جلس في الارض بقى كيشوف في النجوم مبتسم. نرجعوا ل 2019 فاق من سهوتو فسمع صوت كيطلب الكلمه ديالو الاخيره اللي يقولها في التكريم ديالو كاحسن ضابط شرطه في داك المركز. عطى كلمته. كانت حفله بسيطه مجموعين فيها صحابو اللي في الخدمه والناس الشرطه وغيرها. جر الكرسي جلس فيه كتبان ليه ويصال داخله كتجري بعجاشه. علي اجي ديري هنا. ويصال جيت نحتفل الساعه سلاو. علي واش ما عندك ما يدير هاد المشاكه؟ بقيت لك غير هنا. ويصال بقا تهضر فيا هكا سري راني جايه باش نبارك لك. علي ما تبارك لي نبارك لك مني ما ساليا قبك ساليا دير خير عافاك سيري حيدي هذاك الشطاب عليا وشطيها. ويصال هذا سميتو شعر كيرلي الكيدار. علي كيرلي؟ ويصال اه اش عرف الحمر سكين جبير في بلاصه اخرى. الى عيات بالغواس من السرجم في اخر في الاخر هزات حجره وصيفطتها لي. خرجت مغمض عينيها بالنحاس. رقيه وسير بحالتك لدار قملا وصبحنا على الله تاني. ليلى لوحي لوحي الساروت. رقيه ضربك؟ لحت ليها الساروت. ليلى حلات الباب وطلعت لعندها كتغني. ليلى يا ليلي يا ليلى ليش عم تبكي ليلي يا ليلى يلا احكي. رقيه ليلي يا ليلى سيري في حالاتك ولا غندلي اصل امك من هاد السرجم. حناس عليها بحالها. ليلى رقيه ما بكي. رقيه سميتي راقيه راقيه ماشي رقيه. اه عبد الله. ليلى مالك يا بنتي مالك اش كاين؟ رقيه ما رشقش ليا مليت من هاد الروتين. ليلى تانا والله. رقيه وشنو المعمول؟ ليلى والو اجي كنسمع صوت الغواز ماشي صوت اختك هادي. رقية اه ضحى كدوش لها ماما شوية تما تجي. ضحى كتجري فوتها تخبات ورا رقية وليلى والام تابعة. الام نسا واجي تبسي حوايجك دابا يضربك البرد واجي نمشطليك. ضحى لا تكرفسي عليا داك العذاب كدوزي عليا العذاب اللي دوزتو معاك وداك الحمام حكيتي ليا الحمام كيضرني مبقاش بلاصة بيضة ولات بحال شي دجاجة مسلوقة. وزيدي عليها فاش بتيتي كتغسلي ليا شعري كتجري البروسة ما عندك حجباني ونتا ودنيا كاش لختي يوم كملتيها بالضوافر ديالك. فاش بغيتي دير ليا الصابون انا مخليتيش ليا فين تنفس. اه كطلب قليا كل كيلو ديال الصابون من جي فين تنفس كتزيديني تاني. صغرات فيها عينيها ونزهزت الصنداره. والله ما تزيدي قدامي تنشويك. ضحى واخا يلا حلفي ما تضربيني. نسا ما غنضربكش عزيزتي. ضحى ولاش هز الصنداره؟ ضحى هربات ونزهزها بها. نهار باين من صباحو. ليلى طهيراتني لبسي عليك شي حاجه ويلا نهبطو نجيبو دوره في المدينه. رقيه واخا ما عندي كانه ولكن يلا نبدلو الجو. دخلت رقيه لبست حوايجها عاد خرجات عند ليلى. ليلى لبستي سروال دعلي بابا؟ رقيه ربي تسكتي ربي اش عرفك انت في شي موضه ولا زعتر سيري سيري. هاي 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 على رقيه وداك الصدر علاش مهريه؟ رقيه بغيت مزيان دابا. ليلى على خاطرك يلا زيدين نضربو طويره. رقيه شوفي عندي غير اليوم غدا غادي نبدا الخدمه واخيرا. ليلى بقيتي فيا بلاصه ما تصبحيني حتى غدا تنوضي تخدمي اوف مشكل ماشي في هذا الشيء. رقيه والمشكل فين؟ ليلى انك غتجهزي عريسات وانت بايره. رقيه مي انت شحال حامضه يلا ديري عقلك يا بيبي ولا نضربو طويره بركه من البهلال. عند علي من بعد غنتفاهم معاك على هاد الهضره يلا لداركم دابا. ويصال عافاك علي نبقى غير شويه عافاك راه الملل في الدار والله. علي اوكي يلا بقاي واحد ربع ساعه في المكتب بيد ما جبتي ورق وجي عندك تخلقي شي حاجه نوريك. ويصال اويلي كون هاني. علي ديك كون هاني هي اللي كنخاف منها اختي. خرج وخلاها حلات الباسي لقاتو داخل شي تخربيق خرجات منه ودخلت الفيسبوك
كتكونيكتا حتى حسات بيقرب يجي دا كونيكتا تبغات ترجع داكشي اللي كان جاب لقيتو تمسح ما دارتش اونغيستري المكلخه سدات البيسي وهزات ساكا وخرجات لقات علي يلا غيدخل علي مالك وصل لا والو غير تفكات باللي دايره مع البنات يلا باي علي هز في عينيه شد من قرفاته ودخل المكتب وصل وي تلقى خششتيني علي اش درتي وصل والو والله لا والو علي بلاتي نتاكد ولا لقيت شي حاجه ناقصه اليوم تبتيه تكلاصي وصل ويلي الحبس عادي من طامير علي اذا دايره شي حاجه بقى كيقلب القد دوسي اللي كان خدام عليه قرب يسالي ما كاينش نهد بنفعه الصبر اش وصلك لهادشي سكتات كتلعب بصبعانه وكترمش فيه مكبره عينيها علي حس بي خطوات قبل ما نضلك ويصل جه الافراش طارت من حداه بحال الزواق اوه نعاودو الخدمه سيمانه ثاني اوف ويصل شد الطاكسي للدار كيدور وسط المدينه تدخل البحر وجلسوا في الصخر رقيه بقات غير كتشوف في الماش كتضارب مع الصخر ليلى كتباني عميقه رقيه بعدي مني ليلى عرفتي بغيت نسولك ما ناويش تزوجي يا اختي راك شرفتي رقيه غنزوج غنزوج غنصبري ليلى وصفت فارس احلامك اختي رقيه وعادي ما كيهمنيش يكون زوين بزاف غير يكون كيبغيني ويغير عليا بزاف ولدرجه يدير لي الحجاب ليلى يا افكارك زغبه رقيه غير خليني اختي وانتي كي بغيتي يدير يكون داير مثلا ليلى خوك رقيه افكارك فيهم ريحه اللبن ليلى حويمضه رقيه حالتك صعيبه عشيرتي ليلى تنهدت وشافت في البحر انا كنبغي هو بالكيدر الاخر كاع ما فايق ليا كاع من النعاس رقيه وهال الحب الحب صعيب لهالدرجه ليلى كثر ما تخيلي ما عرفتش كيفاش بغيتو واش خو قلبو حجر ولا كيفاش واش ما كيحسش ما كيشوف تفجيتي رقيه وفرعتي ليا مخي بها صاحبتي واش المغرب ما عرفتش شحال فيه من الناس ما بالك غير بارد القلب دحيمات ليلى واه كنبغي وكنبغي اختي وقفي معايا رقيه واش بغيك لفعه ليلى الله يحفظك الله يحفظك رقيه اش غندير لك قول لي خويا عافاك لما سير شوف نحال ليلى راه كتبغيك محنه ليلى ويلي لا ماشي تصديك الدرجه عطيني غير افكار باش نخليه يبغيني رقيه اش كتروني اش كتسولي واش انا نحبك بنتك عطي غلط صاحب الفيكتيمات وهانتي سيليباتير اكثر من تصيلت كنتينيت انت بعدا لقيتي اللي كتبغي واخا بقلبك غير شي خطوات اما انا ما كنبغي حد ما كيبغيني حد اجي ما نكونش مريضه ليلى سكتي سكتي فمك الحسو بوبي بغا نحضر لك فوق العماريه يا صاحبتي رقيه عندي احساس انك غتزوجي قبل مني الحلوفه ليلى يا خوك جاي يخطب رقيه لا حول ولا قوه الا بالله ليلى عطيني شي فكره بابي عافاك رقيه ما عرفتش اش غنقول لك حاولي تقلبي عليه شويه ما تبقايش تهضري معاه ما تعطيش اهتمام ديالك خليه هو اللي يهتم بيك واللي يبغيك تهتمي بيه راه بينتي لي شحال مره بلي كتبغيه وبركه ليلى تنهدات صافي واخا نحاول رقيه لا ما غتحاوليش بزاف عليك دابا دخلتيني في هاد المعمعه اليوم اجيباتي معايا نفكر في هادشي ليلى نبات معاك انتي كنتي خدامه غدا رقيه معليش يلا نوض يلا نوصلو علي دخل الدار عيان بعد الخدمه اللي عاود بسبب وصال علي وصال جات عنده مريم مريم تعطلت اليوم وبنتك راه دارت ليا فضيحه اليوم دارت قد الدراسه فين هي مريم نعسات نعسات مع الدجاج مريم غدرها قاريه مالاش دارت صافي صافي نسيه عليا علاش باقا فايقه نسيت على هذا الوقت مريم بغيت نهضر معاك علي مشى جلس ومريم جلست حداه بغات تهضر ومترده ما لاحظتيش عالي بلي راك كبرتي عندك 29 عام ما ناويش زعما علي الزواج زعما مريم لا باقي ما ناوي قد تكره ولاد مقداش ولدي علي ما عرفتش علاش ما عمرش راسي بالزواج ولا بغيره مريم انا معمره راسي بغيت نشوف حفيدي يا علي علي وليده وكتبتي من الافلام واش باغي تشوفي حفادك ولا باغا لي ونسك مريم باغا لي ونسني يا سيدي علي ولي بالك ملي بالك انساني زعما حتى وحده ما معمره لك عينيك لا لا ما تعمر عيني غير اللي تجي من عندك اميمتي بس لا يديها مريم ابتسمت على الفاس وكون كان حاط عينو على شي وحده كاع ما يقول هاد الهضره مريم انت زعما بحال ما كنعرفكش علي الوليده
ملي تكوني كتعزلي ليا مراتي عارفه كيكونوا عينيها ملونين. مريم درتيني ضحكه دابا. هي هادي الوالده، واش انا اللي غنتزوج ولا انتي؟ ملي كنلقى اللي تعمر عيني وتعجبني غادي نجرك للدار ديال باها. مريم وانت العام اللي ما عند بوه سميه عالي، ورا كبرتي وانا اكثر منك، فين باقي غادي؟ غطسو خلاتو قال شويه جابت لي العشاء وغادي راجع. عالي والله اللي تخسر خاطرك ما كاين الحب. مريم هي اللي جمعتي راسك. عالي هو المعيور هذا. مريم وعلاش هذا الشيء كامل عالي؟ شنو اللي باقي خاصك؟ ما فهمتش شنو خاصك، شنو خاصك؟ ما خاصك والو. عالي هي صبر راسو صافي، ما بغيتش انا نتزوج ونولد في الاخر نمشي ونخلي مراتي وولادي بوحدهم. ما بغيتش يدوز نفس السيناريو. كنت انا اكثر وحده فاهماني. ونهض غادي الغرفه ديالو. عالي يلاه تصبحي على خير. دخل وخلاها. مريم اش من خير هذا، اش من خير؟ رقيه وليلى وضحى والام حتى عماد خرقيه. ليلى جالسه مقابله معاه وجالسه حداها رقيه. عماد هز راسو في ليلى. عماد ليلى لاباس؟ ليلى بغات تهز راسها عفطت على رقيه. لاباس اخويا. عماد عاد طرف شفاتو رجع كياكل. رقيه حبسات الضحكه. عماد امل ما كنتي كولي سكتي ولا غنجي نجبد لامك عينيك بهاد الفرشات. رقيه كول سباكيتي كول اللي ما كتهضرش. عماد حلتوها لينا كاع ناقص من هاد العشاء. رقيه لا ما تمشيش حافاك، الا مشيتي ما غنبقاش نتنفس. سير. عماد راه غنخلي ضربك. رقيه حر باش من يجي من العمره قولها لبا، لما يحفز عليك تيخرجوا مسارك. نزها ورقيه سكتينا احترمي خوك كبر منك. عماد وليدي تعالى تغدى ما ديهاش فيها. رقيه كتاكل وكتنغزو ليلى كتشوف فيها. عماد خرج وخبط الباب. رقيه ودي معاك ولا رجعني تدي حسن. نزها نوض قدامي. رقيه سباكيتي زوينه ماما عافاك تديني. نزها ما بقاش بقى غير عشا خوك. رقيه وعطيه ليا. نزها والله لا حنجرتي، يلا نوضي تبخي الحجر. ضحى قادات للدراسه الطبيه. اوف على اسلوب على عائله. رقيه بقيتي غير نتي تنفر مفكر. ضحى احترمي راسك يسحب لك. انا هي عماد الله يسنوريك ربي كاع بالهضره وزوينه هادي. ماما اجي غلف لي واحد الكتاب. مشات وخلاتها. رقيه ماما هضري مع هاد البرهوشه شي نهار تلقايني مدليها من الشرجم بسبب هاد الهضورات اللي فيها. نزها انا باري منكم اجداني ولادكم اجداني. لا لا خالتي ما تقوليش هكا، كل ما ولدتي مشات كنت غندير انا بمن غنتزوج. رقيه عفطات عليها ومشات باس تنسى راسها. نزها مالك سيري تبوسي ليا في راسي. مالي سير سير سيري بعدي مني. سيري قدي راسك، هادشي ما واكلش معايا انا وهاد الماء عندي اللي غتغسليهم. لا صبحوا ما مغسولينش والله هاد الخدمه اللي عتبتي فيها. نزها مشات دخلت نعس وخلات ليهم الماء. رقيه نوضي غسلي هاد المشاقف. ليلى قلزات ليها وجمع غير الطبله نغسلهم اجي ونسيني. كتغسل في الماعن وليلى شاد قرعة المنظر كتشرف فيها. ليلى اجي واش نبقى نبغي خو ولا نبغي واحد اخر؟ رقية فو واش الناس مصاحبين مع صحابات ولا مصاحبين مع باركينج؟ ليلى اوف حرس والله دابا انا كنبغي والله في المقابل هو تاخدو ما كيتقدم بيها. رقية جات دايره. رقية عماد. ليلى حطت القرعة وعضات شفيفة تبيضو. عماد ليلى تبعيني. عماد مشى لغرفتو زعفان وليلى باغا تبعو. رقية فين غادي هاد الحلوفة؟ واش منيتك تبعها دابا يوريك كيفاش غادا تبعها؟ ليلى سالي في حالك انا غادا عندو ماشي سوقك. مشات وصلت عند البيت يلا غادخل. جات دغيا ليا عتاب قرصة وزادت. ليلى اجي ما فيهاش غادي ندخل عندو دابا سمعتيني؟ حتى جا دخل حل عماد الباب وجرها من كتفه وسطو. رقيه جات كتجري حطت ودني على الباب. ليلى اش بغيتيني؟ عماد بغيت نغتصبك ممكن؟ ليلى بدا رجليها كيشطحو بخصوص فاش حسات بيه قلب لها بزاف. عماد شكون هو؟ قفزها. ليلى شكون؟ انا اللي كنسولك شكون؟ ليلى وضح كيفاش شكون؟ شكون هذاك؟ رقيه كتسمع وشاده فمها. باب سويلي ولاد الحرام طلقونا خلاص. عماد هذاك اللي كتبغيه شكون هو؟ ليلى علاش كتسول انت اصلا فاش كيهمك؟ عماد هضر قبل ما نضرب لك راسك مع داك المرايه اللي قدامك. ليلى ساتت كتهضر وكتعبر بيديها. كنبغي كيسطيني حركات وهضرتو كلشي فيه زوين والقليله قميعو كلشي فيه كلشي. كنمشي عندو ديما للدار كنشوفو كيفاش كيتصرف كيفاش كيلبس. قفزاتها واحد الخبطه جات في الحيط اللي وراها. عماد ها زيدي.
ولا شافت في عيني، ولكن قد ما انا كنبغي قد ما انا كنكرهو، قد ما متشوقة نتلقى به كنتهرب من اللقاء باش ميمسش في قيمتي وكرامتي، حيت ديجا مطيحة قدامه وعيني عامرة بالدموع. اشنو فايدة الحب ديالي ليه الا كان ما كيديهاش فيا؟ الا كنت حدا وجهو انا ما كيديهاش فيا، قاست ليه وجهو كقربات ليه. شنو فايدة حبيبي الا كان الحب ديالي ليه من طرف واحد؟ شنو فايدته الا كنت كنشوف مع البنات وانا كيديهاش فيا؟ عرفتي شكون؟ عماد. واحد الحمار سميتو عماد. رقية ورا الباب شداتها الضحكة بدات كتشطح. رقية سربي يقول ليها كنبغيك، خمشين في كراسي. ليلى يلاه جا كيقرب عليها ويتهز عليها سبعو صباحها. عماد سمعيني. ليلى ما تقربش ليا، هضر من بعيد. عماد عوج معاها راسو، الدموع على طرف عينيها وعاد على شفايفها. كتلعب بصبعها بسبب التوتر، بغات تبعد رجع بصبعها فين كانت واقفة. عماد اش قلتي كتكرهيني؟ ليلى غمضت عينيها فشلها بهدرتو، حط يدي على خدها. قد تكرهك ليا؟ قد تحبك ليا ياك؟ يعني ما كتبغينيش؟ ليلى بعد شويه وشاف فيها، فتحات عينها، شوفي فيا وقولي ما كتبغينيش. رقية تشتت بالضحك ولات كتحبس فما غير بزز، عينيها كيدمعوا. رقية وحمار هذا خرجوا عليه الافلام التركيه، ويلي قالك شوفي في عينيها وهي تبحر البوغاز. ليلى طرا ليها نفس البلان، رقية جاب لها الضحكه بدات كضحك. عماد بقى كيشوف فيها شويه، سكتات شحال ازات راسها فيه وعينيها مغرغرين. لا قلت لك ما كنبغيكش، اش غيتبدل؟ والو. ولا قلت لك كنبغيك، حتى هي ما غيتبدل والو مادام انت ما كتكل ليا حتى مشاعر، ما مرعيش وما حسش كاع بالوجود ديالي. حطات يدي على صدره ويدها الاخرى ورا عنقو، كتهضر وكتعوج معاه. كنبغيك ما غنكرش، انت النفس اللي كتنفس بها واخا هكا، انت ما كيهمك في هادشي والو. شحال كانت كتعتبرني بحال اختك، حتى دابا مشكل غندير بحال عمرني عرفتك وغنشوف انا طريقي. علاش ما عمر راسي بيك انت وبزاف باغين غير كلمه مني؟ رقية وهي بدات كتعرف تهضر. بقيت كنفهم واش بنت جاتو باش ساكت ومخليها هي اللي داويه؟ والله حتى نحل نشوف عندك غير تكون قتلاتو. حلات الباب شويه. عماد ليلى وقفي وقفي غنهضر معاك. ليلى فتحات الباب وعطاتو انا رقية لراسها تجلس مزرودة للأرض. ليلى نوضي في حيدي حيدي من قدامي تنتي، تخطاتها ومشات لبيت رقية. وقفات ودخلت عند عماد. عماد مسينا على الله، اش خاصك تنتي؟ حقك اللي بقى خرجي بحالك. رقية مكلخ، ما كتعرفش تصرف وغتبقى طول عمرك بحال هكا. البنت كتعترف لك بالحب ديالها وانت حال فيها فمك. ويلي بقى لي غير تجي وتخطبك وسي حتى رم مشاعر شويه، ما كنتيش باغيها بعد منها، ما تبقاش كل مره تعطيها بسيط الامل وتمشي وتبعد عليها. سير سير. عماد غندير عين ميكا على داك هاد الكلمه الهضره اللي قلتي قبل ما نجي نفصلك جوج مرات. هادشي ما كيهمكش. ثلاثه اش كنتي كديري ورا البيت؟ خيا سولتك جاوبني. عماد باغيها، ما باغيش نتفلى عليها. رقية طرر بينا تعطي غير البنات قدام عينها وكتقول لي كتبغيش من حب هذاش. عماد ما كنتش عارفه كتبغيني انتي، كنت كنبغي نعصبها شويه ونتاكد. رقية وهانت تاكدتي، اش غدير دابا؟ صافتا كتهرنن عليا ثاني، ما غتنعش ما غتخلينيش حتى انا نعس. عماد دفعها وخرج فيها. عماد جود نايت، تال غدا ونعرف اش غندير. صباح جديد. رقية كتقلب على المنبه باش تسكتو، وبسبب الضجيج اللي دار ليها تطاحت. ناضت كتنغز تفاتو، دارت روتينها اليومي، قلبات في الماريه ما تلبس، ما وجدتش حوايجها. بقات منها هي مع ليلى، لبسات وقادات مكياجها وناضت هزات الساك والفلوس وخرجات غدا في الشارع وكتتمتع بالنعاس. رقية شي تباغى ويصبح نعاس، وشي قابل ما يصبح خدام، ولكن حتى واحد ما دارها ليا، درتيها بيدي. واش عباد الله هما كيتحابوا وانا مالي؟ علاش دخل حماري في اسبوع الفارس؟ اوف. غدا مقدمه قاطعه بلا ما تشوف اشارات المرور بكثره النعاس، شفت كل شيء كيكلاكسوني. رقية صبحنا على الله ثاني، هي غدا اوف حبسوا عليا زمامركم. قطعات وقفات في بلاكه ديال الطاكسي وحلفت داك الطاكسي لا وقف ليها. عامري بالخدامه رقية ونهار هذا باين من صباحو. واحد دايز من قدامها جلس هو في كرسي. صباح ديال الله مالو ديالك؟ رقية ما جاوباتوش، هو باين خاسر في النعاس، كيحل عيني غير بزز وكيتفوه. جاب لها النعاس وقف الطاكسي. سبقها واحد الدراري كبو خلاها مشوجره،
راقيه. تفو الشيخ على زهر، جلسات شي ربع ساعه عاود وقف لها طاكسي. وصلت لقدام المكازا، كانت مكازا ديال الحوايج، كانت كبيره، فيها جهه ديال الحوايج صبابط سيكان ديال النساء، وجهه ديال تجهيزات العريسات والكتاوي. ما علينا، دخلت راقيه المحل، طلبات سماح حيت عطلات، عطاوها خدمة ديالها هي اللي غتصادف الزبناء وتقول لهم الاثمنه وتشد معاهم الخاطر بطبيعه الحال. كان لبسها مناسبش للخدمه، مي دارت عين ميكا ودات خدمتها. عند ليلى جالسين كيفطروا، وهي ساهيه كتفكر زعما عماد واش غيكون كيبغيها، حيت راقيه فاش رجعت للبيت ما قالت ليها والو على عماد، وتا هي ما سولاتش، كتلعب بصبعها كتدور على الحاشيه ديال الكاس. نزها ليلى، ما قلتي والو بنتي؟ ليلى، انا راه غنمشي للدار خالتي، شكرا سمحي لي شطنتك معايا. نزها مالك اش درتي؟ والو حبيبه، مرحبا بك، دار داركم. تسمت ليهم مشات الغرفه ديال راقيه، رجعت تلبس حوايجها باش ترجع للدار. خرجت وسلمت عليهم. ليلى بسلامه. نزها زربانه، عماد نوض وصلها. عماد حط لي في يديه وقف غادي يسبقها، كان كتسنى غير لي نخزو. ليلى نعلات راسها، خافت منه، اللي خافت منه طاحت فيه، بغاش تبقى مقابله معاه، صدق يوصلها كاع. ركبوا في اللوطو، هو غيدي ما بقاو غاديين في الطريق، وهي هي كتشوف في الشرجم. ليلى، ماشي طريق دارنا هادي. عماد، عارف هاو الفيلم بالسلام مش من حق. عماد، راسي بقي دارني، صوت لي كيتعاود ليا في ودني من البارح، ونتي بلا 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 ما سكتيش. ليلى، ردني لدارنا وانا غير ساكته. عماد، ما بغيتش. ليلى، صبر يا ربي، وكرهتيني فيك. خمجات ليه وجهه من الفقصه. عماد شاف فيه، عارف راسي زوين غير صاي. ليلى، منين تاني فيك داير بحال بضاعه الحمير. عماد، واش فمك في غير سيد الحيوانات وبالخصوص الغبيه منها بالك الحمار؟ ليلى، وانت اللي قلتيها البارح فمك، تحد ما ضربك على يدك. راقيه طلع عليها الدم، كترد طلبات، واش البيع والشراء صعيب لهالدرجة؟ خاصة تقنع الواحد ياخد الحاجة، والابتسامة ضروري فمها، تكوانسة بكثرة الابتسامات. وقفات اللوطو قدام البوتيك، خرج من اللوطو كيهضر في التالي، دير نظاراتو الشمسية. علي، واخا صافي فهمتك. لا منسيتوش، صافي لقيتيني خارج ناخد ليها شي حاجة. قطع ودخل حيد نظاراتو، بقى كيشوف اشنو ياخد. لهاز معرفش، معندوش مع مستلزمات البنات، معرفش جات عندو راقية. نعاونك فشي حاجة؟ علي، كادو البنت معرفت ما ناخد ليها. رقية في نفسها، ويل على قلة العيالات، مصيفطين هاد العود كامل باش ياخد ليها كسوة. معليش، شي عطاتو شي زواتو، دات لي كسوة ورات علي. علي، قصيرة بزاف شي حاجة أخرى؟ رقية كرزات على سنانها مع الابتسامة صفرا، بدات كتقلب وكتنقر. رقية، وكيغير عليها، الله يا ربي، الله واش أنا نبقى بايرة؟ قالت الكساوي كلهم مزيرين معرين، اللي جاب سالي ما كتعجبوش. مشات الصبابط بقات كتوريه، وصافي تقاد عليها الصبر، تعصبت نهار كامل وتجاهدت هو كمل ليها اللي باقي. ولكن الفقصه الكبيره هي فاش دور عيني قلب شفايفو وتم خارج. لا، هاد الشحيفه كامله ما خلصهاش. لا ما يمكنش يمشي منها سالم. هزات صباط سلطاتو ليه للدار، صدار وعلامات استفهام على وجهو. عليه، ما حسيتي بوالو؟ رقية طلعت نفس وهبطات بأريحية وابتسامة بالراحة. شافتو جاي كيزرب جهة عرفات، القضية حامضة، دارت من جهة أخرى وعطاتها لجري مع صباط طالون عنكشها. نزلت لحسو بقات عاطية بالحفا، وعلي تبعها هي كدور كتشوف واش لحق عليها. تا كتلقاها قرب كتزيد في السرعة. رقية، اش هاد الزهر؟ ويلي السيد جراي، سخفت جداني أنا نخدم في هاد البلاصة كاع. عيات بغات تسارح، باليها واحد القط تخشات فيه ما بين العمارة والعمارة، كترجع النفس، تحست بشهرات شر. نيوم بي ولا بيك؟ رقية طلق الزمر. علي، واش تي حمقة ولا شنو؟ لقي اوف صافي، تلقي شعري بعدا وهدر. تلقى يلا غتشد الجرية دعويطة ويشد عاود من شعرها. رقية، يطلق من شعري. علي، ممكن تشرحي لي شنو خلاك تصرفي بديك الطريقة؟ دارت لعندو. لا، ما كاين حتى شي سبب غير سيادتكم الساعة وانت كتشطح فيه، وفي الاخر سميتي خارج مشريتي والو زعما علاش؟ علاش مش حفني؟ علي، نزلي صوتك، انتي بقى لاصقه في الارض كاين بخوشه وكتجاوبي مازال. رقيه هزت عيناتها اللي تبدا تغوت، لقاتو مخنزر فيها هبطات عندها عينيها وطلخات. حكرتي عليا. علي، مش طبه هادي معاك وصافي، اختي سير بحالك. رقيه قلبات في عينيها، دارت كتقلب على صباطها راجعه، حتى هو راجع فين حط اللوطو ديالو كيلعب بالتالي.
نقير قد صباتها. جلسات كتلبس فيه علي داز مقدمة مكمل طريقه. غادة وراه كتعاير فيه في الفورما. دابا انا شيرت على هذا كامل في الطالون اللي يكون شدني طويني. مينو غيكون كيدير غير البراوات لدوك الدراوة عندو. علي ركب في اللوطو زاد وهي دخلت المحل بدات كتسولها المديرة فين كانت حتى ما شافتهاش. فاش ضربات علي بقات كتعطيها في المبررات. اللوطو واقفة هما كل واحد ساهي في جهة. صندق عماد كنبغيك. ليلى مصدومة. عماد والو غير كنكذب على هاد الكلمة. ليلى حسات بقلبها طاح برجليها فاش قالها. تنهدت حلات اللوطو وخرجات وقفات كتشوف البحر. عينها مدمعين مقدرش طيح من قدامه. كيبان ليها زاد قدامها ودار. عماد بغيت نهضر معاك. ليلى بالغوات ما عندك ما تقول ليا. صافي عيتيني منك والله رجعني بحالي ولا غير رجع راسي. دارت غادة. عماد ليلى انا قلت لك كنبغيك. وقفات ما متاكدش من اشنو قال. اه كنبغيك. دور عندو كيشوف عينيها اللي مدمعين. عذبتك جهلتك غلطت في حقك ياك شحال مره ولكن كنبغيك يا ليلى والله. تسمحي لي بزاف على شنو كنت كندير فيك. واخا هكا كلمه كنبغيك ما غتوفيتها حاجه من باش كنحس بيه من جهتك. عماد ما غتقولي والو. ليلى تخلط على كل شيء بغات تضحك تبكي في نفس الوقت. ابتسمت والدموع طايحين. ليلى اش غنقول. عماد بعد عليها كيعوج في حجبانه. كيفاش ما عرفتيش تنطقي كلمه. ليلى يا قلتي كلمه وحده ما كتوفيش شحال ديال المشاعر كنكليك. دازت 3 ايام نفس الروتين عند ابطالنا. رقيه خدامه مع الكليان تعطلت في الخدمه وعيطت لعماد. رقيه عماد راه غنتعطل شويه راني خرجت من الخدمه ما تخلاش عليا. غدا وكتسمع شي حد غادي موراها. وزين هاد الصفاره ولا نهضروا بالاشاره. رقيه غا سمعت الصوت دارت لعندو. رقيه عماد. عماد اه منيتك بغيتي نخليك جايه بوحدك قريتك شي حد. رقيه علقاتو. خلي لي الحب ديالي. علقاتو من جنب هو شاد فيها من يدها. ضربوا دوار عاد رجعوا للدار. علي ويصال شاده اللي في يدو كيتعاودو. ويصال دابا علي مثلا غير مثلا علي ها قولي غير مثلا لكن عندي بوي فريند ما تفرقنيش معاه. علي وقف وشاف فيها. لا ما غنفرقكش معاه غنفرق هو على جوج. اجي نلقى عليك شي حاجه في السلطه سيلتك راه ما كاين غير اللي باغي يتفلى عليك في هاد البلاد. ويصال ولا كان باغيني. علي اجي لضربك. ويصال ما القديم. ويصال سكتينا. ضرني راسي علاش هاد الاسئله كاملين. واش انتي باقا لاصقه في الارض وكتبحثي في هادشي اش كاين. ويصال والو غير بغيت نشوف العقليه ديالك كي دايره. ساعه زيرو. علي خسر لها شعره. يلا غيجاوبو ويسمع شي حد كيعيط ليه. دار هو يضحك. عماد علي وات. علي سلم عليه وعطاه كرشي للكتف. علي شحال من مره كنقول لك هاد السميه ما كنحملش نسمعها. عماد كيهضر هو وعلي. ورقيه ما عقلتش عليه بقات كتلعب بالتالي تنغزى عماد. عماد هادي اختي رقيه. رقيه عفطت عليه. رقيه الكدار. عماد وهذا علي صديقي. رقيه متشرفين اخويا. علي كمش فيها حجبان وعرفها غير من لون شعرها. جاتو الضحكه ولا كيدور في وجهو. علي تشرفين هذه اختي وصال. رقيه بقات كتحقق فيه والو ما عرفاتوش. دورات شعرها ولا مبالات خشات تلف الساك ما هي قصيره كتنغز في عماد. رقيه عماد وا بيبي راه عييت بغيت نمشي للدار جاني النعاس. علي باقي الحال تنعسي مع الدجاج. رقيه شافت فيه بشوفه ما مفهوماش. عماد بغيتي تمشي سيري انا باقي هنا. رقيه هذه هي الخاوه تفني في هذا الوقت. فين العدل فين اين العدل اين حقوق الاخت. ويصال بلاتي مادام انكم نتوما صحاب باغيين تاخذوا راحتكم حتى البنات خاصنا ناخذوا راحتنا. اذا نمشيو ندورو وحدنا وانتم بوحدكم. علي منيتك. رقيه اه فكره زوينه. عماد يلا نتلاقاو هنا باي. شدات فيصل مشاو خلاهم كيشوفوا. رقيه الله على راحه دارت يديها على جنبها شافت فيصل. رقيه ويصال شحال في عمرك. ويصال 20. وانتي. رقيه تا انا اجي جاتني فكره لا ما كانش عندك شي مشكل. ويصال اه واخا. رقيه تحيت ليك ما تيش عليا رسميا داكشي علاش حاولي تنطلقي معايا. ويصال واخا لالا. رقيه هاتي دخلي معايا للصيدليه انت شدي غير الفيديو. ويصال اه كيفاش. جراتها ودخلت للصيدليه. ويصال شاده فيديو. رقيه كتهضر مع صيدلاني. رقيه خويا عطيني حليب. صيدلي اش من ماركه اختي. رقيه اللي عندك. جاب لها حليب ديال الدراري صغار غبره. رقيه منيتك اخويا عطيني سونترال ولا جبال.
صيدلي واش كتضحك عليا؟ رقية حاشا خويا كنضحك معاك، هانتا انا جيت ناخد واحد الدواء مناسب الحالة ديالي، انا غنقول لك الحال ديالي وانت عطيني دواء مناسب. صيدلي اوكي. رقية كي ضروري عطامي بزاف، ما عرفتش علاش كاع المفاصل ديالي كتنمل وراسي راسي قاتلاني في الشقيقة. وحاشك فيا لا دياري وصل عيني دمو. صيدلي بقى كيشوف فيها شحال، جاب لي هاد الدواء وشاف فيها هاكي 480. رقية بلاش ديك 80 حيده يعطيك السر ولا اش غدير، عطيني اسمي الدواء وشري من عند واحد الراجل حدانا كيبيع الدواء بالديتاي. رقية كتموت بالضحك. سمح لي والله ضحكت معك اخويا، عطيني واحد القرعه الدوليبران ديال الميل. ضحك وعطاها ليها، خلصت وخرجات. وصل ويلي علاش درتي هكا؟ رقية او ترى هادشي اللي داير لي المشاكل، ولفت كنجبد الصداع ولا حسب شي حد، المهم نخلق شويه لامبيونس. وصل بقى فيا مسكين خدمتيه. رقية ايوا نشطهم شويه، رانا كامل غير في العصب حتى هما. وصل عارفين عليك اكثر. رقية انا رقية والاغلبيه كيعيطوا لي رقية ولا رقية، كيستفزوني. ماشي مشكل، عايشه مع خويا وماما، بابا في العمره دابا قريب غادي يجي، توحشتو بزاف. شديت الباك قريت عام في لافاك ما كملتوش، المهم ودابا راني خدامه في واحد البوتيك ديال الحوايج. ويصال مزيان. رقية وحياتي روتينيه بزاف، تخنقت منها، داكشي علاش كنحاول نضحك شويه مع الناس بحال هاد الصيدله لي. ويصال ما عندك شي حب في حياتك زعما؟ رقية لا اخر همي الحب، ما كنامنش به مجتمعنا حيت اخديني غير لعبه، كيتفلاو على بنات الناس وانا ما غاديش نخلي شي واحد يتفلى عليا. انا يا كنثق في والديا اللي رباوني، وليت قد هكا خويا اللي ما مخصصني بموالو، طيح من قيمته بسبب واحد يزيدني غير المشاكل. ويصال واش ما كتحملنيش رجال؟ رقية لا ماشي هكاك، انا كيعجبني واحد النوع، باغا نعيش ديك اللحظه يخطبني شي واحد ما مصاحبش معاه وما كنبغيش. ويصال انت غير بوحدك. رقية بغيت نهضروا معاه مورا ما يخليونا نهضروا بزوج ونكون حشمانه منه. وقفت كتعبر امور كله الشروط ديالي ووافق عليها. ويصال واو عقليتك في شكل ماشي قديمه وماشي ديال دابا، ما عرفتش كيفاش والله. رقية لا عادي، انا هي اللي باغا راجل يجي ياخذني من عند با، انا رافعه راسي وكون اول واحد في حياتي. ثقي بيا الا درتي علاقات وداكشي قبل الزواج وبغيتي شي واحد غادي تعذبي بزاف، حيت يقدر يكون ما مكتبش ليك ويقدر يكون غير كيتفلى عليك وانت كتبغي مره واحده في حياتها، فراه غادي تعذب هي وحتى شريك حياتها اللي مالي حتى ذنب. وصلت لهداس وشافت فيها، جيتيني معطله رقية معطله بزاف. رقية دورتها وشافت فيها كيفاش. رقية انا علي اش انتي اش يلا يلا راها. وصل دورت وجهها مسحت دمعتها ورجعت شافت فيه. ويصال واخا رقية تشرفت بالمعرفة ديالك. رقية ويلي تخليني دارني راسي حشومة عليك، قولي لي دابا. ويصال هاكي مرتي غنهضرو في واتساب، قيداتها وصونت عليها باش تطلع عندها. رقية غنصدعك. ويصال اويلي مرحبا. رقية شعرك زوين كيبينك مختلفة. ويصال تانتي لون عينك زوين. عماد ايوا نحن هنا. رقية يلا. رقية واخا كل مشى شاد الطريق كلها غادي من جهه معاكسه. ويصل هزات عينيها في عيني وعطات على شفيفه كتفكر في هضره رقية. كل مشى لدارو كل فاش كيفكر. رقية ويصال اش وقع قبيله ما كملتيش ليا الهضره؟ ويصال غدا مع الصباح نتلاقاو، فين تلاقينا البارح واخا ما قارياش نهضر دابا، يلا سمحي لي غدا نقول لك. وقطعات. رقية تنهدت دريا كتبان علانيه بزاف، غدا اللي فتحت لي قلبها واخا عرفاتني غير نهار. وطفات التالي ونهزات. ويصال بقات كتصوني تعيات في الاخر حتى التالي. واش هادشي يا سيدي ربي اش غتكون وقع له شي حاجه ولا باغي تجاوبني؟ اوف اوف منك يا حمزه. صباح جديد. ليله صباحه عند رقية ماشي حيت وحشاتها حيت وحشات عماد. جالسين كيفطروا رقية لابسه جلابتها. نزها انتي فين غاده؟ رقية قلت لكم شي نهار نهز جلابتي ما تعرفوني فين زدت. نزها الناس والدي البنات وانا والده كارثه قهرتيني. رقية كنضحك معك ماما، غادي نتلاقى مع واحد البنت. عماد شاد تالي في يدو كياكل. ليلى كدور وجهها كيبالها ملاهي ساطت. رقية هاني مشيت. رقية وقفت كتسنى في وصال تلحقت عندها وجات سلمت عليها. رقية حالك ما عجبني فهمتش علاش، يلا لشي كافي ونهضرو. وصال لا غير خلينا نهبطو حتى البحر حسن، هبطو وجلسو في الرملة. وصال ما خدامش اليوم؟ لا اليوم الجمعة ما كاينش الخدمة في الصباح. وصال مزيان
رقيه يلاه تلقي داكشي اللي عندك. ويصال اوف، عطاتي يدها على جبهتها وعينها مدمعين. اش درت انا؟ اش درت رقيه؟ خلعتيني مالك؟ ويصال ما عنديش لما نعاود مشاكلي، ولكن انت قد الثقه اللي عطيتك. واخا عرفت غير البارح، عرفتك غير البارح مي ارتحيت ليك. رقيه ودي غير هضري، شوشتيني. ويصال انا ما عرفتش راسي كيف نقدر ندير بحال هكاك. رقيه بلا ما تدوخيني هضري، انا عندي واحد الشخص في حياتي يعني كنبغي. رقيه شدات وجهها ومسحت دموعها. غير على هادشي صاحبتي علاش كتبكي؟ ويصال لا رقيه، وعلاش انا رخصت راسي ليه؟ رقيه معنا عطيته شرفي. رقيه كرزات على سنانها ومتيقاش شنو سمعات. وقيلا ما سمعتكش. ويصال وعطيته شرفي، نزلت على بتصرفق الوجه وزادتها ثانيه. يلا كانت غادي ذات الثالثه، حدرات يديها وشدات وجهها كتبكي. ويصال كذلك. رقيه بالغوات، علاش كتبكي دابا؟ علاش؟ عند بالك غير ينفعك البكا؟ عند بالك غير رجع الشرف اللي ضاع؟ عند بالك غترجعي كرام ديال عائلتك اللي ما مرتيها في الارض؟ ويصال ما حاولتش ليك باش تزيدي عليا. رقيه لا، غنزيد عليك مره وزوج وثلاثه. واش الناس كتفكر بعقلها وانت باش كتفكري باش؟ ويصال غوتات في وجهها، ما تغوتيش عليا، صافي صافي بقيت قادرة نسمع والو، صافي انا ضيعت شرفي. ما متسب خويا وماما اللي تعذبوا عليا، جديتهم بهاد الكارثة. عطيت شرفي في طبق من ذهب الحمار حيت كنبغيه، حيت تقت فيه رقية كنبغيه. كضرب في صدرها وكتهضر بحرقة، والدموع كيهبطو كيتسابقو على خدودها. رقية غير كتشوف فيها وكتحسر. رقية شتي اش كيطرى بسبب الحب؟ اشنو استفدتي من هاد الحمار؟ كي قلتي انتي والو، زيدك بالهم لا زياده على داكشي. هادشي علاش ما بغيتيش نطيح في الحب؟ لو خليتي قلبك طاح في الحب راه غيتهرس ويصال، والبكا ورا الميت خساره. ويصال ما عرفتش رقيه كيفاش درتها تيقي بيا. رقيه جلساتها وجلسات كتحاول تهدر راسها حيت استفزاتها. رقيه كيفاش تدرتيها؟ ويصال ما عرفتش، قال لي مابقيت قادر نصبر، خاص نكون انا وياك بزوج. ما رضيتش، قال لي الا ما كنتيش معايا غنكون مع بنت اخرى. او طرا لي طرا. رقيه اشنو في نظرك غيقول؟ ايوا حبيبتي ضحات براسها على قبلي، كتغير عليا. لا لا هذا ماشي تفكير شاب مغربي. الشاب مغربي غيقول ضحكت عليها تفليت عليها، ما غاديش يبقى يبقى يكون معاك. كوني على يقين انه غيقول مادام انك عطيتيه هو فغتعطي لواحد اخر. كون كان جاي يبغي يكون معاك الحلال فعمرو كان غيطلب منك هادشي، غيطلب منك الفراش قبل الزواج. ويصال صافي سكتي ما تزيديش عليا. رقيه دايرها قد راسك وكتبكي من الفوق، جراتها عندها كتعنق فيها. رقيه مرض هاد السيجه بزاف، بقات معاها هكاك شي ساعه. ويصال غير كتهدن في راسها. رقيه اشنو سميتو؟ حمزه. شحال في عمره؟ 24. امتى طرحت الشيء؟ شي اسبوع دابا. رقيه تنهدت وشافت في البحر، بزاف عليه سميت حمزه. ويصال يومين ما جاوبني. رقيه ويلي ويلي ويلي، طبيعي يا بنتي تسناي مازال عطي عطي. ويصال زعما يخليني. رقيه ماشي زعما، كوني على يقين. ويصال ناري. رقيه ما تبكيش ما تبكيش علي غير حباك. ويصال ما يمكنش حمزه راه كيبغيني. رقيه واخا يلا صوني عليه نشوفو. ويصال جبدات صونات ليه، كتجاوب المره الاولى والثانيه والثالثه عاد جاوب. ويصال حبيبي فين غبرتي؟ حمزه هادي انت واش فين منظور القلابل ديالك؟ صافي ملي يكون سالي غنهضر معاك. قطع عليها. رقيه غشفت فيها باستهزاء، هذا هو اللي ضحيتي على قبله؟ ها هذا راه قادي الغرض بك ولا بلا بك. دابا غنجمعي عليا راسك اللي عطى الله عطى، وثانيا حياتك ما توقفاش على هادشي. تبدلي شويه ما تبقايش نيه ودمدمه بحال هكا حيت غتخرجي على راسك. ويصال حشمانه منك بزاف ومن خويا وماما، ما عرفتش علاش ما بقيتش قدرت نشوف وجههم كاع. رقيه شي طبيعي، شرفك اللي خدموا على قبل سنين هذا دمرتيه في نهار، وانا ما غاديش نصبرك اولا غادي نوقف جنبك. انا قلت ليك اللي عندي راه كنتي منك لافوت. ويصال راه ندمت. رقيه ندم ما عندها باش تفيدك، راني قلت لك حياتك ما متوقفاش على هادشي، مازال الف واحد يتمناك ويبغيك انتي، ماشي يبغيك حيت نتي بنت، يبغي الروح ديالك شخصيتك، ما يبغيش شويه ديال الدمت العذريه اللي غينزل منك. رتبي حياتك، كتعرفي بلي العيشه بلا اي شخص تبغيه مريحه بزاف. خاصك تعزلي الشخص اللي يبغيك حيت ثقي بيا، الشخص اللي كيبغي ما كيديرش هذا الشيء، كيدمرش لك حياتك. ويصال اوف اش غنقول لك؟ رقيه ما عندك ما تقولي ليا، زيد رجعي لداركم تعطلنا مازال غنتفاهموا.
صحنا ويصل بدات كترد الدم. رقيه ويلي اش هادشي؟ ويصل مسحات فما وفله لي يوريك راه البارح شربت شي دوايات قدام كنت غنموت لي كامل وانا كنشهد. رقيه لا اختي سمحي ليا، اش غتشهدي وانتي دايره كارثه وزايده باغا تقتلي روح كتشهدي؟ غير فاش شربتي داك الدواء شربي قرعه ديال الشراب وشري كيلو ديال الخنزير اللي تعشاي به، مرتكبة معصية مرتكباها. ويصل واو انتي هي تأني بالضمير. ويصل ما عرفتش علاش ما كنفكرش بحالك. رقية كله تفكيره كله شخصيته، اما انتي حالة خاصة يا اختي ما عندكش شخصية اساسا. ويصل اه رقية صافي قتلتيني بهضرتك. رقية شوفي انا ماشي من داك النوع ديال الصحابات اللي غادي يقول لك مسكينه بقيتي فيا الصراحه علاش وقع لك هادشي ما كيسواش. نو نو انا وصال غنصبرك، انا غنزيد على طاسيلتك باش تجمعي راسك شويه. وصال اودي لا انا باقي نعاود. رقية لا لا غير جربي لي تحطك لما غرقتك في هاد البحر. وصال عافاك صافي تبقى بيني وبينك. لا غنفضحك من نيتك كتهضري. وصال راه انا بنت بحالي بحالك محتمل يطرالي هادشي الله يحفظ، ماشي ضروري بخاطري حيت مستحيل نديرها الله يحفظ، نقدر نتعرض لاغتصاب. وزيد وزيد. ويصال شكيكو اوف جيت نشكي عليك تبرديني ساعة كملتي عليا، دابا انا حياتي بصح ما متوقفاش على هاد الشرف، اذا اشنو غندير باش ننسى هاد الحمار؟ عقيا انتي اللي حمارة نيت، عادي ديري بحال عمرو ما كان صافي راه خليه 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 كيما خلاك. ويصال من نيتك. رقية يا والله عطينا وجهك، واش انا طبيب نفساني باش نعرف كيفاش ننسيه؟ ويصال الله صافي نسيتو والله ناري تفو مبقيتش حاملة. رقية نوضي نوضي كثرت الهم كضحك. ويصال الفين ثاني تبعنا بزاف باش نقادو هادشي، هزا معاك فلوس؟ ويصال ماشي بزاف ثاني هزا شي حاجة يلا معايا نجيبو دويرة ونقول لك. ويصال تحطمت والله كيف قلتي قلبي طاح وتهرس. رقية صافي سهلة صايبي واحد اخر. ويصال كتفلا هنيا لا الحلاش تصنعي قلب قوى من اللي كان، ما تخليش الريح اللي جاي ديك شويه شويه ديال البروده وما تعصبيش دغيا وما تسرعيش في الجواب، عطي وقتك الكافي لراسك وديما الابتسامة على وجهك. درتي يديها ابتسامة على وجه ويصال وديما ضحكة على وجهك حيت السلبية ما عندها باش تفيدك. ضحكي عيشي كل لحظة بلحظتها، مشكلة ديالك عرفتيها صافي دابا انت ما كتفرزيش بين الناس اللي كتبغيك والناس اللي ما كتبغيكش. ويصال اه ايوا انا غنعاونك مي ماشي كلشي غنديرو انا، انت خاص مجهود كيعجبك تقري الكتابه. ويصال نو نو الملل. رقيه صبياني مع راسك لا بزز عليك تقري واحد الكتاب باش تبداي تفرزي بين الناس. ويصال زعما كتاب ويعاونني باش نحل مشاكلي شنو سميتو نشريه؟ رقيه غيعاونك بزاف سميتو قراءه الناس، ما غاليش حيت غابر اللي خاصك توصي وتقلبي وعلى الله تلقايه. انا شهر وانا كنتسنى في عاد وصلوا جابوا لي عماد يلا نمشيو للدار. ويصال شكرا بزاف والله كان وعدك غنقرا. رقيه وعدتيني عمرك ترجعي لذاك الحمار وخيبوس لك رجلين، عمرك تبغي شي حد هكا حتى هكا حتى تاكدي منه. ويصال كان وعدك عمرني رجع لي مي كيفاش ما بغيتها واحد يعني الحب كيجي على غفله. رقيه الحب لك انتي باغيه تضحي فيه عاد كيوقع، حاولي ما تبينيش علاقات ما تبنيش علاقات تبعدي من رجال بعديهم، عطيهم اتساق اختي خلي عيشي لحياتك عيشي لراسك صافي واللي مكسب لي راه غيجي دق الباب. وحسن نتمنى ارتحيت بزاف فاش هضرت معاك. رقية ودي انتي ارتحيتي وانا تعصبت. شدو طاكسي للدار درقية باش تعطيها الكتاب. دخلوا سلمات ويصل على نزهة وعلى ليلى كانت كتجمع معاها روينة. ليلى يا كراقية بتلتين لقيتي صحابات باش هي باش هي احسن مني باش؟ رقية سميتي راقية راقية ماشي رقية ولا راقية سمعتيني وباش بدلتك حي اي دفعات ودخلت البيت. رقية رقية اوي اللي مقلقة زعما غضبانة في بيتي اش هاد الزعتر مال هاد الزبل هنا؟ زعما بحالي بحالك ملي خرج عماد الصباح وهي كتنغس تما ما عرفت مالها بغيت نجمع روينه لقيتها كتجمع كلشي تمن الكسكسو فوراتو. ويصال جرات رقية ودخلت عند ليلى لقيتها كتبكي. ويصال بقات واقفة تدفعتها رقية تجلس على واحد الكرسي مقابل معاها. جلست حدا ليلى فوق السرير. امالك واجده لك عماد شي حاجة؟ الا دار لي اختي دار لي يلا الربعة باش قال لي كنبغيك تتقلب بوحدو البارح ما شفتوش نهار كامل والغابر والليل وفي التالي ما كيجاوبش على لي زابيل ديالي
واليوم في الصباح مشى بلا ما يسلم عليا وكملتي عليا زنتي خرجتي بلا ما نمشي معاك لما سمحت لك انتي وخوك ما عندكم فين تبعتو. رقيه كالمه كالمه ليلى سيري بعدي مني. رقيه بغيت غير تعال شي نهار نبكي على شي واحد بحالك. ليلى وصل الله يجيك. رقيه الله 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 انت ما فعر الله. ليلى شكون هاد البنت اللي بتلتيني بها؟ رقيه الله يهديك هادي خت صاحب خويا. رقيه كتهضر مع ليلى وصل رجعت كتبكي. رقيه نهدت وعنقات حتى هي دموعاتي. رقيه وصافي بركه عليك كتمرضي راسك وعينيك حاجه ما تستاهل. وصل بعدات بدات كدير فراسها بالشهاله. اش درت انا اش درت؟ رقيه وصافي سكتي شدات وجهها بيدها شات عينيها اللي دامعين. عينيك ما يستاهلو حتى حاجه تبكي عليهم ثقي بيا. وصل انا كنبغيها رقيه. رقيه ويلي هو ما كيبغيكش تدخلي هذه راسك حبسي دموعك ما يستاهلوش. علاش كنهضر معاك من الصباح وثقي بيا؟ غتلقاي شي واحد فواحد البلاصه كيبغيك غيبغيك غيدير المستحيل بلاش غير تحكي ليه. داكشي علاش تلقاي ديك الضحيكه ما كيجيش معاك البكيه. تسمات بشويه وعنقاتها بالجهد وليلى كتشوف وكتدمع اثر في هذا المنظر. ليلى امالكم؟ رقية شافت ويصال وطمناتها زعما غير قولي لها عاودوا لها كلشي. عاد ليلى بدات كتبكي. ليلى اوف غير اللي بغى يدير الثقه. رقيه وتي داكشي علاش كنهضر معاك ليلى انا خويا وما كنثقش فيه حضي راسك منه. ليلى شافت فيها وحضرت عينها شفت سمعت الباب تحل خرجات من بيت بالزربه بغات تشوف عماد. رقيه وف واش هاد الدرجه الحب كيجرجر بحال هكا؟ ويصال كثار ما كتخيلي. ليلى تبعت عماد لبيتو داخل طلع عليه الدم. ليلى عماد مالك؟ خرجي يا ليلى. ليلى ما غنخرج. ليلى عافاك خرجي. قربت لي شدات لي في يدي. عماد الا كنتي كتبغيني قل لي مالك حاسه بك. عماد لهاد الدرجه زعما كتبغيني؟ ايه لهاد الدرجه باين عليك مالك؟ انا كنت سطا ملي كنشوفك هكا مالك؟ الا ما وقفتش معاك فاش تكون محتاجني قل لي قل لي مالك. عماد نهد وجلس هز شي وراق من المجر منتهم ليها وشد على راسو. ليلى شداتهم كانوا ديال الطبيب. حلات الجواب بدات كتقرا فمها بياض شافت فيه ورجعت تاكدت من السميه. طاحت في الارض كتشوف في الورقه. عماد نهد نزل لمستواها. عماد نوض ليلى مسح لها دموعها. هادشي ما بغيتيش يوصل لرقيه. ليلى المنظره ما كيتخباش. عماد قوليها لي هذا وغتشوفي كيفاش غتصرف. لما ريبات هاد الاقامه غبغواتها راه ماشي اختي اللي كنعرف. ليلى شنو غدير دابا؟ غادي نتبع لها حيت السبيطار واخا نعرفت مرضها ما ارتاحيتش. ليلى طبيعي وراها امك هاديك امتى مرضات؟ عماد خمس شهور دابا كتعالج مرة وتغفل عشرة المرات. هملت راسها بزاف ومخبي علينا هادشي. هادشي اللي مبغاش يدخل ليا في راسي. ليلى اوف لحمي بورش عليا خالتي نتها بحال ماما والله. عماد ليلى صافي صافي راسي راه تحمل بزاف لحد الان صافي خرجي خليني نرتاح. ليلى عرفات وما عنده خاطر حطات الوراق وقربات ليها نقات وخرجات. لقات رقية سدات الباب ديال الدار. رقية ويصال يلاه مشات. مال عماد؟ ليلى والو عماد غير مع الخدمه. رقيه صافي هذاك ديما معصب. ليلى رقيه انا غنمشي للدار. مني نيتك بقيت خداي وداك الكسكسو اللي بديتي؟ ليلى لا لا صافي انا غنمشي. ليلى عرفات لا تجمعوا في طبله وحده غادي تفرش كلشي وتبدا تبكي حيت فاش كياكلوا كيجلسوا كيبقاو مدابزين على ابسط حاجه كيقلبوها ضحك. سلمت عليها وخرجات وهي تدخل. ضحى ضحى ماما فيا الجوع. رقيه متفاتها مشات لبيتها كتلعب بالتالي. عند علي متكي في غرفتو حاط يدو تحت راسو شويه دخلت عندو وصال. انقاتو شاده التالي كونيكتي مع رقيه ومغمض عيني حتى كيسمع شي صوت. حل عيني كتبان ليه كتفرج في فيديو. علي هاد الصوت فين سامعو؟ هادي رقيه خت صاحبك سمع سمع. طاتو التالي كيتفرج في فيديو ديال الصيدليه. شاف في الاخر ديال الفيديو كنخرجو من الصيدليه ورقيه كتفرناس مبتسم. هادشي كامل خرج منها. ويسال رقية بزاف ديك البنت حنينه وقاصحه في نفس الوقت كتعاتب وكتواسي وضحوكيه وجديه. ما عرفتش كيفاش كتوفق بين هادشي كامل. ما عرفتش حاجه ما عندها علاقه بالاخرى. يعني باش عرفتي هادشي كامل؟ ويسال تلاقيت بها اليوم بقينا كنتعاودو دابا هاني يلاه جيت من عندها. علي رقية شاده التالي كتسرى في الانستغرام سطحت في واحد الكونت ديال شي بنت متحجبه كانت كتشوف صور ديالها ولبسها والنور اللي في وجهها وصوت تجويدها حين يدمعو. قالت في خاطرها شنو الفرق بيني وبينها؟ بزوج كنتنفسو بزوج كنتمشاو وعندنا نفس الحواس
علاش شكون هي قريبه من الله وانا لا؟ ما تشافت في المرايا في شعرها في وجهها في لباسها؟ اش استفدت من هذا الشيء؟ اش استفدت من اللبس المهري؟ اش استفدت من الشعر المكشوف؟ شو استفدت من تخسر الهضره؟ والو، نهدات حلات الماري ديالها، شافت حوايج اللي كاينين، لقات غير شورطات سراول مقطعين، كساوي مينيات، كين صايا قواميش طوال، عمرها لبساتهم. ضربات الماري وتخبط الباب، عطات على شفيفة. علاش هي ما تكونش قريبة من الله يوض انها تكون بعيدة عليه وقريبة لمحرماته؟ رجعت عينيها للمرايا، هاد البعد كامل على الله وبعدي على الصلاة اللي واجبة عليا غير باش نبان زوينة. مفكرش في العواقب بزاف اللي غتكون ورا هاد الدنيا، الدنيا غير نقطة وسط بحر، فعلاش غنعمر راسي بها الا كنت كتسناني حسن منها؟ ابتسمت ودخلت للدوش، توضات وكطلب الله يسمح ليها. خرجت صلات الصبح والظهر، جمعات سجادتها كان جابها ليها العب ديالها باش حببها في الصلاة، كانت في اللون البيض والوردي. كملات صلاتها وبصحت دموعها وبقات جالسة شحال كدعي الله يسمح ليها على قاع النوم اللي جمعات بلباسها الفاضح. جبدات شي حوايج فولارات كانوا عندها، بدات كتقاد فيهم وكتقلب على الشده اللي تجي معاها تجي مع وجهها. تلقاتها لبسات صاية طويلة في البلو مع شميزة بيضاء وفولار في البلو مغين. شافت في المرايا جاها الحجاب زوين مع قصيرة، وجهها كيبانضاوي بان زويونة. كتبتسم من المرايا كتشوف كيف كتجي معاها رقية، الله على راحة. تسمعات ما كتعيط لها تجي تغدى رقية، أخيرا غنفرحها بشي حاجة أمنيتها ديال الفولار. خرجت عندهم كانوا مجموعين على القصرية كيتسناو فيها، وقفت قدامهم نزها شافت فيها وسبعة عماد وضحى. رقية مالكم كي جاني الحجاب؟ دارت وشدت وجهها بيضة تصغر عينيها نزها، نطل عندها نقاتها، حققتي الحلم ديالي رقية، الله يرضي عليك ويحجبك من العين، يا ربي نتمنى منك عمرك تحيتيها بنتي. رقية صافي يا ماما، طالبك يا ماما على الرأس والعين، ونطلب منك طلب لغواني الشيطان، وبغيت نحيد وخجيني تخرج عينيا. لا لا عارفك ما ديريهاش، انتي ما كتاخدي قرار الا وكتكوني مقتنعه به. عماد واو، وشنو سبب هاد الحجاب؟ واش لاموند؟ شفت فيه وجلست حداه غمضت عينيها وبدات كتنشد عليه. اذا ما قال لي ربي اما استحييت، تعصيني وتخفي دم على خلقي، وبالعصيان تاتيني، فكيف اجيب؟ يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. عماد صافي صافي، شت صوت عندك مشوط. رقية حيت انت اخي الكبير كنحترمك. عماد الوليدة واش متأكدة هذه بنتك؟ رقية لهاد الدرجة تبدلت الزمر. عماد جاك الحجاب زوين، دوزي تغدي دابا. رقية لا لا تعطلت على الخدمة، يلا غنخليكم. عماد بغيت نوصلك ولكن ما نقدرش نضحي بالقصرية في سبيلك اختي، طريق سلامة. ضربات وناضت. ضحى اوف العائلة، واش بصح انا منكم؟ راكم تعديتوا على اللغة العربية. رقية نتفاتها تاني وخرجات، عجبها الحال تخرج بالحجاب، كتلعب بالصايا بيض ويد اخرى شاده بها الساك وكتفرنت. فصنع لها التالي جاوبات كانت وصال، وصال رقية ملي تفضل. رقية هانتي جي عندي المحل، دير راسك كتشري من عندي باش انا ما نخسرش خدمتي وانت تبقاي معايا. وصال واخا يلا انا جايه لعندك. وصلت للمحل بدات في خدمتها وابتسمه، ابتسامه ما كتفارقش وجهها. عند وصال عالي، انا غدا عند رقية. عالي واخا انا نوصلك. وصال كبرت في عينها، توصلني عالي؟ اه. وصال ولا ولا صافي ولا تشوف رقية؟ عالي ما جاوبهاش، خنزر فيها. هي مشات قدامه بينما هو لبس سيرفيت وخرج عندها. مريم فين غادين؟ آه وصال دابا انا غادا عند صاحبتي ياك، هو قالك بغا يوصلني حيت حاشاك مزعوط فيها. خرجت كتجرس، هو شاف في مرقها كتضحك ابتسم وخرج. غادين في الطريق وصال كتستفز بعالي، عالي مزعوط فيها من بعد، انتي اش دخل حمارتك؟ وصال نهاري شخصيتك مفهوماش، تنت اكثر منها تفو. وصلوا للمحل دويصال شافت فيه. وصال تنزل معايا ولا تمشي؟ عالي تحنسر في الجواب ديالو، براسو ما عارفش لا جاي باش غيجاوبها. وصال حصلتك. عالي ما عارفش لا جاي معاك انا اصلا، اوف يلا ما تعطليش، هضري دغيا وخرجي باش نرجعك للدار. وصال شكيت عليك، انا قلت لك بغيت ترجع يا كنت اللي سقتيني، بغيتي تهبط هبط، ما بغيتيش ما ديرنيش طريق، الله يرحم باك. والله الا هبطات وعلي بقى في اللوطو كيشوف. رقية بانت ليها وصال خرجت لعندها. وصال اش هادشي؟
رقية كيجاني الحجاب وصل زعما درتيه متيقاش. رقية غير تيقي عرفتي انا شحال مرتاحة دابا عند قاسة وصل جاك فن مع وجهك والله خلون شعرك كان زوين. رقية كتقلب عينها شعري خلي اختي لراجلي وحلالي يشوف فيه. وصل اجي اجي سلمي على خويا باقي في اللوطو. رقية اويلي واش بيني وبينو تسلم عليه. وصل واتي تعالي شحال فك. رقية هو اصلا لاش جاي معاك. وصل ناري وبركة زيدي زيدي بحال غدا تحرري ليا الصحراء. راه غير سلمي عليه ولا صافي دبري راسك كاع. رقية الله زيدي زيدي صافي اليوم باينة غتخليني بلا خدمة. وصل كي شتي الناس غير مكفحين تنتي راك اليوم الجمعة الدنيا خاوية. وصل داتا معاه غير باش تشوف علي كي جا الحجاب. علي هبط من اللوطو كيشوف فيها واش هذه هي اللي كانت البارح جرى وراها سوالفها وبدا بدوك الحوايج مزيرين وبدوك الحوايج مزيرين. رقية سلام علي كيشوف فيها كيفاش مبتسمة حنا كبانو مع الفولار. علي واش درتيه؟ رقية ما ديتها كيفاش؟ علي والو ما ديتيه سلم عليها ورجع شاف فيها وترها. وصل رجعت اللور كتحبس بالضحكه ولقيها باغا تهضر باش يحيد هاد النظارات من عليها والو بقى كيشوف فيها. وصل وراه معوجت بالضحك. رقية الثانية حتى هي هزات عينها شافت في عيني مباشرة عيني عسلين مع جام قاد قادة مع شميسة كيبانو كيبريو. سهات فيه الثانية وصل رقية شافت فيها وعلي حتى هو. انا غنمشي. وصل لا غير بقى. علي والله لا بقات فيك شنيولة. رجع شاف رقية عندها حنيكات والفرار زاد بينهم صافي معرفت كي بانت ليه. كيشوف فيها مكراش يجر لها خدها مبقاش قادر يصبر. علي جاك فولار زوين تاسم ركب في اللوطو وزاد. رقية بقات كتشوف فيه غادي وسهات فيه. ويصل ارجع الله. رقية نادي اختي ريحتو زوينة. ويصل ناري مبقاش قادرة كلشي ضرتني بالضحك انتي مالك حليتي فمك. رقية ناري اختي خوك واعر. رقية ويلي اش كنقول استغفر الله تنتي ناري غير عجبني ريحة البارفان ديالو وصافي. وصل البارفان ولا مولاه. رقية تفو عليك سكتي صافي. رقية بقى كتحس بقلبها كيضرب. ويصل حطات يدها على قلبها. يا اختي انتي مالك كتستحي واخا ما عرفتي كون اش دار لك. رقية بعدي مني. مشات كتخدم ويصل كتشوف فيها تنهدات وشافت في السما. ويصل يا ربي تكون مكتوب عليه. رقية خدامة ويصل مقابلها تقربت تسالي. ويصل هزات تالي ودوزات لعلي لابيل. الو عافاك خويا اجي وصلني راه نسيت الفلوس قطعات وبدات كتفرنس. داز شويه د الوقت. رقية هزات ساكا وشافت ويصل. يلا نمشيو سالات المده اللي كنخدم فيها انا. يلا خرجوا وقفاتو اللوطو تعالي. ويصل كتفرنس ورقية غير شافته بدا قلبها كيضرب كيف الاول. نهدات وكتقول في خاطرها حبس قلبي حبس هادشي. علي طلعوا نعرض عليكم. رقية ويصال يلا بسلامة انا غنمشي في تاكسي. ويصال ويلي منيتك كاينه اللوطو تمشي في تاكسي. رقية لا لا غير سيري شكرا. علي طلعي بركه ما تنفخ. رقية عقدات حجبانها وركبت اللور. ويصال عرفتي عالي كون غير ديتينا ناكلو شي حاجه عاد نمشيو فيا الجوع. رقية كتخرج فيها عينيها من المرايا. ويصال كطرطقلها في عينيها. علي غير شاف فيها ورجع ابتسم. خدام واحد المطعم ديال الوجبات الخفيفه هبطو دوموندا وجلسو. رقية كتحتس هي ويصال وكتفرنس مشرعه فمها. علي حط يديه على حناكو كيشوف فيها شويه تنهد وجبد تلا كيتلف فيه. ورخاء رقية دورات في وجهها كتحس براسها ولا تحمرها. ويصال كتموت عليهم بالضحك كل مره كيهز راسو فيها وهي كتسافي حتى بدات كتغني ليهم واحد الاغنيه رومانسيه. علي ويصال سكتي شويه بركه مساله. رقية جات الضحكه كتحس بحناكا غيطرطقوا بالحموريه وعينيها صغار وكتبغي تحبس الضحكه وما كتحبسش ليها ما قدراش. علي شاف فيها ورجع كيضحك كيدور في راسو ما عارف راسو مالو مي كتعجبو ضحكتها. كيصغروا عينيها ورموشها كيتجمعوا بحال شي بنيته صغيره كتضحك كيبغي يبقى غير كيشوف فيها. ناض خرج وخلاها. رقية اوف امالو هذا. ويصل ناري بقى فيا خويا مسكين طاح طيحه خايبه. علي دخل ويصل ناضت للسيرفيس شويه بنت ليهم شدات الميكرو. علي غديرها عاوتاني. رقية مبغاش تسولو. ويصل كضحك دورات عيني على الباب بقات كتشوف شحال ضربت في الميكرو. ويصل سمحوا لي على هاد الاغنيه. سمع صوصها دور عيني شاف فيها بقى واقف قدام الباب. ويصل عينيها تغرغرو
غمضات ومشدات الميكرو ابتسمت، فكرت هاد الرقية كاملة وشحال نساتو في هاد النهار ما طاحش بالها في مرة. ويسار كتغني وعلي مقابل رقية اللي كتشوف فيها وكتبتسم، والأغنية مشات مع الإحساس ديالو. وصل كملت الأغنية وكاع اللي كانوا في المطعم كيسقفوا لها يصفقوا لها حيت صوتها غزال وفي واحد الغنة زوينة خلى كل شيء عينيهم كيمشيو لها نيشان. دات ابتسامة، ردات الميكرو ورجعت جلسات معهم كتلعب في شعرها بصبعها. رقية: واو صوتك واعر. علي: ما تقيش تضحكي. رقية: باردون. علي: والو يلا كولو خلاص. رقية كمشات في عينها شوف وكتشوف وصال. رقية: غني ليا ما عندي زهر مع لامور لقليب ولا كبيدة. وصال: سير بعدي مني. علي ضربها للفم: جرب يعاوديها مرة أخرى. وصال: اوف ديزولي. في بلاصة أخرى في المطعم جالس شاد على كاس كيلعب بصبعانو كيشوف فيهم، واللقطة ديال علي فاش ضربها حضرت راسها در راسو في خاطرو، مشا وقف عليهم وجرها من دراعها. وصل: اويلي طلاق. علي ناض ليه دفعو وردختو ورا ظهرو: ايه اش هاد السيبة؟ حمزة انت اللي شكون؟ علي: نتي كتعرفي هذا؟ وصل: لا ما كنعرفوش. رقية كتشوف فيهم عزيز عليها كتفرج في مدابزات. علي: باش من حق توصل ليها؟ حمزة: انت اللي باش من حق توصل ليها، حيد على يديك. عطاها علي بواحد الركل للوجه حتى خلاها مشبح في الارض. رقية: الله 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 قصحتي خوك. نض حمزة حتى هو ماشي بالعاكزين، عطا لعلي بالروسية، رجع باللور ما جا فين غيهرب حتى ضربو النيفو تتعف. رقية ناضت كدفع فيه: رقية حيد كلاوعك الحمار. رقية كدفع فيه دفعة حتى جات على الارض. علي غناض شافها: علي فين ضربك وحدك؟ رقية: لم فيا والو، شوف هذا ماله. رجع ليه علي بقى كيعطيه معقلش عليه. ويصار: رقية نوضي نوضي فكي. رقية: فين غنوض راني لحقتها. خليها يعطيه وراه ليها كيقلب نيت. ويصار: لا لا ما يضربوش. رقية: شكون هاد الحمار؟ هذا هو صاحب دعوتي. اوف. رقية: هذا هو بوركابيك. حمزة هز جنوي بغى يضرب وجات العالي غير في يدو. بوليس وصلوا، كونهم عيطوا ليهم الناس اللي في المطعم ما قدروش يفكوا. شدوا حمزة بغاو يشدوا علي، شافوه حنا وريوسهم. علي: ديوانا جاي لتصيلتو نوريه يقرب لختي الحيوان الاخر. حمزة: اختك؟ علي: خرج برا. رقية كتشوف الجرحة اللي في يدو ضرها خاطرها، جرات وجلس بقى كيشوف فيها. رقية: ولد الحرام شنو دار لك؟ اوف. مشات طلبات شي حاجه من السيرفور عطاها ليها وجات جلست حدا علي. بينما الناس كلها رجع لشغله، دارت ليه القطن فيه الكول. رقية: غتحرقك شويه واش كدير لك بزاف؟ علي كيشوف فيها: بزاف. ويصار كتطقطق بصبعها باغا تهضر وخايفه منه. رقية: اوف واش كاينه السيبه؟ جاي هز موس وضربك، وعلاش ما داوكش انت وداو هو؟ علي: ما كيهمش. رقية شافت فيه ورجعت كدير ليه الكول، قد رجعها ما غرقش بزاف، صغيره غير دمو على سبه. رقية: من دمك ما بغى يكف؟ حطات عليه القطن دغيا عمرات. رقية: النوع اللي ما كتحملش تشوف الجرح ولا تقرب ليه. ما طاحت في هذا الموقف ما عرفاتش راسها علاش هي اللي بغات داويها ليه، ولات حابسه دموعها غير بزز. هذه عادتها فاش كيتجرح عماد كيطرى ليه هكاك، ما كتبغيش تشوف الجرح ولكن ضروري تشوفه، الفضول كيحكمها وكتختمها بالبكاوات. رقية: واصلا لاش خليتي يقرب ليك؟ ما يسحبليش انا غنضرب وكاع هكاك، كون عرفت كون غنضرب ونص كاع ما كنت غادي نسكت ونتفرج اصلا. هزات وجهها اللي ولا احمر ودات يدها على وجهها ودات كتبكي. علي: هادي مالها؟ ويصال: ما عرفت. علي: رقية بغي يحيد لها يدها من على وجهها وهي كتنخسس بعد مني غطي داك الزمر. تفو. علي جابت ليه الضحكه. ويصال دارت ليه الفاطمه اللي كانت في علبه الاسعافات اللي كانت جابت وقيها من عند السيرفر. علي: صافي ها هي غنغطيها صافي يلاه بلا ما تبقاي تبكي. رقية: ويصال مدي ليا كلينكس بعدا. ويصال: هاكي اختي هاكي. ردت لها كلينكس مسحات عاد شافت فيها. ويصال ضاع البريستيج. رقية شافت جهة الفاصمة في يدو. رقية بغاك تضرك. علي: لهاد الدرجة تخلعت عليا؟ رقية: لا راه انا بحال هكا، الا تشرح شي حد الا تجرح غير كلب كيبقى فيا. علي ما جاوبهاش هز سوارته وخرج سبقهم. وصال مفعيل ما والو والله. رقية: اويلي مالي؟ ما شفتيش علي كيشوف فيك كنتي قالبة وجهك عليه وزايده بتنفخ؟ والله الا صبر عليك بزاف لاحظتها فيك، كون انا اللي قلت ليه داك اخر جمله كره لصقني مع الحيط. رقية: اش كتخربقي؟ ما فهمت والو، علاش شدو الاخر ما شدوش هو؟ وصال: راه هو ضابط صاحبتي
وكيعرفوا انت عارفاني مزيان علاش كنهضر ما كنخربقش. رقيه شافت فيها وهزات ساكه خرجت سبقاتها ركبت في اللوطو اللور كانت محلوله وعلي واقف قدامها كيكمي. جات ويصل نطرات ليه الكاره وركبات حتى كيبان لها شعل واحد اخر. رقيه واش كيكمي؟ ماشي ديما غير فاش كيكون طالع لي الدم. رقيه ومن كي كتنفخي؟ والو رقيه والو عافاك ناري قلبي عليا دابا ايام دمعين كتفكر في حمزه وشنو غيكون وقع له في الحبس وشنو غيكون تصرف دالي معاه. رقيه قلبات شفايفها شافت قدامها كتشوف علي كيبخل في الكارو وكيصوت كم تكمل وركب. رقيه حضرات راسها علي ما شافش في جهتها بالمره بقات كتلعب بصبعانها تسمعوها سمعت صوتو هبط لداركم. رقيه هزات راسها شافت كانت قدام الموبل شكرا حلات الباب هبطات ما جات فين الدور ساكسي هاد اللوطو. رقيه حطات يديها على قلبها اللي كيضرب صافي اوف. طلعت لدارهم لقات غير ضوحه في الدار عماد ونزها ما كاينينش بقات كتسنى فيهم تدخلوا. فين كنتو عماد؟ غير خالتي كانت مريضه وبغات الوالده تشوفها وديتها. رقيه يحسبني غير وقعت شي حاجه. علي ويصال في المكتب ديالو حتى دخلوا ليه حمزه وحيدوا ليه المينوط. علي كيشوف فيه بروده. اش بينكم بين اختي؟ حمزه هز راسو كيشوف ويصال كطلب فيه بعينيها باش ما يفرشاش. حمزه اسمح لي اخويا تغلطت لي مع خطيبتي تصدقت باش نجمع عليكم. علي شاف فيه مزيان. علي يلا سيري. حمزه مشي تقلاصه تاني. علي لا سير فحالك ولا ما سخيتيش بالبنيقه. حمزه ابتسم وخرج من الباب. ويصال علي جاني النعاس. علي تسني تسني وصلتني واحد برا من برا خاص نشوفها حل البرا قراها وحطها. ويصال هزاتها قراتها وشافت فيه. ويلي قالك محتاجينك في فرنسا واش بنتي اليوم غنسى؟ علي وهادي الحب هي الخدمه. ويصال واش غيبقاو غير ينقلو فيك؟ حسن ما نكملش نبقى بلاصه كنحملش نبقى بلاصه وحده. هز جوا وسبقها وهي تابعها كتهضر. علي واش دابا نبقى وهي بوحديك؟ يلا كنتي في بلاد اخرى. اش غتمشي دير تاني؟ كل مره فزعينك في قنص مره جايبينك هنايا مره في الثلث الخالي. علي ويصال سدي هذا الموضوع واش هذا الموال كيجي هكايا؟ صافي راه الخدمه هذيك يمكنش انا نختار انا البلاصه اللي غادي نخدم فيها بلا ما تبقاي تناقشي معايا. مسافه الطريق ويصال وصلت للدار. علي على مريم باللي بعد يومين غادي يسافر وتا هي عرضات بحال ويصال عرضات مي ما عندهم ما يديروا خلاهم ودخلي العس. مريم اوهو في امتى غيجمع راسو؟ يصال ودي خلي داك الجمال راقد راه طايح في واحد البنت. مريم دخلنا عليك بالله. ويصال والله العظيم مي هي قال عليه وما عمرش به راسها هادشي اللي فاقصو والمشكل انه هو ما ملاحظش هادشي وتا هي ما ملاحظاش هادشي. مريم من فمك ربي ما كرهش ليك سانا شي ولد الناس عندك غتكون شي وحده ماشي تلهي. ويصال ويلي قالك ماشي تلهي راه دايره الفولار كاع عندها 40 يوم 20 يوم ايام روتينيه. علي في هذا الوقت هذا كان بدا خدمته في فرنسا. ويصال بقات على تواصل برقيه ديما ملاقيات وحتى ليلى تعرفت عليها. عماد علاقته بليلى مبقاتش كيف الاول ولا كيغبر عليها بزاف بسميه الخدمه حيت كيديمو باش تعالج وهادشي ماشي مفرش رقي رقيه كيتعاود حيت ملاهيه بالخدمه. اب رقيه رجع. رقيه جالسه في البيت وحده كتلعب بالتالي حيت ما كاينش معاها من تهضر. ليلى ما جاتش عندها بقات كتلعب بالتالي. عماد ما كانش عنده شي خدمه يلا كان خارج تسمعت الدقان جات حلات لقاتها ليلى دخلت عندها. ليلى هانا جيت. رقيه سدي وراك الباب وتعالي. الا سدات الباب وشافت عماد جر لها خنتها تا تنهدات بقى كيخسر عليها تكلمه. ليلى دخلات وشافت رقيه. رقيه مليت والله من تصرفات عماد. رقيه اودي اوف انا جاتني تصرفات غريبه. ليلى معليش اش بان لك نمشيو لشي سواغي؟ رقيه سيري سيري تنعسي قبيضه ايوا صافي هادشي اللي بقى راه عماد يقزبنا. ليلى غادي غير ندور شويه نوضي نوضي عافاك بليز. رقيه ونديرو عماد ما شافناش اجي هاد الفولار اللي دايره انا كندير ليه. ليلى ومالك غادا تحيري بيه راه غادي غير نضحكو شويه ولا نعيط لويصال تجي حتى هي تجي تمشي معايا ونوضي بليز راسي غيطرطق عليا بقيت بحال هكا راه غندير شي حاجه ندم عليها. رقيه تنهدات واخا ما دخلتش ليها الراس انا دايره الحجاب وغندخل لواط مابغاش تخسر خاطر صاحبتها. لبسات صايه طويله مع قميجه وفولار صباط علي دارت ميك اب جات زوينه. ليلى هي لبسات كسوه قصيره كثرت الغدايد اللي ركب فيها عماد.
جات بيصال اويلي فين غادين ليلى لواحد البواط ما تقوليش لا بليز ويصال بيان سور اخر اخويا ما كاينش على برا ويصال هي لبسات كسيوه قصيره طواليها بحال ليلى وخرجات راقيه وبوز ليكم لابسين هادشي والله مرتاح فيه ليلى شكون داوي ما تنسيش هي ماتك جالسة راقية كتشوف ويصال وليلى وكيضحكوا مقابلين بعضياتهم كيهضروا على مواضيع مختلفة وراقية ما ارتاحاش مشات عند البارمان خدات من عنده الماء وشرباته ورجعت جلسات جالس وسط رجالو كيشوف فيها من بعيد صارت انتباهه بالخصوص من اللبس ديالو والفولار عينها اللي كتدور في كل قنص ملامحو هادئة بزاف براسه طاغية الشي اللي يخلي كلمة منه تيقي فيها وعد من برودته ملامحو المبهومة الهادئة سيف اي 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 ناض وقف هبط من بلاصتو مشى جهة نيشان كانت حاد راسها كتلعب بالتالي تحسس بيد دوراتها نطرات منو ايه جمع يدك عندك سيف هز فيها حجبانو بقى كيشوف فيها معا كانت قريبة ليه بعدات في بلاصة اخرى في البواط شي بنات جالسين هانتي يا اختي شوفي شوفي انت من اختي عيمات تقات كدور في البواط واحد البعصاصة تعز غلي شوها ما كرهتي يا اختي انا عندي نمرات عيمات من دبرتي عليها اودي الحب ما يدير صورها صورها نيت مع داك خينا صوروا هاد البنت صورة راقية وصيف فاش كان شاد فيها هادو كانوا جاراتهم ساكنين معاهم في لابارتمون في الموبل اللي ساكنين فيه راقية ما عندهاش معاهم ديما مدابزة معاهم صيفطوا ليه تصاور راقية جرات البنات وخرجاتها راقية زيدوا زيدوا في حالكم يخ عيقتو كاملي على حالتي جاية وجالسة على الشوك ويلي وهادو كيتمنطرو فينا يخ وصل مشات لدارهم وليلى غادي تبات عند راقية يلا دخلوا صد الباب ستشعل الضو عماد تكون غير بتو بقيتو تقصروا شويه نيت وضربوا الطاسه جيتو بكري يلا ثلاثه راقية عماد اسمعني عماد صرف قهية الاولى وزادها الثانيه ودخل ليها العصاب المعقول تطاحت شدت وجهها بين يديها ضربها برجلو ليلى جات تفكا وجرت هي من شعرها كون غير حيدتي هاد الشبيكه اللي لابسه علاش مخليها لاصقه عليك جمع مع بتصرفقه وعاودها زي بالاخرى عماد اخر مره نشوفك مع اختي ولا تدوري قدامي سمعتيني داك التفليه ديالك ما عندي ما ندير بها واخا من اليوم ما نبقاش نشوف وجهك طلعتي ليا طلبسالتك طلعت ليا فراسي انا مستحيل نكون مع وحده متصوره ما كتعرفش تصرف وهي في هاد الفعيل دفعت طاحت بقات خاص غاده مشى خرج وخبط الباب ليلى نوضت راقية حيت هي اللي كلات الدق دخلت البيت وحيدت لها السيف راقية سمحي لي بزاف والله هادشي كامل بسبابي راقية ما قدرتش تجاوبها لاحظ صباط تكات غمضت عينها والدمع وسطهم ليلى تعيط تكات حداها ما قدرتش تخلي ليلى بوحدها كنت صابت تخرج من دابا على الهضره اللي قال لها مرضاتها صباح صباح جديد فقت ليلى هي الاولى غسلت وجهها وحالتها حاله حيدت داك الكسوه وجمعت شعرها بسفنجة ليلى يلا غادي تخرج تسمع راقية فين غادي على النبوري ليلى راقية سمحي لي بزاف والله انا السبب في هاد القتلة العصا اللي كليتي راقية ويلي تي راك واكله كثار مني شحال من مرة ماشي غير هادي صافي جلسي للارض ليلى لا صافي واخا ما تكونش عندي النفس تي راقية على راسي وعينيا ولكن هضرت خوك خلتني بلا نعاس صافي بغيتيني راك عارف فين تلقيني ليلى خرجات من البيت غدا تحل الباب تلقات عماد نايض خاسر ما هضرتش معاه حلات الباب وسمعاتو هضر مورها ما تنسايش هضرتي ليلى دارت عندو تمشات جهتو ما غنساهاش عماد وليتي خانقاني يا ليلى ليلى عرفتي من اليوم اعتبر راسك عادي غدا تنفس عادي ما بقاش خانقه عماد ما بقيتش راحتي معاك في هاد العلاقه ليلى وحتى دابا خد راحتك واعتبر هاد العلاقه من دابا بحال جامي كانت وجامي غتولي ما نسيش هضرتك رجلي عمرو ما يدخلت بها الدار سمعتيني رجلي غيتقطعوا قبل ما يحتبوا هنا اسمح لي بزاف تقلت عليك وعلى قلبك وخنقتك وقلقت راحتك وخرجت على اختك كنعاود نطلب منك السماح على اي كلمه ولا اي تدخل سمعتي مني ابتسمت لي وعيني عامرين بالدموع دارت غادا جهه الباب بقى كيشوف فيها وكيتسناها الدور ما دارتش خرجت وسدات وراها الباب عماد كيقولها القرار الصحيح كانت غير نزوه وراها غتفوت حلات راقية الباب شافت فيه عماد انتي بغيت نهضر معاك راقية سمح لي اخويا بزاف والله ما نبقى نعاود غير غلط عافاك مولفاش ليا عماد راقية غتجمع راسك تبقاي سبعة تفليه وليلى راه غادي غير تخرج عليك راقية عماد اش كتخربق كيفاش ليلى غتخرج عليا انا وياها مشينا بزوج انت اخويا ولكن ليلى حتى هي اختي
هضرتك البارح خلاتها ملا نهاس، كملتي عليها اليوم، راني سمعت كلشي والله حتى حرام عليك هادشي اللي كدير في البنت، والله حتى غتندم على هادشي كامل حيت راك بغيتي عليها بزاف، العصب ديالك كله كتخرجوا فيها. هي صابره لك وساكته في الخطه، حتى هي اللي خانقاك وهي اللي مخليكش تنفس. عماد انا عارفه شنو كندير، وانا اللي كنسول هنا ماشي انتي. شكون هذيك اللي كان معاك البارح؟ ما شفتوش مزيان، كان شكون هذاك؟ كان مضرك رقيها. انا براسي ما شفتوش، وراك عارفني يا عماد، اخر حاجه نديرها هي تكون عندي علاقه مع شي واحد من اي ناحيه. عماد وي مشات لي هذه من بالي. رقي اودي ما تقلبش الهضره دابا، علاش كتعامل مع ليلى هكا؟ عماد وصافي غير سكتيتي ما عارفه والو. رقي يا عماد، هادشي اللي كدير فيه ما لايقش، وغادي ترجع على كلامي ثق بيا. نبض خلاتو كيفكر في ليلى، حط يدي على راسو، افكار دي وافكار تجيبو. ليلى رجعت لدارهم، شي ما تصطبت كثرت البكا، كتشوف تصاورو يمكن شي طرا لها هكا، وعلاش خلاها تتعلقت بيه عاد قال لها هاد الهضره. غسلت وجهها، ضربت المرايه بيدها، وسدات على راسها. علاش كتصرفي هكا؟ علاش؟ راه ما حسش بيك، ما كيبغيكش، غير كيتفلى عليك. فيقي فيقي بركه. ضربت راسها وهزات ساكا وخرجات. عند رقيه لبست حوايجها وقفات على عماد، كان يلا غادي خارج. وصلنا لعند ليلى، بغيت نشوفها صاحبتي هذه، كنت ماشي سوقت مع بنت صاحب. عماد شاف فيها حتى هو باغي يشوف ليلى، هبط وهي تابعه. مسافات الطريق توصلوا، يلا نزلت رقيه من لوطو، تبعت لها ليلى جايه، شعرها قصير مقطع حد الكتف ومصاوب، لابسه بيجاما وبانطوفا وجايه كتبخش في التالي. هزت راسها شافت رقيه، ابتسمت، جات عند باسه. اويلي فين شعرك؟ ليلى كي جاني. رقيه كتشوف عينها باينه حابسه دموعها، مبغاتش تبين، وتا رقيه مبغاتش تحكر عليها. عماد كيشوف فيها من لوطو، مهبط الدجاجه، شاف فيه ليلى. خويا عماد لاباس؟ عماد ما جاوبهاش، طلعاتو معاها داك خويا تنهدو كثيره. رقيه امالكم؟ ليلى ما جاوبتهاش، مشات طلعوا. ليلى تسكات فوق رجل رقيه. اشنو غندير دابا؟ تخنقت والله. رقيه خليه يعرف قيمتك. ليلى كيفاش؟ رقيه راك عارفه، ما تبقيش مهتمه بيه، ما تعطيهش وقت، بحال ديك خويا قبيله قهرتيه بها، ما تبقيش تهربي منه، عدي شوفي في عيني مباشره وهضري، هكا كتمرضيه. ليلى اوف، مليت من هذا الشيء. سمعتي اش قال لي؟ قال لي انت غير نزوه وفاتت، عرفتي ردني ما مزيانش، ما كنتسواش. رقيه دابا دوري الصمت، وغيجي في تاصيلتو غير البزيم. عقلي على هضرتي مزيان، انا دابا يولي باغي غير كلمه منك وما لقيهاش، يبغي غير يشوف في عينك وما يلقاهمش. ليلى من فمك ربي اختي. رقيه شوفي، فكرت بزاف وبغيت نقول لك فاش فكرت. ليلى مالك ثاني؟ رقيه باغا نكمل على ودي تنولي دكتوره نفسيه، وليت من ديك المكازا. ليلى ولكن قلبتي هنا وما لقيتيش، فين غتكملي؟ رقيه بغيت نكمل اختي في فرنسا. ليلى لا ما غنخليكش تمشي وتخليني. رقيه مني ساكنتي راك كتكملي قرايتك وانا نبقى نخدم ديك البوتيك. ليلى اوف رقيه، لما غتخليني؟ ما تبكيش بليز، راه كاينه وصال. ليلى بلاصتك وحدها، انت هي اللي كتنصحيني وتردي لي عقلي. رقيه وصافي حبيبه، نعيط الوصال ونتلاقاو باش نقولها ليها. حتى هي وعماد باقي ما قلتها لهش، غنحطو امام الامر الواقع. جالسين في كافي، وصال مالكم عبسات؟ ليلى غير هاد وجهل محكه، غادي تمشيو تخلينا. رقيه راه غادا تقرا، ما غاداش تسرك لها حياتي. وصال فين غادا؟ ويلي رقيه غادا نقرا باش ناخذ دبلوم ديال دكتوره نفسيه ونجي نداويكم. وصال حاشاك الكلبه، فين غتمشي؟ رقيه لفرنسا. وصال لا ما تقوليهاش، خويا مشاو تنتي غتمشي؟ نونو حرام عليك، والله كنكره ديك فرنسا. رقيه تفكرت عالي، اش بخوك الهضره دابا؟ اوف. وصال التلي ديالها بدا كيصوني، شافتو طفاتو. رقيه مال قطعتي؟ غير هذاك الحيوان كيعيط. رقيه هاي هاي، الناس طوروا مبقاش باغين يعطيو البنادم الوقت. وصال والله الا مبقيتش كنحملو، كيعيط بزاف والميساجات دابا عاد بنت لي. والله الا يخ، خصو مزيان عليه تنججرو. رقيه شافت في ليلى، سمعي اختي وطبقي. وصال دغيا تعلمات، انت قهرتيني غير يهضر معاك كتحلي كامله. ليلى سكتي نتفو، بقاو مجمعين موراها كلها مشى لدارهم. رقيه وصلت للدار لقاتهم مجموعين كاملين كيتفرجوا، فتحاتهم في الموضوع على ودي تقرايتها. بيان سيغ باها كيوقف في جنبها ديما، هو اللي كيقنع امها وعماد. وصال جا الليل، رقيه جالسه يلاه غتنعس، سمعت الدقان عرفاتو،
رقية دخل. دخل عماد وجلس حداها. رقية مالك؟ عماد سيري وحضي راسك، عندك عندنا فيك ثقة. رقية رقية عارفة اللي كاين اخويا حبيبي، ما تخافش راك مصيفط الرجال. عماد عارف راه كلشي غيكون حداك، تما كاين كلشي، الماكلة غيجيبها لك واحد صاحبي اللي غيوصلك حتى للدار صافي. رقية ربي يخليك ليا. عماد دير راسك في قرايتك واخا، ما تبعيش تفليات. رقية لا لا ما تخافش. عماد وما تحيديش الحجاب. رقية انا ما درت الحجاب الا ودرتو على قناعة، حاجة ما غتبدل تفكيري على الحجاب وعلى لبسي هو هذاك. عماد عارفك ما كتاخدي قرارات كتعرفي فين غادي. يلا دكتورة النفسية نحسي، غدا نمشي ناخذ لك البية باش في العشية تغبر علينا كمارتك. رقية عنقاتو، كتحس ان هاد السفر غيبدل بزاف ديال الحوايج في حياتها. خرج ودوز اتصال لعلي. عماد علي وات علي اهلا انا فين الصاد. عماد بخير فين فين شادة. علي اش بغيتي من الاخر ما مساليش ليك. عماد واش عرفتيني باغي شي حاجه. وعلي ومني ما كتعيطش ليا فقط الخدمه كتكون باغي حاجتك. عماد اه عندك الصح، رقية غدا تجي لفرنسا. علي تنهد وركز معاه كيقول في خاطره علاش فكرتيني فيها. علي اه كمل. عماد بغيتك تديها للدار بالرجوله، مره مره طلع عليها في الدار ديالي اللي كاينه تسم وجيب لها اللي تحتاج ورد معاها البال. علي واخا ياك غير هادشي. عماد اه قطع عليه. عماد شاف في التالي. عماد ود الحرام قطع. علي جلس كيلعب التالي تفكرها بخصوص ضحكتها اللي كتغمضو عينها فيها. نهد ها آه عماد اش درتي غرقتيه اكثر ما هو غارق. شاده فاليزها كدور في عينيها وكتنص في شفايفها، عرفات شكون غيتلقى ليها. بقات كدور عينيها كتقلب عليه، جاي كيدور حتى هو كيقلب عينيه، فرزها من بينهم غير بحجابها وبلباسها الطويل. فاليزة قدامها وكتقرقم عليها بصبعانها، قساي شحال كيشوف فيها. تنهد ومشى جهتها حط يدو على كتفها، دارت لعندو هي كضحك. عالي هاد الضحكة بالضبط اللي محيره، معرف شنو السر ديالها. ضحكتها عادية وفي نفس الوقت زوينة وكيصغرو فيها عويناتها اللي أصلا مكبرش بزاف. رقية كان كيحسب لي ما غتجيش، بدات له يديها وسلم عليها. جلا فاليزة وتمشاها جهت اللطو، هي وراها كتشوف الطولة ديالو وطريقة دمشيتو. لبسي الشورت وسروال وسبادري كتافو عراض، كتعبر فيه كتوصل للوطو، تحت لافاليز وركب. رقية اوف يحسبني غيحل ليا الباب، حلات وجلست كتلعب سبعانا. سكوت قاتل في اللوطو اللي وتر. رقية بغات تكسر داك الصمت على الاقل غير يهضر، حيت ما سمعت صوتو ملي وصلت. كل ما كانش ملقي معاها من قبل تقول زيزون. رقية والساكن غير بوحدك هنا. علي اه. رقية واش انت خدام مع عماد؟ علي اه. رقية وعلاش تصيفطك هنا؟ هو كيبقى ضابط في الكوميسارية وحدة. علي من الأحسن تدافع في الحوايج اللي كيفيدوك. رقية سكتات كتا كتوقف اللوطو، هبط جلا فاليز حل الباب. كان دارو بطابق واحد شكلها من برا غزال، حل الدار وهي سمعاتو كدور في عينها. علي غنجيب لك واحد الكارتين باش تخدم ليك. رجع خرج ورقية بقات كتشوف من وراه. اوف هذا مالو مزروب، مالو يغنعضو. جلست فوق الفوتاي فيه النعاس، بغات غير ترتاح شويه. سقط جابد على انيس بنعسه. جاي باللوطو ديالو، ما عرفش الطريق اللي جاي ليها، ولكن جاي كيدور في عيني حتى كتبان ليه واقفه قدامه كتهضر مع شي بنات ولاد مخلطين وكتفرنس. شعرها قصير جامعه وجهها وكتهضر وكتحرك. هبط من اللوطو مشى اتجاهها كيشوف فيها، غير هي تلفتت ليه وجرها من وسط موقفه قدام اللوطو. عماد ركبي. ليلى لاش بغيتي؟ شنو بغيتي منيتك؟ عماد قلت لك ركبي على شوها. ليلى تنهدات عرفات وغادي شوها، ركبات وسكسات. ركبو كسيره عاب شويه دابا تخرجنا في شي حيط. عماد شاف فيها خبط الفون. ليلى سكسات بقى غادي توقف في الجن بقى ساكت ما كيهضرش. ليلى لاش جاي منين هنا؟ عماد ما عرفت. واش بغيتي؟ شاف فيها بغيت والو. ياك يا قلتي ما حاملنيش، بغيتي تشوف وجهي؟ اشنو دابا؟ عماد انا باقي على كلمتي. ليلى تنهدات كتحبس في دموعها، هي باغي تنسى هو كيزيد كيدمر بهاد الهضره ديالو. ليلى هادشي علاش جاي من هنا؟ عماد لا ليلى انا بغيتك تفهمي واحد الحاجه، انا ما كنبغيكش يعني ما تبقيش توهمي راسك بشي حوايج اللي ما كاينينش. جيت نوضح لك هادشي، علاش تقلب عليا وجهك ولا تبدلي السيل ديالك غير باش تعصبيني؟ زعما خاصك تدخلي راسك عماد ماشي ديالك. ليلى ها ومني ماشي ديالي علاش خرجتي ديك الكلمه ديال كنبغيك؟
عماد ما عرفتش وكلمة كان بغيك ما كتبين والو، مجرد كلمة وصافي بلا ما تبني عليها مشاعر بزاف. ليلى وبني غير كلمة، علاش طمعتيني بعلاقتنا؟ عماد كانت غير صحابة ودايزة. ليلى صحابة ودايزة ياك؟ عماد عارف هاد الصحابة الدايزة ديالك اش خلاتني ندير؟ عارف هاد الصحابة اللي خلاتني ما نقدرش نعس كثرة الفرحة فاش قلتي ليها كان بغيك؟ عارف هاد الصحابة شحال ديال احلى بنيت عليها؟ وعارف هاد الصحابة الدايزة ديالك بلا ضمرتني؟ غمضات عينها تطاح الدمعة، حلت لوطو منها خرجات دموع على خدودها، شافت فيه وابتسمت، بقات غادا على التروطوار كتمشى بحال الجنة كيتغرسو لها في القلب ديالها. نهدات حضرت راسها قاطعة الشانطي والكسر الكلاكسون كتسمع فيه، تجات لوطو وضرباتها طاحت في الأرض، كتحس بالضو دار بلا في عينيها حتى مبقاتش عاقلة على راسها. حل باب بالساروت عندو الضو بلا هادشي صاشيات في يديه، تمشى ليه شعل الكوزينة حطهم، خرج شاد كرتونة في يديه كيدور في عينيتها كتبانلو ناعسة ناعسة مخربقة الفولار قاجة. مشى جهتها بغا يفيقها تقاد في نعسة تراجع وعاود حط الكرتونة، حط لها كارتسيم دو صبعو على خدها وخرج. عند عماد دموع على طرف عينيه كيدفع اللي جا قدامو كيغوت قدام واحد الغرفة. خرجوا علاش مدخلينها؟ خرجوا راه موقع عليها والو. تجات واحد الطبيبة كتهضر معاه، عافاك اسيدي ممكن تهدن؟ عماد عافاك قول لهم يخرجوا، ليلى راه موقع عليها والو غير كتفلا كيف عادتها. شافت فيه تعيات، راه غتخرج دابا غا جلس تسنى. عماد جلس شاد على راسو، رجع راسو اللور فاش بدا كيوعى اشنو طاري، عقلو غيخرج من بلاصتو. ضرب الحيط بيديه بزوج كيخبط فيه، انا السبب وكنا ما جبتهاش معايا، كنا بسيتاش كاع، كنا ما هضرتش معاها كاع، ما كانش غيطرى هادشي كامل. بدات كتفصح عينها بشويه كتحس بالفولار قاشها، نطرات دغيا ويقمشها الفيل اللي في عنقها، كانت شاده به السيف راقيه ويخ. قلبات على الحمام القاسو، شافت في المرايه كتشوف الجرحه اللي في عنقها، ويلي فين دار لي هاد الحاله، اوف على مرض. بقات واقفه بلاصتها كتخربق فهاديك الجرحه، تخرجات مشات تشرب، لقات دوك ساشيات بقات كتشوف فيهم شحال ما وصلتش ليهم، شربات ومشات لبسات بيجامه صيفيه، دارت شعرها سفنجه مخربقه وتسكات فوق الفوتي، لقات داك لاكارتيم ضحكات وزاتها، ركباتها بدات كتصوني على عماد باش يطمئن عليها، ما كيجاوبش، كتصوني على ليلى حتى هي ما كتجاوبش، راقيه اوف هادو مالهم. ملامحها هادئه، عينيها اللي زرقين من التحت، خيط دايز وسط فمها وخيط في يديها والفصمه في راسها. بالباس الطبي كتسمع صوت واحد الاله حداها كدير طيط طيط. جاو في داك الغرفه كئيب بزاف، جالسه جنبها امها شاده لها في يدها ودموعها محبوسين بزاف، ما عرفاتش هادشي اللي طرا لبنتها كيفاش طاح فوق راسها. واقف كيشوف فيها، كيشوف الدكتور كيتسنى يهضر. عماد فاتت مرحله الخطر ياك؟ وي، ولكن راه جات باعجوبه، شي اللي خلاها تدخل في غيبوبه. عماد غيبوبه؟ ما عرفتش شحال غتستمر، والسمانه شهر عام ولا اكثر، داكشي على حسب الاراده ديالها هي في الحياه. عماد سابقه كيفكر كيفاش قدر يدمرها بحال هكا، كان جاي غير باش يصالحها، حيت نهار جا من البار كان طالع ليه الدم باغي غير معامن، بقى قدامه وسممها بهضرته وتندم معاه الحال وراها. وهي هذه قرر انه يتصالح معها، يصالحها مشى تلقى ليها عند الكليه، جرها ما حس براسو غير غادي كيهضر، كتهضر هو ساكت باغي يشد فيها شويه، عصب قد ما عصباتو وهي معاه، وها كيشوف فيها مع دوك الولاد زاد تعصب عليها. وملي هبطات من اللوطو بديك الحاله بلاصه اللوطو هابط تبعها، ولكن تعطل لقاه صافي غرقات في دمها، جلس شد على راسو غادي يطرطق يخرج ليه العقل، مبقاش قادر انه يتحمل هادشي، بقى شحال تنهض ونهض غادي يجي هاد غرفتها، قلبو كيضرب، فتح الباب بقى كيشوف فيها من بعيد، كتبان ليه طرونكيل، ملامحها مبهومه، نهاد من اعماق اعماقه. دخل عندها كانت وحدها، ما كانت مشات ترتاح نهار كامل وهي معاها، قرب شد لها في يدها وجلس بقى كيشوف فيها. ليلى بلا ما تفلي عافاك، فيقي كان وعدك عمرني نقلقك، كنت كنضحك معاك، غي نوضي عافاك، غي نوضي غي بشويه عليك ونوضي، غي دابا شويه د البعد وتوحشها، اما لازات شويه صافي غادي تسطى. حط راسو على صدرها، عينيه ما حبسوش من الدموع، كيسمع صوت قلبها كيضرب، الدقات ديالو مستقرة وأنفاسها كذلك، هي قريبة ليها ومع ذلك بعيدة، كيحس بقلبو كيحرقو مع كل دقة وكل نفس كطلعو. عند رقية جالسة على أعصابها كتلفع تلعب بتفارها، لا عماد لا ليلى كيجاوب، يوعدو مالهم صنط للدار جاوبوها،
مي عندهم ما عندهم لا خبر لا على ليلى ولا عماد. رقية فاش كنخربق غيكون وقع والو. اوف لا بقيت بوحدي هاك غنتسطى. طلعت لبسات واحد لبسه طويله بحال كسوه فرفره من التحت ومزيره من جهه الصدر وكحله ودارت فولار في البلونه. لبسات صباط وشافت في المرايه ما تنساش عليها الميكاب. تاليكو ما كديرهاش كتعجبها واحد الخاله تحت شويه فما كتبغيش ترقى. رقيه فين غنمشيو مع من غندور. طاحت لها باله من تما نسرين كتسكن في فرنسا تسمات وقلبات على نمرتها. صونات رقيه الو نسرين. نسرين واي شكون معايا؟ رقيه رقيه بنت عمك نسرين. رقيه شفكرك في طاسيلتي. رقيه راني ضيفه عندكم زعما. نسرين دخلنا عليك بالله. رقيه والله عافاك جي عندي دابا غنصيفط لك لادريس. نسرين واخا صيفطها ليا. قطعت وصيفطتها لها في ميساج. حطات الكوزينه شافت صاشيات وسطهم كانت الخضره والفواكه فرماج كلشي مخلط. ضحكات وهزات ساكا وقفات قدام الباب كتدور في عينيها كيبان لها طاكسي وقف قدام الباب. تهبط نسرين ورقيه مشات كتجري عندها. نسرين اويلي درتي الحجاب. رقيه واويلي غير بوسيني بعدا بغيت لك السم. نسرين ويلي اجي جيت وحشتك. تعانقوا وخرجوا كيتمشاو وكيهضروا. نسرين يا اختي جمعك الحجاب. رقيه الله يخليك ليا. جالسين كيهضروا كيضحكوا في واحد الكافي ورقيه اللي شافاه كتبتسم ليه كتخلي حتى هو كيبتسم. قضيه فيها زوينه. تسمع الدليل ديالها كيصوني لقاتو عماد دغيا جاوبات علاش ما كتجاوبنيش لا نتا لا ليلى مالكم شنو طار ليا شي حاجه؟ عماد غاب شويه عليك. كنت خارج انا وليلى ما سمعناش الدليل وصلتي مزيان بعدا. رقيه وخلعتوني دوز دوز ديال ليلى. عماد ليلى راه في دارهم صنع عيانين حتى الغدا وعيط لها. يلا جود نايت وقطع عليها. رقيه قطع عليا الصقع ويلي ويلي ويلي. نسرين امال كتركلي. عماد باش يقول لها شنو واقع حيت عارف اختو. كتجيها واحد لاكريز ملي كتعصب ولا ملي كتخلع وهي ما قريباش ليا باش يعرف كيفاش يتصرف معها. خاف طرا لها شي حاجه وهي بوحدها. رقيه شدات واحد الورقه كانت محطوطه فوق الطبله وقراتها. رقيه شوفي هاد البلاصه شحال غزاله ما كرهتش نمشي ليها. نسرين انشوف شاف سويه تهز راسها نمشيو ليها بليز بليز. رقيه بصح نيت بقى قال لي سمان عاد غندخل المحل ديال الفلسفه. تبوريش يا اختي. نسرين اي الناس مقوسه على الفلسفه. رقيه مالك كي جيتك عند علي؟ قال شاد تالي باغي ينسى مي صورتها كتجيب بالو خصوص ضحكتها كتهبلو ديك الضحيكه. علي اوف اش طاري ليا. علي بالو مبغاش يرسح ليه من الافكار. وحده كدي وحده كتجيبو كيفكر وكيبتسم. المهم هادشي اللي كيحس بيه عاجبو. تفكر فاش سلمات عليه شاف ايدو علي رقيه. يوم جديد علي خدامته كيسمع التلكيصوني. علي اش كاين سيف؟ اش هاد الخدمه دخلتو ليها ما لقيتو فين تخشيوني؟ علي مال كتغوت سيف واش منيتك من المافيا للبوليس من البوليس استاذ ديال الفلسفه لا واش منيتك؟ علي وخدمتك هذيك سيف. لا عيقتو علي واش انا ما كنقرا حتى العربيه مقاده بقى ليا غير فلسفه. علي وبلا ما تقلب ليا مخي دبر راسك انا ما سوقيش خدمتك ديرها ولا خرج في حالاتك انت كاع. سيف واه تفوت دابا انا غنبدا نقري في التلاميذ ديال الفلسفه وانا ريما وما كنتخيلش راسي ما كنتيقش. علي وصافي رول دابا ما مساليش لك. سيف فيني من الخدمه هاد السيمانه باغي نمشي لواحد العطله. علي اوكي نمشيو مجموعين. سيف لا ما كتجيش معاك انت العطله. علي علاه كتجيها معاك انت؟ انت تسالي شغلك ودوز عندي الدار. علي قطع لي وحط لي وسوارت وخرج. سيف هو صاحب علي وعماد كان خدام في المافيا ما يخرج منها واحد الراس الكبيره وفرش مخططاتهم هاد البوليس. داكشي علاش ولا معاهم من ديما عليه الحراسه حيت باقي حالفينا فيه. ولكن سيف زهواني منو ما كاين ما كيزقاش في وحده ملامحو البريئه كتخليه كيدخل الخاطر. عند رقيه رقيه جمعات حوايجها دارت فولارها لبسات كسوته كتسنى في نسرين. شويه تسمع الدقان مشات حلات هزات في عينيها ابتسمات. علي تنهد وشاف عينها لي السواد ديالهم غامق بزاف. علي خاصك شي حاجه؟ رقية لا والو. علي اوكي الا كانت خاصك شي حاجه صوني عليا ما غنكونش هنا شي ايامات. رقية حركات راسها معاه وابتسمات. علي جر لها خدها وخرج معاها الدوره حتى شاف نسرين ابتسم ليها وخرج. بقاو متبعين وبالعين تركب في لوطو زاد. نسرين اويلي شكون هذا صاحبتي وانتي وحده خطاره تقوليش ليا هكا تصاحبيش دابا مدخل حتى للدار. رقيه نسرين جمعي راسك شويه سل هنا وحبسي انا كنضحك معاك. رقيه لا صافي زيدي قدامي.
نسرين وتقلقتي؟ رقية صافي زيد قدامي، خرجوا بالكم في الطاكسي. ورقية ما رشقاش ليها، ما كتهضرش مع نسرين، عرفات كعات عليها. توقفوا قدام واحد البلاصه فين غيدوزوا العطلة ديالهم، شدات ساكها دخلات مدات ليها التذكرة هي ونسرين. كل وحدة عطاها غرفة ديالها، كانوا على شكل ديور مفرقين، فيهم بيوت زوينين وطبيعيين، قدام واحد الجسر صغير. رقية مشات نيشا لغرفتها، بدلات حوايجها وشدات تيليكات كونيكتا. هكذا داز الوقت، رقية نعسات حتى دقات على نسرين، لبسات وخرجوا. نسرين تفشيتي دابا؟ رقية بعدي مني صافي قلب الموضوع. جلسوا في داك الجسر، خشاو رجليهم في الماء كيلعبو بيه وكيتحطو، جالسين في واحد الكريسة كيهضرو كيضحكو. سيف الزعين وشاف رقية كضحك حدا نسرين، تا كيرشح داكي راه كيتفكرها. دار ابتسامة بجنب، سيف عليه وات انا جاي دابا. سيف مشى وعالي هز في عينو، تبلو جلس حدا شي واحد كان مدرقهم ما كيبان ليه والو. تضحك ضحكة جانبية قعيتو عناب. عند سيف بقى كيهضر جر رقية بالهضرة، تلقات معاه ونسرين تاهي كتهضر معاهم. رقية توقفات، انا غنضرب دويرة في هاد البلاصة. سيف نمشيو بجوج، انا باغي نشوف. رقية شافت في نسرين كتشوف فيها، قالت لها بعينها غير سيري. رقية حركات راسها بقاه وتمشى هو وياها. عالي ما هز راسو حتى كيبانو لي داخلين، شافها من اللور تدورت وجهها عند سيف كتفرنس. نعد على الكرسي، طاح بقى كيشوف فيها كيفاش كضحك ليه في وجهو. بغا يلحق عليهم، كانوا دخلوا ديك البلاصة بحال الغابة والشجر مخبل شي داخل في شي، ما عارفو منين دازو. غادي وكيضرب في الشجر برجليه حيت عارف سيف اش كيسوى. رقية غادا هي وسيف ارتاحت معاه بخصوص ملامحو اللي كتبان بريئة. رقية صافي بعدنا يلاه رجعو. سيف بغا يقرب ليها، بعدات اللور زاد كيقرب ليها كيشوف فيها، حتى هي بعدات ولات كلها كترهد تحت ستة واحد الشجرة. يلا بغات ترجع مازال اللور ضربها واحد الجهد خارج منها في ظهرها، تعضت على شفيفة حسات به كيقرب ليها حافسة دموها غير بزاف. فاش حسات به جر ليها الفولار وهي ديجا تجرحات بالفيل الثاني في عنقها، مي هاد المرة لعقاتها، هزات يديها كدفع فيه. لقيا الحيوان باش من حق تفو. سيف يلا بغا يقرب ليها، على انا ما شفتكش كيفاش كتشوفي فيا، دايرة فيها محاملانيش دابا. رقية دورت عينها ضربات على الفردي ورا ظهرو، هزات عينها ضرباتو برجلها وجرات الفردي وهزاتو عليه. قرب ليا انا خويه لمك في راسك والله ما نرحمك. سيف شنو هادشي؟ اش كنتي كديري؟ حيدي داكشي من يدك كبير عليك. رقية ما غاتمشيش فحالك. سيف لا انا عاد باغي نستوطن هنا. رقية واخا، ومضات عينها وركات سيطات عليه نيشان الكرش. عند عالي تا كيسمع صوت الغوات وصوت الرصاص، مشا كيجري جهة الصوت. كتبان له رقية واقفة هازة الفردي وصيف في الأرض شاد على كرشو، والدم نازل ليها من عنقها خط رقيق وعينيها كيدمعو. فولارها طايح قدامها وشعرها مجموع. شافت رمات الفردي ومشات عندو كتجري، شدات فيه زيرات على يديه بجد، بقى فيها الخلعة فما بيض ودموعا دايزين. رقية شوفو شوفو. علي باقي مصدوم من المنظر ديال رقية، رجعات عند سيف. ناري صافي نوض. سيف كيتعصب، اش بان ليك؟ علي شاف فضلها كان فيه الدم، اطر الضربة اللي ضربات مع داك الجدع. علي نوضها. علي واش ضربك؟ رقية لا انا اللي ضربتو. علي وظهرك وعنقك ما كيهمش دابا، شوف هذا دابا يموت هنا. علي هبط عند سيف. شنق علي هادشي اللي بقى ليك؟ واش مالك؟ واش بان ليك غير هي؟ سيف اطلق اطلق، واش كان بان لك في حالها؟ تعتبني عليها. علي وتعتا اللي خليت اصلتك هنا، نوض بحالتك الزمر حيد ديك القرطاسة. انا بغيت اكون جاتك في الراس ماشي في كرشك، اما كرشك مالي ذنب. سيف عاوني. علي هز يدو بنطرة وغادي شاد فيه. رقية رجعات هزات فولارها دارتو كتمسح في عنقها من الدم. رقية واش مقصح بزاف؟ علي سكتي انتي، بقى لك غير تنوضي تداوي بحالك، تير ما يهضرش. كنت في بلاصتو كنت دزتو شي قرطاسة لراسو، بحال نهنيو منو شحال من وحدة. صيف انا ماشي في وضع اللي جاوبك، سنتي مزروبة مالك علي اختي مالك. رقية دابا عاد وليت اختك الحمار، قبيلة مني جالس سكتات حدلت راسها. علي هز يدو سلسما على شكل بوكس وعطاها لسيف للدار. وسيف وناري باغا تكمل عليا، اللهم القرطاسة من عندها ولا من عندك نتا. علي بقات لك غير خت صاحبك الحمار. سيف ويلي كيفاش اختك؟ هادي اختك؟ ياك اختك كانت ماشي هكا كي درتي ليها؟ ناري علي واخت عماد هادي الحمار. سيف سمحي لي يا اختي ما كنتش عارف. رقية خاصك تتعرف بعد عاجت مع راسك. سيف معليش والله حسن نزوج بيك. علي زادو دقة أخرى، زيد كلمة نخوي في داك الفردي. سيف واسر بي وراه هاد الإطر ديال الدم لي فيا غتخوى.
راقية ناري واش غيموت واش محيت علي انتي غنفوز فيك شي دقة. سيري سيري شوفي حالتك فيها بعدا عاد شوفي هذا بحال المشرع عنده سبعة الرواح. صيف سربي سربي ولا غنطيح لك هنا. علي جارو صيف شاد في راسو مولف بالدق. رقية كتشوف وكتعض على شفايفها كتفكر اش باغي يدير كتندمش على اشنو دارت ليه. وصلوا ركب سيف اللور علي طلعي انتي كتشوفي اش داكشي في ظهرك. رقية مال كتنفخ انا طالعه كتركب اللور علي بغيتي يكمل عليك. رقية خسرات فيه سيف كتقول هذا مالو وركبات بقات كتشوف عنقها من المرايا. علي صايقو كيشوف فيها. رقية كتشوف الجرحة وهي الدور كتخنزر في سيف. تفول حمار واش نتا عثرتي ولا شنو شنو درتي ليا سرك داك الدقة حمار الاخر. علي كيشوف فيها كتهلل عليه وسيف متسكي مغمض عينيه كتصنى كيتصنى طلع دعمو. جعر هانيت رجعت لبلاصة بدات كتقاد في الفولار وظهرها عاطيها الصداع غمضات عينها ورجعت للور. علي واش معتب بزاف. رقية سيف وسر بيا الزعتر واش نتا كنتوفى حداك وانت كتستحسس معاها كترمو نتا حدايا. علي خنزر فيه كثيرة. خارجين من المستشفى سيف معكز على عالي ورقى رقية غدا وراهم. توصلوا للوطو ركبوا كيف الاول. سيف اختي رقية سمحي ليا. رقية ما خصك ما خويا يخوي لك الجناب تديرها قد راسك وبغيتي نسمح ليك. سيف الزين تقلق. عالي والحمار بديتي ثاني واش مع راسك صافي بقلب عليها او تا اللي بانت لك بغيها. رقية كتموت عليه بالضحك. عالي شاف فيها كيشوف الضحكه ديالها كل مره كتصفي لي بهاد الضحكه. سيف شاف علي بنص عين وضحك حتى صغارو عينيه. سيف على ضحكه عندك خنزلات فيه رقية. سيف تقليقه كاتجي معاك ولكن الضحك احسن. علي بالغوات سيف تخرج دابا قبل ما نكمل عليك. يلا خرج كمل على رجلك. سيف واه كالم كالم واش من نيتك علاش غنهبط ها واه خليني معاك وزين بلادي وانت مالك. علي خلى الفولون وضل عنده عطاه كلاك الوجه ودار. رقية ناري شحال عنيف دارت عند سيف لقاتو كيضحك وكيمسح جن فمو. سيف ضحك البنايه هذا. علي هو اللي كدير نتانيت غادا كتلعب بشعرها مبتسم جنب البحر تحسس براسها جرات من دراعها. ويصال ايه مالك حمزه تسطيتي علاش ما كتجاوبينيش على لي زابيل ديالي خلعتيني عليك. ويصال اه انت مالك حمزه كيفاش انت مالك. ويصال اه انت مالك شكون انت في حياتي والو من غير حمار تفلى عليا وصافي قلب وجهو ودابا ملي بغى حاجه ثاني جاي كيتبربص عليا. حمزه صرفقها هزه فيه راسها ضربات وصدرو كتهضر وكتضرب. علاش كتقرب ليا علاش سير في حالاتك علاش رجعتاني اش بغيتي فرقني رجعي مع هادوك اللي كنتي معاهم ولا شنو بغيتي تبدل لوك عاوتاني. كل شويه تبان لك بنت كتصحبني انا ديك المنكل خلي كل مره غنرجع نضحك عليها بالضحكه ديالك. صافي سير بحالاتك ما بقيتش كنحمل فيك الشهره كنكرهك والله حتى كنكرهك ما تبقاش تقرب لجهتي الا عاودتي قربتي ليا عمرك تعرفني فين مشيت. شاد لها في يدها باقا كيف ما هي ما تحركاتش حط يدو على خدودو. خدو كيشوف فيها عماد عرفت يكون غير فقتي نقول لك شحال كان بغيك وشحال خليتي فراغ في حياتي. اوف غير هاد المره في هاد الايام البسيطه بزاف غير فقي كان وحدك والله حتى عماد ليك بوحدك ما يكونش لغيرك. فدخلت امها جلست حداها كتشوف عماد كيشوف فيه كيفاش شاد ليها في يدها. هي عارفه بنتها كتبغي ولكن ما كانتش عارفه بلي عماد كيبغيها. تحس بيدها تحركات رجع شاف ايدها عاودت تحركات صباعها. عماد غوت تحركات الام قفزات وجات حداها شافتها عاود حركات يديها مشات كتجري كتعيط للدكتور. دور موشا كيتحركوا بشويه بشويه عينها كيدوروا وسط راسها تبدات كتصح فيهم. عماد كيشوفها وكيضحك بهستيريا تحلت عينها كتشوف نقطه واحده في السقف كتحس بشي حد شاد يدها كيقرب ليها. رجعت سمعت صوتو ما دورات وجهها لعندو. عماد ليلى شوفي فيا شوفي لعندي. ليلى بعدات يدها من يدو بقى على نفس وضعيتها عند رقية جالسه كتعاود النسرين ونسرين كتعاير بالحمار الاخر والله اليوم لاباس فرحت الله. ما تخرج كتقلب على الغرفه ديالو كتهز في الخميه تهزت خميتو جالس مدار مع تيشرت كيلبس فيه. نسرين دازت قدامو دفعاتو ايه انت فين هاجمه نسرين اش هادشي درتي يا الحمار اللي شافك يقول هنا البات واش دابا انت راجل اللي تقرب لبنت بزاف عليها ادوي. سيف ناض ليها ودفعها خرج فيها عيني تيدي كلمه وحده غنهزك من دوك جوج صغبات اللي عاجبينك غنخشي طاطلتك فداك الواد انت اش دخلك. نسرين حكارت فويخ شات في الفاصمه اللي في كرشو ضرباتو فيها بايدها بغيت لك الدقه اكثر من هادي تفو.
سيف شد في كتشوف ديك الدقة محال تبرا كاع اليدين كاع دارو عليها. جلس وشد على راسو سيف اجداني انا كاع نقرب ليها كاع اوف، ولكن بالرجولة مزيان ملي قربت لها نيت عرفت بلان ديال عالي جاب الله باش نشد فيه. يوم جديد جالسين كيفطرو شي كيخنزر في شي. سيف ايه انتي مالك كتخنزري فيا؟ نسرين تفوه يا خ اصلا لاش جالسين كنفطروا معاكم؟ نوضي نوضي انتي راقيه راقيه لا اختي بغيت ناكل انا. عزات عينيها كتشوف عالي اللي شاد تالي كاز القهوه في ايدو راقيه كتشوف فيه وكترجع تاكل. حسات عينيها فيه واحد اللقطه بقاتو كيشوف فيها. رجعت حضرات عينيها حسات بالاحراج ولات حمراء كتدخل الدغمه بزاز. سيف وعيقت نتوما والله. عالي عيقتي انت نيت؟ نسرين امالكم؟ سيف كيغمز فيها. نسرين يلا يلا معايا. نسرين نو لا ما نمشيش معاك هذا نتيق فيك سالا. سيف لا لا ما تخافيش هذه التوبه نجلسوا هنا بغيت نهضر معاك. كيغمز فيها. نسرين نو نو ما فياش. سيف نوضي عاونيني غنمشي غير لتما ورجع في حالك. ما بغيتيش نوضي اختي؟ رقيه وصليني. رقيه طالبه عليها حطات كاسها وقفات. عالي فين غادا انت واش غير نغزك نطي؟ رقيه ويلي وانت مالك؟ سيف نوضي اختي عاونيني ما ديرش في داك الحمار. رقيه ويلي نتوما مالكم؟ عالي جلسي انتي. رقيه كبرات فيه هنا مشات جهه سيف شدات فيه وعوناتو. سيف غادي وكتلفت خايف تجي فيه شي دقه. دورت وجهها شافت وجهي تلقات من سيف ومشات كتجري وعالي تبعها. سيف وانا شكون يعاوني؟ نسرين خرجت شفايفها. سيف ما بقاش فيك زعما؟ نسرين ناض شدات فيه وسيف لاح عليها تقلو. سيف تيتيز مالك كتنفخي عليا؟ نسرين اسمع انا ماشي عاونتك تنوض تصر عليا راه غير ما بغيتش نخليك في الطريق. قال لك راه اماطه الاذى عن الطريق صدقه. خايف اه دابا انا اذى ايه وعلى انت شنو؟ راه كنضحك معاك. سيف تصاحبي معايا عمرش طاح ما ينسى هزت الكسف. نسرين تفو شحال بعسل. سيف ما كنضحك معاك التوت كيطلع عليها بعيني. نسرين بغا تدخلوا للبيت. سيف اجي نجيبو شي دوره. نسرين طولات فيه الشفا ورجعت شدات فيه وتمشى. رقية غادا كتمشى وكتشوف وراها وتعالي وراها كيتمشى. رقية علاش كتصرف معايا هكذا؟ علي ما فهمتش. رقية وعلاش ما كتخلي سيف يهضر معايا ولا نقرب ليه؟ علي ما عرفتش. وعلاش كتشوف فيا بديك الطريقة؟ ما عرفتش. جلسات في واحد الحجرة علي جالس جنبها يديه وراه شدات عود كتخطط به في الأرض. علي دور وجول عندها. شنو كديري في حياتك؟ شكون كاين في حياتك مهم بالنسبة لك؟ شنو هما طموحاتك؟ رقية ابتسمت وبقات على وضعيتها. بغيتي تقصد واش عندي شي حد في حياتي ولا ما عنديش؟ ما باغاش حد يكون في حياتي من غير هذاك اللي غيختارو ليا والديا وخويا. طموحاتي ماشي هو هادشي. بغيت نكمل قرايتي كنتمنى نكون راسي واخا كانش عليا نجاوبك مي عادي. علي كيشوف فيها باين عليها واثقة براسها مزيان. ماشي اي حاجة كتزعزعها ماشي اي حاجة كتأثر فيها غير فاش ضرباتو بالطالون نهار الاول كتبين على شحال قوية. ابتسم ورجع لرسول الله. رقية شافت فيه علاش كضحك؟ ضحكات على ابتسامتو. علي قرب حداها حيد هداك العود من يدها حط يديها على قلبو. رقية شديها كتحس بيهم كيترعدو قلبو كيضرب بزاف بزاف بزاف. علي حسيتي؟ رقية كتشوف فيه مستغربة نفس الدقات اللي كيدقو في قلبو نفسهم كيدقو في قلبها. نفس الشي يديها كترعد خصوص مني وحدها وعلى صدرو ويدو عليها وقريبه عليها بزاف. عالي عرفتي اش كدير؟ كديري شنو اللي كيدير لي هادشي؟ كتشوف في عيني. انا نقول لك حط يدي على خدها وشاف في عينيها ضحكتك رقية. عينيك اللي كيتغمضوا هضرتك فاش كتقلقي عفويتك غواتك قوتك. رقية بقات حاضرة عينيها مقدرش تهضر كتشوف في عينيها. رقية انا سيف بربي تعيقت واش انا حرام عليا واحد حلال عليه؟ رقية قفزت ونط ما تلفتاش جرات نسرين مشات كتزرب. نسرين اش كنتو كديرها ويلي؟ رقية ويلي ويلي ناري قلبي غيسكت حط يديك شوفي اوف. نسرين ويلي ما كنتي في الماراثون؟ رقية كون غير مشيت للماراثون ومشيت معاه. نسرين ياك ما بغيت تقرب منك؟ رقية سيري 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 تنتي عقلك ديما مريض. عندي عماد مشى يخرجلو العقل في السبيطار مبغاش يشوف فيه جرات عليه ما شافهاش النهار كامل نهار بليلتو. تصبح بدات كتغوت في وجهو كتخرج كتقول له خرج كتحل الباب كتطلب منه يخرج. مشى بالزربه شد لها في مقلبه كتغوت. اي ماتش سكتي؟ الا طلق مني. ك
كندفع فيه عماد، واخا واخا تاع واجه اليوم ما خارش منا، ما غنطلقكش حل فيه تما تغوتي الا حركات ليه بعينها. يلا حيد ما يحيد ايدو. ليلى انت شنو كدير؟ كتشوف فيه كاي صورت في الباب؟ خرج ولا غادي ندير صباعي في اليوم نغوت ونجمع لك امة لا اله الا الله. عماد غوتي ديري بوق اليوم انا ما خارش منها. ليلى خرج عليا. عماد غندير راسي بحال ما سمعتكش. ليلى ها ومن بعد انا بعد مني هي بعد مني. كيقرب ليها كيعنق فيها وهي دموعها طيحين. حرام عليك والله حتى حرام عليك، قتلتيني حماد، كرهتيني في حياتي. عماد ليلى سمعيني، يا والله حتى مليت من هضرتك، مليت منك، من شوفتك مبقيتش حاملك، وليت كنتخنق. قتلتيني قتلتيني قتلتي لي قلبي، قلبي صافي ولا حجره من جهتك، غير بلا ما تحاول معايا. عرفتي كون كنتي تبغيني، كون حسيتي بيا، كون كنتي كتبغيني بصح ما تعاملتش معايا بحال هكا وتوصلني لهاد الحاله. بعد مني عافاك، بعد مني عطاني ابتساع، بغيت نقاد حياتي، بغيت انا شي ولد الناس اللي يفهمني ويبغيني ويعتبرني، ما يديرش لي بحال اللي درتي لي انت وكتدمر فيا هكا. لازم تبعتك صافي، راه غادي نموت، غنقتل راسي بيدي. داك شويه الكرامه اللي باقي عندي بغيت تحيدو لي حتى هو. بعد مني ياك كتعتبرني اختك، واخويا خليني ديرني اعتبرني اختك وبعد مني. ما تحس بالضيقه في صدرو، كيحاول يشد في راسو ولكن والو، حط يدي على صدرو كيورك عليه باش يبرد شويه، كيسير عليه كيكرد في سنانه ومي كان الالم قوي بزاف، كيحاول يوقف وكيرجع يجلس. ليلى كتشوف لعندو بغات تشد في يدو وكترجع. الى عماد ما كتسلى بهاد الطريقه مالك؟ عماد ما جاوبهاش، كيرجع راسو اللور كيركز على الحرف وجهو كيعبر على الالم اللي فيه. عماد مالك ما تخلعنيش؟ عماد دا كيتلاجا داك الوجع شويه بشويه، توقف يلا غيزيد ورجع تحت في الارض. رينا طنات كتجري لعندو كتغوت، عماد مالك عماد؟ بقى جالس كيحس براسو، هاد كترجع فيه الروح، هاد شاف فيها، حط يدو على خده. لكن البعد ديالي عليك غيخليك مرتاحة، فكوني على يقين أن رغبتك غلبها عليك. كتشوف في عيني فعندو، ليلى ماشي موضوعنا دابا، مالك شنو طاري لك؟ عماد ما كيهمكش جاوبيني. ليلى هادشي اللي خارج عليك، خارج عليك عماد، هادشي اللي مخربق لي حياتي وحياتك كلها، ولا غير حياتي، حتى حياتك بعدا مستقرة. عماد تفهم من هضرتك بلي خروجي من حياتك غير رجع لها استقرار. يعني خليني نعيش حياتي، مليت منك ومن تحكمك فيا، وانت اصلا ما كتبغينيش، ما فهمتش شنو هاد الحلقه اللي حنا فيها. عماد قرب ليها عند قلب الشاب غمض عينيه. ليلى ما منعاتوش ولكن ما جاوباتوش، واخا كان محتاج انها تجاوبو. بعد مده عماد، انا عارف هادشي ما غاديش يكفيني، ولكن راحتك اهم من راحتي، ثقي بيا ليلى. عمري ضحكت عليك، عمري بغيت نضحك عليك، انت وحشك ما تنسايش هادشي. وقف وتمشى جهه الباب، حلو خارج، كيبغى يبقى اكثر حيت الى بقى غيضعف قدام هذاك الشيء علاش خرج. ليلى زيرات على اللحاف، كتزير على فخاتها، كتزير على عينها، كيهبطوا من الدموع، كتحس بقلبها كيضرها بزاف، كتبغي تنوض، قلبها كيقول لها نوضي لعندو ليلى، تخليهش يمشي، ولكن عقلها كيقول لها علاش، علاش كتبيعي راسك هكا رخيصه وتتبعي؟ شحال شديتي بخاطرو وما درتش بخاطرك؟ صافي بعدي منو، حاولي تنسيه. لا ماشي حاولي تنسيه، نسيه وعيش حياتك. عماد صايق اللوطو ساهي، شحال مره كان غيخرج في شي بوطو، كيفكر يفكر اشنو غيدير حالتو، عارفه غير هو بغى يقولها لحد، ولكن وصل الوقت على الاقل يقول غير لميمتو. وصل طلع في الدروج كيفكر باش غيبدا ليها وكيفاش غيوقفها، كيفاش غيشرحها ليها. وصل عند الباب بقى كيشوف فيه شحال حلو، عاد حلو دخل لقى دوحة متكية على رجل نزهة وكيتفرجو، تنهاد وغمض عينيه فتحهم بعد ما تهد ودخل سلم. جات دوحة مخشية فيه، عماد دوحة بيتك شوية ورجعي. دوحة نات وهزات حجبانة ما عودتهاش معاه. عماد قرب لمو شد لها في ايديها، عماد بغيتك تسمعني حتى الاخر. نزهة وهضر خلعتيني. عماد عندي سرطان في الريه. نزهة مرة مشات شداتها لبسكوتها. عماد عافاك ما تبكيش، كلشي غيتقاد، انا راه يلاه بادي يلاه غنبدا في العلاج. نسى حطت يديها على عينيها، مزير على وجهها راسها، ما تقبلش هاد الهضره. قرب عماد كيعنق فيها كيزير عليها، مابقاش يقولها لا من الاول باش ما تطيحش في هاد الموقف. نسى بعدات منو ضرباتو، شحال وانا نقول لك بعد من داك الكار، وشحال نقول لك بعد من الزبل، علاش كنت كنهضر؟ ها علاش كنت كنهضر؟ تقول لي لا ماشي هو، ياك دابا ها هو، شنو ندرفك؟ عماد اه هو. نسال الله يا ربي، الله شنو نديرو دابا؟
وغطل لك شي حاجه ونتسطاه عماد. كتهضر وكتبكي. عماد ما تبكيش، دموعك غاليه عليا. صافي راه كاين العلاج، راه يلاه بعدي على الوليده. نسها كيفاش كتهضر بحال البروده عماد، وراه الموت هاديك. عماد عارف ولكن مكتبه ما عندي ما ندير. المهم دابا غادي نبدا في العلاج. نزها درتي سكانير؟ واش متاكد؟ متاكد. صافي بركه من البكا، ما عنده باش يفيد بلا ما تزيد عليا. نزها القاتل عندها مزير علي، ما عمرها توقعت سرطان، مرض شي واحد من ولادها. بعدات عليه كتحاول تشد فراسها، ولات مهمومه. عماد ما بغيتش تقلقي، حيت لي مكتب راه مكتب، ولا مكتب لي راه بقى معاكم. هانا معاكم. نزها داكشي اللي نتمناه ولدي. عماد راقية ما غاديش تعرف هادشي. علي شير على سيف بسبادري. سيفة مالك؟ علي سير بحالك بعد مني، واش انت خارج ليا في عودي؟ ما غاديش تبعد مني. سيفة اش درت لك انا؟ علي واش فين من بالك راشقه ليا كتبغي تنكد عليا؟ سيفة علاش انت فين عمرك كانت راشقه لك؟ علي ضرب رجله مع الحجر. جا عنده سيف وقف عند راسو وحط يديه على كتافو. واش كتبغيها؟ علي ما عرفت. كتبغيها صاحبي راه باينه العلم، علاش ما بغيتش تعترف؟ اه ما عرفتش كيفاش، ولكن كنبغي نبقى غير نشوف فيها. دابا راه ما صاحبته وما كرهتهاش تبقى معايا انا. سيف كتقول هكا وجهك احمر. علي كنهضر معاك حتى كتنص. سيف ولكتي كتبغي اعترف ليه عادي. علي بغيت، ولكن هي راه افضل الفكره ديال الحب ولا شي حاجه اخرى. سيف والزواج؟ علي ولكن الزواج سيف. سيف لما بغاش تكون مراتك اش بغيتيها تكون؟ علي ما عرفتش، ما بغيتش ترى شي حاجه اللي تخليني نخليها مرايا. سيف عالي التفكير ديالك بوحدو هما اللي دخلت معاك في هذا الموضوع. مخلي خليك على راحتك. اه انا صغير، ولكن ملي ولات حياتك متعلقه بها وانا عارف حاجتك ما كتفرطش فيها، غتاخذها بزز ولا بالخاطر. ومني بحياتها هي اخت صاحبك، فخصك تحيد هذا التفكير الحقير اللي في بالك وتسطى معاه شويه باش تقرب منك. ما تبقاش مغوش، حل الضحكه ديالك، قشب معاها. ما غتحس، ما غتحسش معاك مرتاحه لما ضحكتيش. ضحك نشاط فرح. اه وهي هي قريبه عليك، حتى داك التفكير ديال العنصر الوسطى اللي عندك بدلو بردو هكا. تبدل تبدل واحد شويه، دير شي حاجه زوينه في حياتك. علي دار ابتسامه جانبيه وشاف لعندو. اللي ربيت ولا كيعطيني في النصائح. سيف ما نصحكش بزاف منك، ولكنتي غتفلى على انا نتزوج بها، انا والحلال صاحبي. علي ضربو لظهره وتطلق واحد الصوت. سيف ها ضحك 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 البنية. سيف اش قلتي في هادشي؟ علي بصح انا طلع لي في راسي، وبخصوص ملي شفتها هي بغيت غير ابنها نتزوج. سيف ها مخطوبة من عند عماد؟ علي فكرتيني، في يومين معيط جبت بالتالي دوز لي لابيل عند عماد. كان خارج يمشي للسبيطار باش يبدا العلاج على دعاوي مهمتو. شاف لابيل دعالي نهد وجابو نرجع عند علي. دار سبيكر. عماد علي فين العود؟ عماد شنو باغي؟ سيف امالك؟ عماد شمتو مزيان عندي من نقول لكم. راقيه صافي عليها بعدا. سيف وايلي بخير عليها، غير مني علي كيبغيها. عماد شنو؟ علي والله ينعل الحمار اللي قالها لك. عماد ما فهمش، شرحوا ليا. علي عماد هاد الحيوان الاخضر، شوف انا باغي خصك، يعني انا بغيت خصك، بغيت نزوج بها. كيعبر بيديه وسيف مشى تتحدى بالضحك. سيف اه مالك؟ عماد والله تتعاود عاود ما فهمتش. علي دابا ما عرفتش كيفاش غنقول لك، ولكن انا باغي اختك. عماد وما لقاش محسن منك، ولكن شوف هي واش تبغيك ولا لا. اما من ناحيتي انت قرب ليها، انا ما خايفش عليها حيت عارفه اش كتسوى. علي تحنا عرفنا اش كتسوى هي كسيف. سيف كينغص فيه اللي يشوفها. عماد دراري غنقول لكم شي حاجه. علي اها مالك؟ عماد نهد عندي سرطان في الريه. سيف شاف علي مخرج عيني. سيف علاش كتفلا في هاد الحوايج عماد صاحبي؟ عماد ما كانت فلاش، واش انا مخليه راقيه مشات لتما بوحدها؟ ماشي لخاطري، انا عارفه عندها واحد المشكل في صحتها. صدق هي اللي الا ميته، ماشي انا اللي سمعت هادشي. علاش كتخربخ؟ واش كتهضر من نيتك؟ عماد ما كانت فلاش. اه من نيتي. علي الكارو ياك؟ عماد اه صاحبي انا غنجي للمغرب. عماد لا وياك، انا صيفط راقيه حيت انت كاين وغادي ترد لها البال. علي وشنو غندير عماد؟ عماد غنبدا العلاج اليوم وصافي. علي شيمي؟ عماد اه. سيف ناض من بعد عليه، وقف حابس دموعو. شي حاجه بزاف عندهم.
حياتهم متعلقة بهم هما اللي عنده هو صغير صغير فيهم وراه بزاف ديال الحوايج وكيتخيل شي واحد فيهم ناقصه شي حاجه عالي ما يكون غير الخير خاص ضروري نهبط المغرب ما نقدرش نبقى هنا عماد لا عالي عافاك خسي علي غنجيبها معايا عماد والله حسات تموت لك في يدك انا عارفه راه الجرح ما كتقدرش تطول فيه شوفه وكتخنق قال غير تعرف مريض باش اخطر مرض حتى انا عارفه ترى غنخسرها كون بغيتها تبقى هنا كاع ما نصيفطها لعندك علي غنخليها مع سيف عماد سيف راه طايش كثر منها غيديروا شي روينه علي انا كثر منك ما بغيش نخليها مع سيف ولكن اكثر واحد كان تيقو فيه هو سيف في هاد المواقف ما عندوش معاه تفليا سيف جلس حداه سيف كن هاني اختك يا اختي والله ما تنقصها شي حاجه كان وعدك حتى حاجه ما تاذيها عماد وانا ثيق فيك عماد يلا نخليكم راه غندخل دابا العياده قطع وعلي تنهد وشد على راسو واه فين كان مخبي هادشي سيف كيمنع عليا القهره هو كينتصر فيه علي هو تبلى به ما يقدرش يحيده منعك منه على قبل هادشي ها النتيجه سيف اوف علي غنمشي غدا في الصباح سيف رقية أمانة عندك ومنها نعرف ونتأكد نيت من المشاعر من جهتها عند رقية مزاس ما معنقة وساتسة كتفكر فاش كان قريب ليها كتحس بالفراشات في معدتها كتكرز على الخدية بيدها وكتضحك عند وصال وصلها ميساج من عند حمزة قراتو حبسات دموها خشات راسها وسط الوسادة وبدات كتبكي على حر جهتها تقررت ترجع للور بركة ما تجرجر فيه صدق عارضها لعرسو عند ليلى خارجة من السبيطار اليوم ما شافت عماد دات من حداها ولكن ما شافت جهتها ودخل دورات وجهها شافت فين غادي وساهل درجة ما شافهاش نهدات ودارت كملت طريقها بقات ترجع تشوف فين غادي هي نفضات فكرة من راسها شدات طاكسي يومها ومشاو عماد جالس والدكتور كيهضر معاه عماد ساهي غيطيح له شعرو رموشو حجبانو غيولي عايش غير بالدوايات مهموش راسو همو حلمو عارفه ما غاديش تصبر حتى هي لا تصدق وقع على شي حاجه عندها السكر اختو اللي كتعاني له كل شيء حتى من الفوطه الصحيه كتقول له يجيبها لها هز عينيه في الطبيب بغيت في اقرب وقت يتحيد مني هاد السم الدكتور غادي تبقى في السبيطار حتى تعالج وانت ما جاكش السرطان اللي ساهم صراحه لك السريه ديالك بالدخان عماد ان شاء الله ما يكون غير الخير الدكتور غنبداو من غدا الصباح اول انك تبقى هنا في السبيطار تحت العنايه باش تغيكمل العلاج وزال كان شي تضاعف غادي تكون تحت عينينا عماد حرك على صبعه نط مشى خرج جبد فلوس من الكيشي ومشى لخدمته قاد اموره بعدا ورجع للدار بعد مرور 3 ايام عماد بدا العلاج والشيمي بدا كيعطي المفعول ديالو وعلي معاه ما فارقوش سيف ولا مقابل راقيه شنو خاصها مابقاش كيتصرع عليها وديما كيضحك معاها وانت كتقرا كان هو استاذها واخا تفقصات حيت هي باغا تقرا الفلسفه حيت هو جاي غير في مهمه خارجه من المحل دايره يدها في الجيوب ديال الصايع وسيف غادي جنبها بيدو في جيب السروال رقية سيف بغيت نهضر مع عماد توحشتو مبقاش كيهضر معايا بس كيف ما كيجاوبنيش ماما حتى هي واش مقلقين سيف لا غير عماد مشغول مع الخدمه شويه وماما وقيلا غير مع اختك المدرسه وقيلا رقية وعالي سيف وقف وشاف فيها مال عالي رقية زعما ما عرفتش حتى هو ما كيعيط ما والو صافي مشى سيف ما كيعيطش رقية ضرباتو على صدرو اسكت الحمار خير ضحك وجرنا حناكه رقية ما كنحملش هاد الحركه كتعجبك غير فاش كيديرها لك عالي رقية وسيف سيف صافي صافي لالا شدات فيه من دراعو وتمو غادين حتى جاها كيجيها بحال عماد ولفات ورتاحت ليه تلقاو مع نسري اللي كانت واقفه كتشوف فيهم كرز على يدها حتى بغات ترجع وعيط لها سيف سيف تيتيزا فين غادا دارت عنده بعد ما دوزت صبعات حسينه كانت غطيح الدموع سات سلمات على رقية بغات تسلم عليه باليد ويهز لها راسها كنتي كتبكي نسرين بغات تطور راسها ولكن تبقى دموعها خاص غير ينغزها امالك دارلك شي حد شي حاجه نسرين قلبات عنده غنلقاتو رقية حالة فما كتشوف امالك مالك علاش كتبكي معنقها وكدير لها حدا ودنها ورقية كتشوف فيهم نسرين عاقت براسها بعدات عليه بدات كتحنحن كتقاد حوايجها حاضر عينها باش ما تشوفش فيهم سيف مالك نسرين نسرين اسمح لي ما كنتش بغيت زعما اسمح لي سيف جات غير على التعنيقه هانيه شي مشكل نسرين باسل سيف رقية قلها تعنقني راه جبداتني رقية وهي على حمار نسرين وصافي يلا غير غلطت رقية غلطتي
نسرين تبات غدا من بعدا كتشم فيهم وكتعير وكتبكي وكتزرب في المشيه وصيف سبعه نسرين ديما كديروا لي هكا صيف لي سمع كنديروا لك شي اسهامنا غير ما عرفتش كنديروا نسرين بعيد مني سير عند راقيه صيف راقيه كيفاش سير عندها دابا تقلق منك صيف جا عندها وعند قبشن دابا نفهم كتغير عليا نسرين علاش كنغير عليك مثلا اش بيني وبينك صيف كتشم ريحه الشياط نسرين فين نتي كتشوايه مالك تلقيها تلقيها قولي غرت عليك عادي انا اصلا فراسي زوين الف وحده تمناني نسرين الى انا وهي بقات 999 صيف عندك معايا شي حساب نسرين بحد مني صحابك غير معايا صيف والله حتى انا مسعود انا حتى عرفت راه اللي كاينه ما كاين محسن ابتسمت نسرين صيف وينه وينه على الضحك ايوا هذا بدوينه صيف كيتعنب على نسرين وراقية وراهم ساهية خطرة ما مهنيها من جهة عماد خافت تكون طارية لي شي حاجة ولا شي حاجة لمها كتحس بشي حاجة ماشي هاديك كتحس بحال راسها غتخنق حيدات الفيلين حلاتو شوية على عنقها مجرد تفكير خنقها حسات بقلبها كيضرها بقى غير توقع ليهم شي حاجة دازت حدا نسرين وسيف انا غنمشي للدار تحد ما يجي عنده بخصوص نتا سيف عندك فترة نقاهة راقية وباسل مشات للدار طلعت الغرفة ديالها عندها قطة شداتها قدامها وجلسات توحشت ماما وبابا وضحى وعماد وليلى ووصال سكتت شوية وعينيها عمرو بالدموع وحتى هالي مشا كتشوف مشا كتشوف فيها عنقاتها عندها ما ترجع للدار وخفت تمشيو ويرجع هالي هنا ومبقاش نشوفو زادت اللي كتصوني علي شحال تعصبات عاد تجاوب علي الو راقية بالغوات علاش ما كتجاوبوش علاش واش نبقى انا بوحدي هنا تحت فيكم عاطيني وقت وانا عقلي معاكم كاملين توحشت عماد وعائلتي وتوحشتك سكتت على اخر كلمة قالت ضربات قطعات وضربات حناكة نرياش درت فوي صحابني غير كيعجبني داويخ ولا ولفتو وف سكتت شوية راقية ولكن راه انا توحشتو بصح علي بقات كتسمع فودنو غير ديك توحشتك بورشاتو كنصحى سلام قالت ليه ديك الكلمة شاف عماد اللي كان مسكي عماد مالك راقية كتصوني ليك وما كتجاوبوش عماد خدا من عنده التيلي وصونا ليها راقية شفتو كيصوني حسات بقلبها كيضرب وجاوبات الو عماد راقية لاباس عماد علاش ما كتجاوبنيش خلعتيني عليك ما نصوصك بحال هكا علاش كتغوتي صافي حنا بخير نتي لاباس راقية لا ما لاباس والو بغيت نرجع توحشتكم عماد لا لا علاش لا بغيت نرجع لا هي لا صافي دوينا قطع عليها راقية خطا التالي حنا غنشوفو واش غنجي ولا لا تحد بغي يفرقني عليكم تحد بغي يحبسني عليكم ها مزيان صوب صحاباتي قالبين عليا دازو ايام عماد عانى فيهم بزاف شعرو كامل نزل ضعاف بزاف مبقاتش قادرة تشوفو في داك الحال علي ديما معاه راقية مني صافي طلع ليها الدم تحد مبقا تفكرها تعالي اللي كان بغا غير امتى يشوفها وعيط لها ولكن الوقت ما منعوش واخد لخدمتو خدمة عماد وتبع شهر بحاجة راقية طلع ليها الدم هزات الباسة وتقطع التيكي ليلى اللي بغات تسطا ما عارفة والو على عماد كتلقى مع ضحى كتسول عليه كتقولها مسافر حيت ضحى ما فراسهاش بنت في عمرها غادي تشوش ليها هاد المشاكل على راسها عند ليلى خاصها ترجع لوبيتال باش تشوف واش حالتها هي هذيك وديك الجرحة في راسها واش ما اثرت ليها في والو داخله كتبان ليها نزهه داخل لواحد الجناح اخر تمشات تابعها كتعيط ليها مي ما سمعتهاش بانت ليها دخلت لجهه المرضى السرطان قلبها تقبط عليها سبعاتها بانت ليها دخلت لواحد الغرفه وسدات بابها خاطر كتمشى جهه الغرفه قلبها كيزيد كيضرب حطات يد على البوني حلاتو شافت قدامها وخرجت عينيها بقات كتشوف قلبها ضرها بزاف كتحس بشعلات فيه العافيه طاحت الارض كتشوف فيه لا لا ما يمكنش يكون عماد هذا عماد عاد انتبه ليها ليلى ما كانش باغيها تشوفو في ديك الحاله وقفات مشات جهتو دموها كيتلاقاو في الضيق ديالها وفما كيترعد كتوزع نظراتها على عينيه فمو وجهو مبغاش يكون هو حطات يدها على خدو وهي تسخف شدها عالي جلسها في بلاصتو وجات نزهرشات على الماء عالي وصلو ميساج فتحو لقى من عند سيف قراه وخرج كيجري زهر مشات كتعيط لبابا كتشوف ليلى إلا بدات كتفيق وعماد كيشوف فيها توحشها بزاف حلات عينيها وتمنات غير اللي كون ما حلاتهمش كيحسب لها راسها غير كتحلم مشات قزات على ركبها حلا السرير كتشوف عماد انت ماشي عماد ياك قل لي عفاك انت ماشي عماد عفاك عماد للأسف
ليلى كتشهق مع المقلحف وكتبكي وجهها احمر. عماد نوضي نوضي، ما فيا اللي نوضك. ليلى ناضت جلست حداه وشدات وجهها بيديها. مالك؟ قل لي مالك، عافاك. عماد عندي سرطان، قالها ملامحو هذا. ليلى عنقاتو بالجهد كتبكي على كتفو، كتحس براسها مخنوقه، صدرها كيحرقها، كتنغصص على كتفو. حرام عليك خبيتي عليا، حرام عليك تقهرني بحال هكا. عماد ما خليتكش حيت ما كنبغيكش. زيرات على ظهرو كتنغصص. ليلى ما تفكرنيش، انا اللي حماره، ما فهمتكش، ما حسيتش بيك. علاش ما نحسش بيك؟ علاش ما نسمعش لهضرتك؟ عماد صافي ما طرا والو. ليلى واش انت كتموت وتقول لي ما طرا والو؟ شوف حالتك كي دايره. عماد واه صافي، اش غادي ندير انا دابا اللي عطى اللحظه. ليلى فين عندك هاد السمر؟ فين؟ عماد فريا الكارو الكارو الحمار، شحال ضربت الضرب انا وياك عليه؟ شحال حيدتو لك من يديك؟ بعد على عماد وجا في عينيها. ليلى كتشوف ليه في وجهو، شحال تبدل ملامحو، بقا وجهو صفر. كرزت على عينيها بدات كضرب في وجهها. تجد عماد غير بسس، ليلى غتصطب لبكا غتحماق. لا لا لا، انت ما مريتش، غير غالطين حفاك. يلا نخرجوا عماد، صافي حفاك، انا ما نقدرش نخليك هكا. علاش ما سمعتش ليك؟ علاش ما حسيتش بيك؟ اش درت انا؟ انا عايش حياتي وانت عايش هنايا. عماد ليلى رصاي، واش اش غيتبدل؟ لا قدر الله، ما تقدريش ترفضي. جلسي جلسي الارض وتقبليها. ليلى عماد اسمح لي، عفاك اسمح لي. قرب لها يدها وباسها. عماد ما درتي ليا والو، قريب ان شاء الله وغنخرجوا، قريب نسالي العلاج. ليلى بصح. عماد اه وعدني ما تمشيش وتخليني، وعدني تبقى معايا وترجع لعندي وتعايرني ودير فيا اللي بغيتي، هز عليا صوتك ضربني كاع الا بغيتي، ولكن رجع برا ورجع ليا. عماد كان وعدك. ليلى وتزوج بيا. عماد منيتك. ليلى اه لكن تا وحده ما طلبت الزواج من شي واحد، انا غنطلب منك زواج، بزز منك غتزوج بيا، سمعتي؟ حيت لما كنتيش معايا انا غنتسطى. عماد تا انا راه لما كنتيش معايا غنتسطى. ليلى عنقاتو، هي واعيه كتحاول انها تبرد على راسها. زهوره بعينيها مدمعين، شحال وهي كتسنى عماد يعترف ليلى حيت عارفها كتبغي. نادات وخرجت وخلاتهم على راحتهم. عالي في المطار كيقلب عينيه، انت كتبلو جربه لي السوغاده بشجرها من دراعها. اشي ديري؟ قلنا لك ما تجيش. راقيه وخلعتيني، انا توحشت خويا. عالي ما تجيش، هي ما تجيش، صافي مخليه قراي سكوسي في غيت الصطب تقلب تما. راقيه ما تغوتش عليا عافاك. عالي زيدي غترجعي فحالك. راقيه كتشوف فيك يغوت عليها، هي متشوقه جايه تشوفو، حسات بالحقره حطات يدها على عينيها كدور في وجهها، عندو لقاها مدوره وجهها كتبكي. نهدو قرب لها، علاش كتبكي دابا؟ ما جاوباتوش غير كتنغصص. قرب لها عندها كيحاول انها يسكتها، كتبكي توحشاتو، توحشات ريحتو، كتشم ريحتو هو مع النقا. انا غير توحشت خويا وماما وبابا وليلى ووصال وضحى. عالي هي توحشتي كلشي. رقي هزات في عينها، وتوحشتك. عالي شاف عينها نفاح مرر بعيد بالبكا، عينها مغرغرين. تا هو توحشها وتوحش الضحك ديالها. تا انا توحشتك. قال هو كيشوف عينها، حضرت عينها شاده ابتسامتها غير بزز. علي هز ليها راسها كيشوف فيها ابتسامتها اللي كيتسنى انها تطلق، وعاود جر ليها خدها وشدها من يدها وجر لافاليز. مشى اللوط وحل ليها الباب وركبات ودار لافاليز اللور كثيره. غادي وهي ساكته تا كتصوني صوني التالي. علي دار سبيكر. علي سيف سيف لقيتها. علي كيف ما توقعتي؟ لقيتها في المطار، راني دار سبيكر. سيف فهم باش يدير اطونسيون يقول شي كلمه. سيف وانتي الحيوانة لا بقات فيك هاوشي. قطع عالي وشاف فيها رجع كيسوق، مبغاش يقولها لا حيت عارف المشكل اللي عندها، مي خاص تعرف في نفس الوقت ما عندوش كيدير. رقيه فين غادين؟ هادي ماشي طريق الدار. عالي عارف. رقيه وفين غادين؟ غادين عند عماد. رقيه علاش عماد ما كاينش في الدار؟ لا وعلاش فين كاين؟ حتى نوصلو غتعرفي. مسافه الطريق وقف قدام السبيطار. علي ماشي من النوع اللي كيعرف يكذب. رقيه اويلي اش كنديرو هنا؟ معليش صافي غتدخلي وغتعرفي غتهدني. انا بغيت نشوف عماد اللي جايبني لهنا. علي هبطي. هبطات كلها كترهات. صافي الخوف بدا كيركب فيها. علي سد اللوطو وشاف فيها. يلا رقيه غادا وراه كدور راسها. علي قدامها غادي الغرفه د عماد، عارف بلي في اخر المطاف غادي تعرف، ولكن اللهم من دابا. رقيه علاش داخلي جهة سرطان؟ عالي شد لها في يده وقرب على الباب. حلي
راقيه هازه شفيفه، بعدا فهم حلات الباب بقات كتشوف شحال كاين باها كاين امها ليلى، واللي مسكي كتشوف مزيان حماد هداك. شدت على راسها عينيها خارجين، شو غطح في الارض بس كتنفس غبس. علي نزل عندها، راقيه مالك؟ شافوا لها عندهم تشوكه، وفاش شافوها خصنا راه كيطلعوا كيهبط غير بس كتنفس نفس حبسات ما كتخرج كتطلعوا ما كتهبطش النفس. تغيبات دازو سوايع ساعات طويله، راقيه شاده العماد في ايدو ونعس حتى هو نعس. علي جا كيطلع عليها كيشوف فيها جمرات وهي كتجيها الكحيس في الاول، مي بزز من متقبلات، وفي الاخر علي ما قدرش يزيد يبعد عليها، خرج بزز عليه من الغرفه ومشى للدار. ويصل في بيتها كتشوف صورتو الدموع في عينيها، واخا بغات تنساه ولكن راه اليوم حرسو. كتفكر وتقول غادي يشد في واحده اخرى وغيركب الخاتم واحده اخرى، حتى كتقفزها شي حاجه من السرج متلا تبان ليها حمزه. خرجت عينيها، اش كدير هنا حمزه؟ هبطي هبطي. ويصل نقزات من البالكون، سقطت في شجره وهبطت منها بحال القرده، لابس كوستيم وريده في الجيب ولكن شعره مشاكك وحفيان. ويصل اش كدير هنا كنتي في عرسك؟ كل غير بقيتو لهاد الحالة كاع الكلام ديال محمدية تبعوني، الحومة كلها تبعوني. ويصل ما جاوبتينيش، اش جاي دير راه غتعطل على عرسك؟ حمزة وراه انتي اللي تعطلتي على عرسي، راه كنت كنتسناك تجي عندي وتنوضوني تنوضي من فوق البرزة وتقولي كنبغيك. ويصل من نيتك داوي دير عرس على قدو غير باش نجي لعندك. حمزة والله ما خسرت فيه الريال، راه انت اللي كنت العروسة اللي خلصو كلشي. ويصل اويلي واش داوي من نيتك؟ حمزة وياه باش نختصر ليك، واحد ختنا كنت مصاحب معاها وقلت لك قالت لك اجي خطبني، خطبتها سيده مزروبه حتى انا جاتني على قلبي، قلت لها مقطع من الشجره غير باش نهضر باش ندير هاد العرس وصافي وداكشي ديال الافلام. ساعه انت قلبك قاصح المشاكه، شفت راسي تحنسرت وجاو العدول عاد نط، ولكن راه شحفوني خوتها عندهم ركابي ما هربت غفر يلا هدولهم بتفو طريقك حله جيبي جيبي ليا شريبه. ويصل كتقولها وجهك حمر خاطب وضارب على راسي وانا كنبكي صيب على دابا. جلست حداها في الشجره بدات كتغبن، حمزه والله ما عندي العظم اللي نهز ونجي نحزرك. توقف عليهم علي هزو عينيهم بزوج فيها عبروه بالطول والعرض. ويصل علي علي شكون هاد عريس الغفله؟ هاز حاجبو فيهم وخا جاب ليهم منظر ديالهم الضحكه. علي ماشي من نوع المعقد، ولكن مجي ديال داك حمزه في هاد الليل بيزار. ويصل هذا جاي يطلب شريبه. علي هز عينيها البالكون ديالها، بان ليه الشرجم، بان ليه غير الشرجم ديالك. حمزه اللي عندك اخويا انا جاي نخطب وكريساوني. علي تخطب مع الشوج ديال الليل صافا با؟ حمزه وراها كريساوني في سيدي مؤمن وجيت على رجلي لهنا باش نخطب وتردوني ما جاتش. علي بقى كيشوف في اشهد الجرأه وجهه باشوش وجاب به الضحكه بديك التحكيكه وديك الوريده البيضاء اللي في الجيب. علي راه الباب تسال غدا ورجع، زيد انتي تدخلي. شير بيدو على الباب بالوصال، مخرج عينيها عيني فيها، مخرج عيني في حمزه اللي اش كيدير هاد الكذب. تبعت علي دخل وخلا حمزه والله حسسرني انا اللي جاي نتكلاصه في هاد البرد تصبط ما لابسو. تا كيحس بشي دقه جايه حتى جاتو للراس، جا كيدور تا كتبان ليه وصال. هادي باش تعلم تكذب عليا، وهادي حيت بكيت عليك سمانه. يلا صدات الشرجم ودخلت كتفرنس. حمزه اه يخلي لك يخاف على رجليا اللي يدكهم الشوك. هيا لي حاليا سبادري. اه داس ايام وعلي مبقاش قادر يشوف فرقيا بعيد عليه. رقيا مبقاتش باغا تهضر معاه، كتفاداه كتحس بشي حاجه من جهته باغا تنكرها، وفي نفس الوقت محملاتوش فاش خبى عليها مرض خوها كان كيقول لها بخير. وصال خطبها حمزه وسيف ونسرين علاقتهم تطورات. ليلى جالسه حدا عماد اللي ضاربين به دارين به كاملين وكيتسناو نسائج يخرجوا كلها فين ساهي عماد. وعيقتو ما تبقاو ديرو هكا راكم ماشي في الكنازه. رقية دورات وجهها عماد تفوه الوليده على ما كنتي كتوحمي على البصله هاد الزبله دايره كتنحط. رقية سكت على الحمار. علي هي كل حوايجه بالفقصه ما عطيهاش وقت، وجيتو ما كتشوفش فيها نهائيا العكس مع عماد والاخرين. تدخل الطبيب في دون نتائج التحاليل كلشي نهض عندو. هادشي التحاليل بعد ما دار عماد سكانير تاني الوراق باغين مسدودين في الجوا، دكتور ما يكون غير الخير ان شاء الله. علي مد يدو ياخد الوراق تخطفاتها ليه رقية ما كراش يغزها بسنانو
بقات كتشروط فيها ما غتشوف النتيجه باسرع وقت. حلاتها وهي تزنك كلشي كيشوف فيها. ليلى وطلقينا رقيه هادشي مكتوب بالفرونسي ويصال وقراي. رقيه وراه ما عنديش معها شكون يقرا تحت ما بغي يهضر. رقيه ويلي كلكم كنخلف فرونسي. ليلى القرايه اللي قاريه انا قاريه حتى نفس المستوى عشرتي. عماد تضربها لفمها. ليلى ما نعاودش علي نطليها الورقه وحلها. علي بدا كيفرنس والله حتى مريتي كلشي تنفس بحال كانوا حابسين ليهم الاكسجين. ليلى عنقات عماد وكتنقز محشمات من حتى واحد ما واقفه وهي كتعنق فيه. فيزا هزت راسها وحدرات وحشمات. عماد انا مريت العار زوجوني ولا نسط عليكم. رقيه وعلى الاقل تسناو غير تبرى بعدها. عماد سوقك انتي انا بغيت مراتي اللي تداويني. نزهه ولكن عماد راك عارف التقاليد ديالنا كي دايره في العائله. ليلى ويليك ما يتزوج بنت خالته. نزهه لا غير خاص عماد ورقيه يتزوجوا في نفس النهار. هادي عاده دارو عائلاتنا ما يمكنش نحبسوها عندنا. يعني الا تزوج عماد خاص رقيه يتزوج. رقيه بقات كتشوف فيهم شحال فكره الزواج ما طيحاش لها في بالها. عماد اختي قلب على راجل راه بغيت نتزوج. بقاو كيضحكوا. رقيه خرجت من المستشفى بقات غدا جنب الحيط فواحد الخلا شويه تحسس بخطوات وراها. دورت وجهها لقاتو كيشوف لعندها ودار يدو في جيبه. علي اللي غتقرا الفلسفه الفرنسيه ما كتعرفش تقراها بيزغ شويه. رقيه عادي راه فهمنا الفرنسيه بالسبعه ما عرفتش علاش ما قدرتش نتعلم نقراها. علي وغريبه. رقيه سي عارفه. رقيه ولاش لحق عليا لهنا. علي تقابل معها شدلها في دراعها كيشوف عينها. ما غتبغيش توقفي قدام سعادة خوك. رقيه كتشوف في عينيه. علي عرفتي عماد وليلى شحال عانوا ولكن المصير ديال سعاد صوب دابا بين يديك. ما تخليهمش يبقاو بعاد من بعضهم. راه ليلى الوحيده اللي تقدر تداوي عماد من هاد الصدمه ديال المرض. واكيد حك ولكن باين عليه ماشي لخاطرو. رقيه ولكن انا ما منعتهمش. علي التقاليد اللي منعاتهم هاد التقليد بين يدك. رقيه واش بغيتي ندير انا ندبر على شي واحد من الزنقه نقول له عافاك اجي تجوز شويه. علي لا. رقيه وشنو تزوجي بيا انا. علي كيشوف عينيها بغى يعرف شنو كيفاش شنو كتفكر في هاد اللحظات. هي راه ماشي في داك الجمال اللي واو اللي غيشوف يبقى حل فيها فمه. بنت عاديه مغربيه طايته عاديه ما ناقصات شي حاجه وعندها شي حاجه في ملامحها. عندها حق في الزين ولكن عندها شي حاجه اللي كتخليها عاطيه العين. عندها شي حاجه اللي كتخليها مقبوله وخصوصا بالنسبه ليه هو. ولكن ما عنده ما يدير طاح الحب ديالو على حجره. رقيه مكبره في عينيها مشوكيه من هضرته وصدمها. منين تبغيني نتزوج بيك؟ علي وي ولكن عارفك اش باغي وعارفك تفكيرك في الزواج ماشي تلهيم. انا هادشي غنديرو على قبل صاحبي. فكري مزيان زواجنا ما غيكونش زواج تقليدي. غادي ديري كاع داكشي اللي كنتي كديري قبل الزواج وانا ما غاديش نقرب لك مورا ما ترسل الامور وعي ما يرجع صحصو ويكون راسو هو وليا وديك الساعه نطلقك صافي. رقيه كتشوف فيش كيخربق هذا عليها. هذا جاب شي شي هي حاسه هضرته مخربقه بقات ساهيه شحال تحسس بيه قرب لها. علي نتسنى زوابك مشى وخلاها. رقيه بقى كتشوف فيه ما فهماش هذا مالو كيهضر بحال مقدرش تنسى كيفاش كان كيهضر وشنو كيقول. رقيه بقات واقفه بداك الجهه اللي كانت خاويه كتشوف فيه ترجع ركب في اللوطو ديالو زاد جلسات وشدات على قلبها حمار ما فيهاش ويلي كيفاش اش كيهضر معايا هكا شنو تخربقي خربق عليا ولكن علاش قلبي كيضرب هكا. حطات يد على قلبها يا ربي ما يكونش داكشي اللي خايفه منه وما بغيتش فيه نطيح. دازو 3 ايام رقيه جالسه في كافي كتلعب بصبعها جنب الكاس على شكل دائري وكتفكر سارحه ما عرفتش اش غندير ولا كيفاش غنتعامل معاه. ماشي بحال غيره هو في شكل ولكن هو طلب مني نتزوجو غير على ود صاحبو في شكل خربقانه. بقات كتفكر تجاحت صوارت وجلس تعطلت. رقيه لا انا اللي جيت بكري. مهم دخلوا في الموضوع علاش بغيتيني نتزوج بك انت بالضبط. علي بكل بساطه ما نبغيش اللي يتفلع على اخت صاحبي وباش ما تدفنيش حياتك على ود سعادة خوك تقدري تقولي انسانيه مني. رقيه بقات كتشوف شحال ما درك كيضربوا ليه في راسها. في الاخير هزت يديهم دات عليه موافقه. علي حاول يبقى محافظ على الانضباط ديالو بغاش يبين فرحته مد ليها يدو تسالمو.
علي صون عليه التاني جاوب كيهضر الورقية كتشوفي في الاخر ملي سالا ابتسم ليها سوارت وجر لها يتخدها. اسمحي لي عندي شي خدمة. رقية ابتسم لي هانية سبعات وبعينها تخرج وضربات على راسها. قلت لتصلتك راقية ما تبغيتها واحد علاش تبغي هاد المعفر علاش اوف اوف وباغي يدير على الخير في صاحبو وانا كيحسب لي كيبغيني. جغمت من الكاس. دابا انا كنبغي نو ميمكنش. علي مشى غادي للوطو كيفرنس طلب منها الزواج بسبب خوها ولكن هو باغيها باش تولي تبغيه. جاتو هاد المرة احسن منها انه يتزوج عيمات ومنها يكون قريب ليها باش دغيا تقرب منه. علي عارف راسي كنخربق ولكن مقدرش نفرط فيها. رقية غنخليها يبغيني. علي غنخليها تبغيني. بزوج ما كيفكروا في نفس الشيء. شادة السيلو كتشوف ورقة شحال تمنات هاد اللحظة ولكن ماشي بهاد الطريقة. كانت بغا عرسها يكون مقاد بغات تطلع فوق العمارية ولكن هادشي كامل استغنت عليه على ودو. عرفت ان الحالة المادية تاع عائلتها ماشي هي هاديك. مبغاتش تفجر على والدها ومبغاتش تخلي عماد مازال بعيد على ليلى. شحال تمنات هاد اللحظة ولكن ماشي بهاد الطريقة مع شي واحد ما كتبغيش. كيف كانت كتقول للبنات ما هي طاحت بنفس الموقف ديالهم. هزت راسها خات كلشي كيشوف فيها حتة عطلات سنات وحطت السيلو. علي عاد نفس خدا الورقة سنا بالزربة وهي تشتت ويصال بالضحك. كتبكي الضحك بالدموع. قرصتها مريم اللي كانت كتسنى غير هاد اللحظة امتى سهلة سيف داك اللي زغرت زغريت خرجاتها من معاكم. رقية جابوا لها الضحكة. ليلى وعماد هما قابلين معاهم لابس كومبلوكس وهاد العرس. عماد كان باقي في اثار ديال المرض باقي ما نضلوش الشعر وحتى حجبانو باقيين. ليلى شدالو في يدو كضحك. علي شد الرقية في يديها وهي كتزير. شافت فيهم قلبها كيضرب بالشهد. عدات على شفيفها وزيرت على خدودها دايره ميكاب خفيف جاها زوين. علي شاف فيها وشاف الساعة. سيادنا يلا بسلام عليكم نزها مالك ولدي لاش تربك. علي لا خالتي غير عيان شوية سيفو ويصال زربان. رقية يسكتو بدات كتبكي. غتعنقاتها نزها كتبكي هي وياها. تهلاي في راجلك ابنتي ما عرفتش كي درتي ليها. رقية بعدين مني يقول لي هو يتهلا فيا بعدا. سلمات عليهم كاملين وكتبكي. ما عرفتش الزواج لفين غيوصلها حيت هي عارفه غير اتفاقيه تيتزوج عماد وكتبغي تحيد هاد الافكار من راسها. شدها من يدها وخرجوا من فيلا ديالهم. رقية هادي دارك فين زعما غنمشيو. علي شاف فيها عينها حمرين والكحل داعله ورموش طايحين. ابتسم وقرب حيد لهذوك الرموش اللي كانوا متقلين عليها. غنمشيو لداري اللي باقا ما دخلتي ليها واللي ما دخلت لها حتى وحده. رقية هي مولف كتدخل لوحداتها. قالتهم صغره في عينها. علي كتقتليني بالضحك. رقية بغيت نقول زعما كيفاش. علي داك الدار خديتها مني كنبغي نرتاح كندخلها بوحدي. رقية وعلاش غديني معاك ياك مزوجين غير على ود عماد. علي كيشوف ليها كيشوف فيها كيفاش كتفكر كيفاش كتحرك ملي كتبغي تهضر. قرب لها وبس لها يدها غمضت عينها. سيفها هو وصل. خرجوا يعطيهم ورقة الزواج تا بان لهم في ذاك المنظر. وصل تورق ليا سيف وهي ناري السيد زربان. وصل ناري غادي ليها سيد اجي دغيا نعطيوها الورقة وعاد ندخل في حالنا. مشاو كيجرو توقفوا عليهم ونغزو عالي هاك ورقتك وسير راه اللوطو سير دردك هو وصل. علي يلا سير علقها بجنبو. تما غادي رقية علاش كتصرف هكاك. علي ما تفهمينيش غلط راه غير سيف وصل كانوا كيطلعوا علينا وانا دابا راه باقي كيشوفوا داكشي علاش بلا ما نجيبوه على راسنا الشبهات. رقية زيرت على قفصها بيدها بغات تخدم وجهها الاحمر بالعصام. مشى حل اللوطو ركب حلات الباب وركبته وخبطاتو. علي بغات تحيديه. رقية رجعت شافت فيه بنص عين وعوجات فمها. وصلوا للدار شافت كيبان لها موبل كبير شويه عالي نزلوا حتى هي نزلات. جبد لها صاكه من الكوفر شدو سدو اللوطو. علي يلا ماشي قدامها هو وهي وراه. رقية تفوت ثاني يسحبني غير باغيه ولكن اوف يسحبني غير باغيني ولكن راه انا اللي باغيه. عدات على شفيفه تضل عندها. مالك معطلان باتو هنا. رقية مالك تنفخ عليا. مشات سبقات ولا سانسوغ وقفات توقف دار ليطاج اللي فيه الدار وقف. هي بقات كتلعب بتفارات تهرست واحد. رقية تفو نهار كيدير. بعد تيدا كتشوف فيها وهزات خنافر للسما. علي خرج من لاسانسور سبعاتو حل الباب الدار ودخل حتى هي دخلت وسدو. رقية
واش الدار ما مفرشاش؟ علي لا مفرشاش. علي كيحيد في لافيس ديالو وغادي جهه الغرفه ولاقيها تابعها كتهضر، علاش ما فرشوش؟ علي حيت ما كنباتش فيه وكنسكنش فيه، رقيه وراه انا غنسكن فيه. علي وما كنت معول رقيه وكي غندير سكننا في دار بحال هادي. علي وصافي غدا فرشيه على ذوقك. ولكن مفهمش، هاد الصباغه خايبه وكتجيب الكآبه. علي البيض كيجيب الكآبه. اه قاموسي انا اه، علاش مفرش هاد البيت بحال هكا؟ فرش بيض وصباغه ماغو. علي واحد الصديقه اللي فرشاتو، رقي حيدات الفنيته من الفولار وحيدات، وعلي كيجبد في حوايجو من البلاكار. رقيه وعلاش؟ علي وكال ماشي مالك على هاد الاسئله كامله، انا كنسولك على الدار اللي غنسكن فيها. علي وهي هادي، ولكن ماشي انا اللي هزلتها. علي اوف، حتى واحد فينا ما هزل لا معامل ولا شكون ولا كيفاش غادي يعيش، ولا معامل ولا الطريقه اللي عايش بها معاه. هذا مجرد اختيار باش تحس بمقدار الانسانيه اللي فيك جهاد خوك. داكشي علاش حتى واحد فينا ما باغي هاد الزواج. صافي متفق معاك، ولكن تصبري صبري، استهور على قبل خوك واش ما يسهلش. هاز حوايج ودخل الحمام. رقيات نهدات اه يسهل، انا اللي ما تسهلش. خرجت من البيت كدور في عينها على الدار، بيوتها خاويين صاروا نتا هما مفرش، ولكن جاو فيها سراج مكبر. مشات عند السرجم وقفات دايره يدها على حناكها كتشوف النجوم والقمر كيفاش دايرين، كان على شكل هلال. رقيه تخيلت، تخلت على بزاف د الحوايج منهم شحال حاجه. ما كانش بغا تزوج هكا، ولكن بغاتو. ما تقدر تقرب لتا شي حد من غيره ولا تمت حتى شي حد من غيره، ولكن جيتي فيا انت وخربقتي ليا كاع القواعد اللي قاديتهم. اوف غير هضرت وجرحاتني قتلتني، كيفاش غادي ندير انايا؟ كيفاش غندير تخليه يبغيني؟ انزت عينها عامرين بالدموع بصحاتو، مشات حلت لافاليز ولبسات بيجامه بسروالها وجلست في الشرجم، رجليها في الدار وكتشوف الزنقه وشعرها مطلوق. علي مع خرج من توشت لابس سيغفال ديال الدار، نشف شعرو خلاه مخربق، ما بانش ليه في البيت، مشى كيدور في عينو وبدلو في الشرجم. جالسه بدل ليا رجليها كتشوف لتحت، مشى هبط من الشرجم بالزربه وسدو. واش نتي مسديه؟ واش ليطاج الخامس؟ نتي مخرجه نص كامل كطلي؟ كنت تحتي دابا كون كتشتتي ما يلقاو ما يجمعو فيك. وغير كنشوف كتشوفي كيفاش مكشكش عليها وكيغوت العروق ديال جبهتو باينين. بغات تبتسم ولكن خافت يبرد فيها جنونو، تجرى من دراعه ودخل البيت. يلا سيدي تنعسي مشى الحال، غنعس هنا. اشنو بغيتي تنعسي في الدص؟ خسرات فيه سيفسا ونتا فين غتنعس؟ انا غنعس هنا ماشي في الارض حداك. خرج للبالكون، راقي خشات راسه وسط البخات كضحك، طلعت عليه بان لها كيكمي. طلعت حيدات ليه داك الكارو رماتو، جبت ثاني وحده اخر رماتو ليه، الثالث رماتو ليه. علي غترميه غنتبعك ليه. رقي حيدات ولي ولاحت، وحيدات البكية والبريكة حتى هما لاحتو. انا ما باغاش نعيش نفس اللحظة. وقف وشاف وجهها، سمحي لي بزاف والله ما قصدت. رقي لا صافي ماشي مشكل، ولفت بعدات منو شوية ودخلت للدوش. قدات حاجة قادت شعرها، اصلا ديما كيصبح خانقة. شافت مقص هزاتو وقصات منو سال تحت كتافها بشوية، ورجعت دارت البالدة ديالها وشافت في المرايا. رقية ناري يا الحمارة يا رقية، علاش قلتي ليها نقني؟ علاش واش معايا راسك؟ صافي الا بغاك غيبغيك كيف ما انتي، ماشي تتقربي ليه، ما تخليهش يستغلك ولا عنقك. سمعتيني غنقتلك. كتخنزها في راسها وكتهضر معاها في المرايا وكتهدد في راسها بصبعها. تهزات شعرها اللي قطعت حطاتو في المهملات اللي في التواليت وخرجات، لقاتو كيتسنى فيها تخرج. عاني شويه بقى مخنوقه. رقية لا شكرا، تنهد ودخل عند التواليت عند ليلى. مسكية على دارو مغمضة عينها وعماد فايق كيلعب لها في شعرها. تهزت راسها وابتسمات، صباح الخير عماد صباح النور. ليلى كان كيحسب لي ان امنيتي الوحيدة ما غتحققش وما غاديش نكون معاك وتقول لي بوحدي. شحال فقصيني وعصبتيني وشحال بكيت على قبلك، واو وشحال كرهتك، ولكن ما كنقدرش نطول في الكره ديالي لك حيت كنعشقك مهووسة بيك، ما كنقدرش نبقى بلا بيك. شدت وجهها بيديها، ما كيهمني لا شكلك ولا حالتك ولا خدمتك ولا والو، انا كيهمني عماد تصرفاته وابتسامته وتعصيبه ديالو عليا. كتشوف فيه وكتضحك في وجهه. قلبت الثلاجه ما لقات فيها والو باش تقاد الفطور، دخلت البيت لقاتو كيهز كيلبس في حوايجو. دورات وجهها، اسمح لي يا خويا ولكن ما لقيتش باش نقاد الفطور. علي هز حوايجو كيهز في السروال ديالو فقصاتو، ديك اسمح لي يا خويا وديك الحواجز اللي بيناتهم
قرب عندها دفع عند الحيط، حط يدو بزوج في جنابها، خرج في عينيه. واحد انا ما سميتيش سمح لي، جوج ما تبقايش تقول لي عافاك، ربعه صرفي براحتك حيت ما عندي لك والو، خمسه انا ماشي خوك. علي وهذه باش تاكدي، واحد نقه علي يلا انا غنمشي نجيب لك اللي خاص من الحانوت. ابتسم ليها وجر لها خنته وخرج. رقية سمعت الباب سد وهي تجلس شدت على قلبها، ناري غيسكت هي القلب، اوف هذا كي يبغي يسطيني ولا شنو. فات كتنقص اش كيهني بديك انا ماشي خوك، يعني كيحس بشي حاجه من جهتي. ناري رقية رجعي عقلك، صافي راه غيطير لك. سمعت ذلك كيسوني ديال عاني، شافت شكون كيسوني مكتوبه سلمى، صغرات عينيها وجاوبات الو شكون معايا؟ سلمى عالي هذا اش بان ليك؟ سلمى مرتو الصوت ماشي ديالو. رقية وشكون معايا؟ مالك كتغوتي اختي بيتها عنده، ما تحليش عليا فمك ويلي. من يجي يقول لي سلمى تفحشاتك نحلو غير معاها بحالك تفو، الا ما مخلصكش انا مالي. رقية قالك ما خلصنيش، الله يحرق الشهر هند العباب ديال امك مزيان تريك الاخرى. ويلي اش كتقول ليا؟ قبل ما تقطع سمعتها خلو ودنيها مزيان وراه الهضره الخاسره من السمطه لتحت. رقية عاد شافت في التالي مخرجة عينها حطاسو، قلب حكي يضرب وكترعد. شكون هاد الحمارة هادي؟ اخ يدها كترعد بالعصا، خاصها تهرس شي حاجة بان ليها غير التالي ديالو ضربازو مع الحيط تتشتت. سمعت الباب كتحل، نط معرفات فين تمشي، حسات التالي لحسو مسترجم وخشات داك تفرتي تحت الزربية برجلها وخرجات. حل الباب لقاها غادة جاية، دخل ميكاد الكوزينة اللي كانوا فيها شي معدات ديال الطبخ ما يقلال، بغا يدور حس بقرصة في ظهرو. ما عندها الضفر دخلت لي كاع داك السم اللي فيها خرجاتو فيه. ايه منا اش هادشي؟ رقية كارز على سنانها، عيطات ليك سلمى. علي اه جاوبتيها؟ رقية لا. علي اه واخا مني تقدي الفطور هنا في البيت. رقية واخا على الراس والعين. عطيها الظهر وهي كتجمع فمها وصغرات عينيها، دارت الكوزينة وقيلا تقل البيض وتخبط في المحل. رقية قالك ما خلصنيش. علي جا لعندها، فين شفتي التالي؟ رقية ما عرفت، ياك شفتي شكون عيط قلتي لي عيطت ليا؟ رقية ما رديتش ليه البال، طفات على البيض حطاتو في الطبسيل بدات كتقطع في الكاشير وكتنقنقها بوحدها تحت نيفا. ناري وليت كنتعاد على امها، هاد الحمارة هاد المسخة هادي نشدها ناكلها. علي كيقلب ساعية في الاخر رجع عندها تاني وما لقيتوش. رقية قلب على زمرك، انا مالي ولدت تكون نسيتك؟ قلب عليا قلب عليا فهاد الساعة. حطات الطبسيل ديال الزيتون والخبز اللي جاب، حطات الفطور كامل، خبطات طبعاس التفصيل ديال البيت حتى هو. علي وهرسيهم. رقية هاك شدها فطورك، بغات تخرج من شدها من يدها. الفطور بوحدي؟ رقية صايمة. علي شنو هو؟ دوزي دوزي تفطري. رقية بغيتش نفطر. علي ما فطرتيش؟ ما نفطرش. رقية وكاع الهلا يطيحو في كرشك كاع، كلو بقى بالجوعان مالي. مشات ساست باليسة كاملة كتقلب على التالي ديالها. علي مزوج من بشرملة ولا وعرادي ولا إحساس لا ضمير؟ جبدات التالا وشعلاتو بقات كتقلب ما منش دستون ساعتها حد ما جاوبها. تفكرات تفرتي ديال التالي، طلت على علي بان ليها كيطل مسترجم وفطر باقي كيف حطاتو. يفطر ولا ما يفطرش مالو؟ انا مالي الا مفطرش هو ما غاديش نتنفس. خلي داك تفرتي تما تيعطوني تما رجلي ويشد الارض. هزات بروسة تقابلات مع المرايا كتمشط في شعرها تدخل علي شاف فيها. انتبه لشعرها، امتى قطعتي شعرك؟ رقية اليوم صباح شك زوين، شفت فيه من المرايا كان هاز قرعة كوكا ودير فيها واحد لاباي. رقية كاين شي قرعة كوكا أخرى؟ علي لا بغيتي هادي؟ رقية اه. علي محنا دورات شفايفها يمين وشمال، مشات الكوزينة عزيزة عليها كوكا، مشات جابت عليا باي وحدة أخرى وجات جلست حداها. شاف فيها اش بغيتي؟ غنشرب معاك. أجي لالا ابتسمت وخشات لاباي ديالها، بغات تمص ما كتمص لها والو، هزات عينيها ما بغاتش تجر ليا. علي مسكينة. رقية حضرت هنا كيبان لها، حبس ليها لاباي ديالها بصبحو باش ما تدوزش ليها. رقية ايه بعقلك حيد صبعك. علي ما جاوبهاش مكونسونطري مع المناضة ديالو. رقية ضرباتو وبدات كتهز ليه في كتافو، تخشى ليها لاباي بزوج فمو. رقية اوه شنو ياك كتفقس فيا على الصباح؟ يخ من الصباح تتفقس فيا بالعصا. رقية تليفون كأنا اللي هرستو ولحتو مسترجم، ما تسولنيش علاش عيطت لك ديك البرهوشه وخسرت معايا الهضره. قلت ليها واش ما قالت ليا واش ما خلصكش وصب نهدني معيور كيحسب لها انا شي عاهره. كيشوف فيها كتعترف على خطره خطره وغير بوحدها. علي
ما عندكش الحق تجاوبي في التالي ماشي ديالك. رقية، ولكن ما كاين ما ولكن، ماشي حاجتك ما تقلبيش لها ما تقيسيهاش، وعندك التالي داير فيه شحال من حاجه ما بغيتكش تشوفيها انتي ولا ديك النمره تجاوبيها. دابا هرسي وانا داير فيه شي معلومات غندير كي غندير ما ترجعوا. رقية، ولكن راك ما كنتيش وانا جاوبتها، وهي اللي خسرات معايا الهضره. علي، واخا كون ما جاوبتيهاش ما كنتش غادي تخسر معاك الهضره. رقية ما رضاتش، من الصباح طالع لها الدم وهضرته كيبين ليها راه ما هتمش بها، واش عنده مرات ولا لا، وكيهضروا له البنات. وقفات واحد على راسها، اسمح لي ما قصدتش، ما كنتش كيحسب لي هذه هي رده الفعل ديالك، كون هاني كاع ما بقاش نقرب ليه. المهم اسمح لي دابا، ما كنتش عارفه، انا غنرجع لك التالي وما غنبقاش نقرب لحاجتك والبلاصه اللي تعمرها انت غنخوي انا. صافي هادشي اللي بغيتي من هنا الناحيه، كون هاني خلقت لك مشاكل صافي، انا ما بقاش نخلق لك المشاكل. هاد الشهور اللي باقي كامله غتكون بلا مشاكل، داكشي علاش تفاداني ونتفاداك. ضربات دخلت الحمام قبل ما يجاوبها. علي ضرب ديك قرعه الكوكا مع الحيط تشتات. اوف، شي حاجه في بالي كتقول له تعامل هكذاك انت، لي مهموش ما عارف علاش قال هكذاك، ولكن صافي اللي عطى الله عطاه، تصرف معاه وفات الفوت. مره ذات وهضرتها، يعني هي حاسبه هاد 6 شهور. خرج من الدار وخبط الباب. رقية في الحمام محملهاش يتصرف معاه بديك الطريقه. هي فعلا هرست لي التليفون ديالو، كانت كتنكر كتكذب عليه، ولكن برغم من كل شيء ما توقعاتش غادي يدير هضره ذات الفعل كامله. رقية، جمعي مخك صافي، غدوز هاد 6 شهور وغتخرجي في حالتك من هنايا بحال ما كاين حتى واحد في حياتك، كاين لا راجل لا والو. بكات تبردات وخرجات من الحمام، عرفتات نيشان على داك الزاج، ترجحت اللور شدات رجلها. تفو على زهر، يخ مقدرتش تشوف رجليها ولا تحيد الزاج، حيدته غير بلا ما تشوف، ولكن ضغط لها اللحم. جرات تيشيرت من لافاليز ديالها قطعاتو ولواتو على رجليها. صافي صافي سكتي سكتي يا رقية. في المساء رقية دوزات العشية كامل غير كتكونيكتا مع سيف ويصال، أما حتى ليلى ممسالياش ليها، جالسة وسط الدار في البرودة مربعة رجليها وكتفرج تجاهل الملل، حتى عادي معرفاتهاش فين مشى. سمعت الباب تحل، ما ظهرت شافت فيه. علي دخل لبيتو، بانت ليه جالسة في الأرض متحركاش، دار يدو في جيابو. نوضي البرودة عليك. رقية، مشكيتش عليك. علي هزها من ديك القنت من القب ديال البيجامة ودخلها البيت. حيد مني هذا فرش، علاش جالسة في الأرض؟ رقية، بعد مني خفيك تحت الكارة. أوف، علي حل مجر، جبد منه واحد الباكي ديال المسكة خشا وحدة فمو. رقية عدوها هي المسكة، ما كتحملهاش، ما كتحملش شريحتها، وبالخصوص تشوفها مضوغة ولا شي حد كيندغ فيها بداك الصوت كتجهل. وغطات عند رقية هي فاش كتحلم بالمسكة. رقية، حيدها. علي، شنا هي هاديك اللي فمك؟ أوف، حيدها. علي، ما كتحملهاش؟ لا. قرب ليها، حلفي. رقية، وبعد عليا حيد الزمر، ياك ما كتحمليش ريحة الكارو؟ واللهما ريحة الكارو ولا هادي، تفو حيدها. واخا لالا، وها وحدة نقطة ضعف زوينة هادي. قرب حدا ودنيا كيندغ فيها باش يحسبها. تبدات كترجع عليه حوايجو كاملين رقداتهم لي. بيان سيغ سيدة، نهار كامل ضلات على البيض والكاشير وتبقشيش والمسكر وعاتها. علي شاتو، دخلت للدوش غسلت وجهها وفمها، مشات جلسات فوق السرير مخسرة كماسة، باقي الصوت ديال المديخ كتسمع في ودنيها. رقية، شوف كي دير المديخ ديال تفو ديال دوك العاهرات. علي، بغي يحيي التيشيرت ولكن ما عرفش كي غيدير، خاف يعمر ليه وجهه وهو كيعيف. علي، تفو شد المرض هذا. رقية فهمات ودخلت للدوش، قطعت المقص اللي قطعت به شارة هزات وجات عندو، شدات التيشيرت من الطرف قطعتو ليه تبقى عليا من الفوق، ما شافتش فيه الواد التيشيرت ورمعتو. رقية، لوحديك المسكة قبل ما نكملك اللي باقي، يخرب عيطني حيدها. علي خرجها من لسان ممدوغة. رقية، تصرفقاتو علي صير على عيني بزز، ما بغاش يفوت فيها شي ضربة، كيحاول يكلم راسو. رقية هي اصلا معصبة وعصبية، ولكن المسكة صافي راه عدو ساكت كمل ليها اللي باقي. ما عقلش على راسها فاش ضربات، ولكن ديك المسكة الممدوغة ديما ضاربة هي وعماد وضحى عليها، عماد ديما دايرها لها في الماكلة باش كيخليها تخليها ليهم. رقية، ناري وعدتك سمح لي والله ما درتها بالعاني، راه ما كنحملهاش، ما شعرتش براسي. شدها من درعها وزير لها. اش هاد التصرفات ديال الدراري الصغار؟ واش صبرت ليك كتدير هادشي كامل؟ اش هاد السيجي تاني جديد ديال المسكة؟ هو كيغوض، ورقية تنطرات منه هزت صبعها وعينيها فيه. غتغوش عليا،
علاش غنضربك؟ قلت لك اسمح لي صافي ما درتهاش لك بالعاني. علي لا درتيها بالعاني بصح انت كترطي عليا. ما كيعجبونيش دوك التصرفات ديال الجاهليني ولا تصرفي ببروده. اكثر اكثر واحد فاهم بانك ما كتصرفيش على طبيعتك، ولكن باش ديري هاد التصرفات راه كلشي هادشي سمح لك عليه الا هادي. نقصي من الصبعة ديالي راه ما نسمحش لك بها. رقيا ما تغوتش عليا، بلي ولدني وخويا اللي كان معايا في الاول عمرو ما كيعوز عليا. شكون انت دابا كتغوت عليا؟ سكت سكت ليك بزاف، ماشي حيت عاونتيني عاونتي خويا، حيت تزوجت ترجع عليا كلشي. انت انا ما باغاش هاد الزواج بحالي بحالك، وجالسه هنا فوق خاطري وكارها هاد الجلسه كامله، كارها اكثر ما كتخيل. ولكن صابره على وديت خويا وعائلتي، وداكشي علاش ما تاخذش السكوت ديالي كنقطه الضعف. ما تاخذش هاد النقطه ديال القوه ديالك، سمعتيني؟ حيت انا ما نصلحش لهادشي كامل. انا ما صرفقتكش حيت بغيت نجبدك وحشه هضرتك، صرفقتك حيت بصح بلا شعور وهضرت صباح بلا ما نعاودها ليك. حيت انا وياك ما كنتفاهموش، وعلى الاقل كل واحد يعطي الاخر في الثقال. سمعتيني؟ كون كنت شي بلاصه اخرى ما غاديش تشوف زهيره كانت ناقه، حيت حنا في نفس البلاصه. رقية عصبيه وعلي عصبي، حتى واحد فيهم من برد والعافيه وليسونس تلاقاو. هي طالعه هو اكثر منها، مي هو كبر عقلو عليها ما غيدخلش معاها في نقاش اللي ما ليه حتى اساس. نض هكاك علي، وانا ما نادمش على هذا الشيء. راه ماشي بالضروري تسكنوا في دار وحده، ولكن انت راحتك فاش ما نكونش انا فف هنا صافي داكشي اللي غادي يكون. خرج ما ولاش رجع لي كامل. ورقيا كتندم في راسها، ندم معها الحال على الهضره اللي قالت. مبغاش يجي عندها، بقات جالسه كتلعب بصبعانا. شافت الساعه كانت 3 ديال الصباح، يلا بغات تطفي الضو، جات سمع الباب تحل، قفات مشات شافت وحل الباب ودخل. علاش تعطلتي؟ مالك وقعت لك شي حاجه؟ شاف فيها ما جاوبهاش، مشى لبيته جبد واحد البلاكار فراشه وداز من حداها لواحد البيت اخر مفرش، حط الفراشه وتكى عليها ودار يدو تحت راسو وغمض عينيه. رقية مشات لعندو كتدق ما جاوبهاش، دخلات. اسمح لي ما قديتش قبيله نقول لك هكذاك. علي ماشي مشكل، مهم ملي تخرجي سدي معاك الباب ونحسي راه مشى الحال. رقية تنهدت وخرجت وسدات الباب وراها. جلست في بيتو عنقات المخدة ديالو، خشات فيها راسها وغمضات عينيها تدها النعاس. قررت تفيق الصباح وتوضح ليه، ما تخليش هاد الخلاف يطول كثر. صباح جديد، علي فاق بكري، بدل دوش وحط شي فلوس حدا الكوفز حدا رقية وضاف فيها مقربش، حيت عارف بلي العزا خفيف تفيق به قبل ما يقرب لها ويضيع الكبرياء ديالو على والو. عالي وحنا غنشوفو فين غتوصلي بهادشي ديالك. هز شي وراق وخرج. دازت سمانه اسبوع راقية من داك النهار ما شافت عالي. صار واحد النهار لقات حدا راسها فلوس والثلاجه معمرها من ا زد، ما عرفت لا امتى جا لا كيفاش. بغات غير تشوفو هو على الاقل كيشوفها هي ناعسه. هي سمانه ما شافتوش، ما عرفاتش شنو غادي تقول الوصال ولا شي واحد يجي عندها، حيت اصلا الدار ماشي ديال الاستقبال. حتى حالتها حتى ماكلتها ما مقاداش، تلقاها قهرها الجوع كتخربق شي حاجه من راسها، حتى راسها على المخده وكتلعب بشعرها، كتحس براسها سخونه وفيها تبريشه. الدموع على طرف عينها واخا عصبها في داك اليومين، ولكن بغات غير يرجع، بغات تعيط ليه، التليفون هرساتو ليه. كتحس براسها ماشي تلهي، شي حاجه ناقصها، كتفكر تصرفاتو كتمرض اكثر. سمعنا ما سولش فيها اش خاصها ولا مالها، حسب لي بلي حاجتها غتكون غير في الفلوس وداكشي اللي حط ليها. هي ما كتهزمش اصلا، كتحطم في واحد المجر وكتبغي تنعس ديما مع التيشيرت ديالو. غير نقاش بسيط واغلى تخرجات من فمها في لحظه غضب، خلاتو يبيع دلعها وعاقبها بهذيك الطريقه. نعست وهي على امل هاد المره تفيق وتلقاه كاين تما حداها. عمرها توقعت يكون الحب صعيب لهاد الدرجه. شحال عيرات ليلى وخاصمت عليها وضحكات عليها، ولكن لقات راسها طايحه في نفس الموقف. جالس هو وعماد في المكتب بحيره، واحد المافيا فين كيحطوا الكوكايين وما فين كيصدروا. عماد بركه الغدا تبلوكيت صاحبي. علي دخلتي في صحتي هاد المافيا عماد، بغيتي تقول صحتنا كي دايره راقيه. فكرتيني كنهضر معها في التيلي دغيا كتزرب عليا، ياك ما مريضه؟ علي لا عماد وسلم عليها، جيبها للدار ولا نجي نهجم عليك. علي اه مرحبا. علي حيد المسكلاحه حيت فاش كيكمل قارو كتبقى الريحه كيبغي يحيدها كيدير المسكه، ما كيندغي غير شويه وكيلوحه. عماد كون كانت راقيه كنت صرفقاتك. علي شاف فيه كيقول في خاطرو راه صرفقاتو نيت، ولكن عماد قالها هكاك يعني راقيه ما كذبتش عليه.
علي لهاد الدرجه ما كتحملهاش. عماد لهنا يوريك حتى السيده كتكون بخير صحه سلامه على بالها كنضوله لحد المسكه فوق الطبله يدوز عندها النهار كحل. كنت ديما كنديرها لها في العشاء باش تنوض ما تاكلش. علي تفو نوض خرج وعماد دور وجهو بعدم فهم. عماد هذا مالو هذا مالو باين كحل هو وياه. الصوره التالي شاف هو كيضحك. عماد وي حبي عند علي وصل للدار مشى للبيت نيشان دخل بنت لي ناعسه مشى جلس في جنب ناموسيه حيت لها شعر على وجهها مزندقه بزاف حتى يدو على خدها كيلقاه سخون حتى صبعو تحت نيفها حس بالنفس ديالها كتفور لقات لها جبهتها اوف هادشي اللي بقى دورها لعندو جلسه وهي مرخيه رقيه فيقي فيقي رقيه رقيه بدات كتحل في عينها بشويه شافتو هي كتجبد عينها بالزربه حطات يدها على وجهو حشومة عليك والله علاش درتي ليا بحال هكا علاش صافي صافي راه طالع لك سخانه خاص نزلوها رقيه تنطرات منو عينها عامرين بالدموع ضرباتو لصدرو بيديها بزوج علاش درتي ليا بحال هكا وخليتيني بوحدي زيد شويه تسطى بوحدي في هاد الدار ياك واخا تكون ما عرفتش كي دايره واخا تكون ما عرفتش شنو درت لك ما ديرش فيا هكا ما حسيتيش بيا مخليني بوحدي ما عرفتش كيفاش نتنفس وليت كنشكك في راسي ودابا هادشي عندي كتهضر وتضرب فيه والدموع والخناين دايزين علي نقطة الضعف ديالو هو دموعها جرى عندو عنقها زيرات سيد على ظهرو كتبكي وكتنخسس صافي ما غنبقاش نخليك يلا غسكتي بعد عليه وكيمسح لها في دموعها صافي ما تبكي اسمح لي غلط رقية وعدني عافاك ما تمشيش وتخليني مرة أخرى شدت وجهو حطت جبهتها على جبهتو وعدني عافاك كان وعدك ابتسمت لي وغمضات عينيها توحشتك علاش درتي لي بحال هكا علاش خليتيني بوحدي علي هو صافي صافي غلطت ما كنسواش تاع علي دابا اجي دوشي صبرت لك بعدا السخانه رقية ما بغيتش تبقى حدايا ما بغيتيش تمشي واخا يلا نجيب لك شي حاجه نحطها لك على جبهتك رقية لا لا بقى حدايا عافاك علي تنهد حيد يدها من على وجهه يلا انا راجع دابا رقية تنفجرت بركا غتمشي وتخليني ثاني ياك صافي يلا سير علقات المخده ديالو خشات راسها وسطها وكتبكي مشى للكوزينه شويه رجع في يدو بانيو صغير فيه الماء حل مجرج بدو واحد الفوطه صغيره دارها في الماء ودور رقيه لعندو تبغى تنوض وجلسها وزكاي تما كتي عا كترطاي رقيه عينيها كتحلم غير بزز كتحس بيه كيحط فوق راسها شي حاجه بارده ما قداش تتحرك غمضات عينيها ما حاساش براسها صباح صباح جديد نحس مخربقه اللي دايرين لا هو لا هي بخصوص علي نحسو مخربقه نحس بالمقلوب جهه اللي عاطي فيها رجلي عاطي فيها راسو حط حنكو على الكادر ديال السرير ويد من ليا من السرير ويد الاخرى معلق بها رقيه اللي حتى هي مشروضه في نعستها رجل في الارض ورجل فوق علي بس كتفيق مخسره وجهها حيت راسها داره كتبعت يدي عليها تجلسات وشافت فيها ضحكات تصغر عينيها بس كترجع الذاكره تفكرات اش قالت ليه ندم معها الحال شافت فيه كيفاش نعجب ليها الضحكه حطت يدها على ريحيتو على رموشو وشعرو وهزت التالي ديالها وصورته بداك الديكور وحطاتو تاني شفت البانيو والفوطة عرفت بلي صار معاها ورجعت تخشات فيه توحشات وتا شي حاجة ما تقدر تنسيها فيه الوحش اللي كتحس به جيسو كبير وكتحس بإحساس وين هو وحدها وخا واخدها من جهتو موقف وبزاف د العتاب حيت مشى مطلش عليها ولكن غير شافتو غفرات له كلشي هي شي من النوع اللي كيحقد ولكن في نفس الوقت ماشي من الملائكة علي مع حل عيني بدا كيرجع حسين تالور مشكلتو فاش كيفيق خاصو واحد ربع ساعات كيرجع للحاضر كيفيق وكيسهى رقية كتشوف فيه كيعجبها تصرفاتو دار جيسا حتى يدو على جبهتها شوية بقات بصوت زوين ولاحت في نفس الوقت علي باقا سخونة شوية ما جاوباتوش رجعت عينها للسقف شحال بليها عاد ناضو دخل الحمام نهدات مخسرة ليا تسمحي ليا يخ نوضي نوضي شكون مسوق ليك شكون مسوق لطاسيلتك يختفو يحسب لي غير الشيطان نتفادى هنيت شوف اش غيدير المهم انه كاين عنقات المخدة ودارت فراس برجليها ورجعت نعسات علي خرج من الدوش شافها رجع دايره داك النعسه وعاطيها بالظهر جبد سيرفيت بدل ما فيه اللين شاف شعرو عيان شاف فيها بزاف ندم اللي خلا هاد الاسبوع اللي داز عليها حتى هو مكفس على الاقل هو كان كيشوفها مي محاجه بزاف ولات هي كلشي في حياته ولات حياته مخربقه بالخصوص باقي ما معترفش ليها بالحب ديالو هو ما صالحش معها ما صالح حتى مع راسو وهذا هو الديفو اللي فيه ما باغيهاش ترفضو حيت رفضاتو غيصدق مصفيها ليها هو هادشي اللي ما باغيش باغي هاد 6 شهور ما تدوزش
دار شاف فيها وتنهد كيفاش عطاتو ورسو يخليها وحده في الدار. بقى جالس شعره كيقطر، بانت له ناقص حوايجها شي طالع شي هابط، مشات للدوش غسلات وجهها وسنانها وخرجات. كان في الكوزينه وجد الفطور ديالو بقى واقف شاد التالي، شافت شعرو سار دو سرجم حلو سدات الشرجم. علي لبسي حوايجك راه خارجين. راقيه ما راش قاش ليا. علي ما سولتكش، ما سولتيش حتى فين غادي، ما بغاش يرجع في كلامه. علي ما توحشيش ماماك وخوك. راقيه بصح مشيو عندهم. علي لا كلشي مشيو عندنا في الدار اليوم. راقيه واش هادي؟ ويلي راه ما فرشاش حشومه. علي لا راه في الدار الاخرى. رقيه اه واخا. علي يلا جلسي تفطري بعدا. رقيه جلسات بقات كتشوف فيه، بغاش تحزرو حيت هكاك هادشي اللي قلعها راسها. بدات كتاكل عندها شهيه محلوله ما تسوقاتش لي واش يفطر ولا ما يفطرش. مبتسم وما داتهاش فيه، وهي كيشوف فيها كيفاش كدير ليه. كيقلب على واحد الباندا تلقى المجر فيه الفلوس. شاف لقى الفلوس تحت ليها كلهم في داك المجر. يلا غيدور يمشي عندها. دخلت مشات حلات المريج، بدات حوايجها اللي كانت استفاتهم على ذوقها. علي علاش حاطه هادو تما؟ كيفاش دوزتي هاد السمانه؟ رقيه وهادشي فاش كيهمك انت؟ علي اه كيفاش فاش كيهمني؟ كيهمني لالا جاوبي. رقيه كون كان كيهمك كاع مات لوحدي هنا، نفسي وليت كنشك فيها. علي واش غنبقاو بحال هكذا؟ غنبدابزين. طلعي طلعي هادشي في راسي، طلعي على قبل هاد النير علاش خرجت من هنا. رقيه ما جيتش وسولتك فين كنتي ولا معامل ولا حتى اش كنتي كدير، سولتيني جاوبتك على قد السؤال. فاش كيهمك هادشي نصرفو ولا ما نصرفش؟ عافاك انا ما قادرش على هاد الهضره. حطت الحوايج فوق السرير، بغيت نبدل. علي جلس فواحد الكرسي كيشوف فيها. مدلي ما شدكش؟ رقيه واخا. حيدات الفوقاني ديال البيجامه، بقات بدوني ابيض. واحد الخاله كتبان لها في صدرها وعنقها. كتبدل ما مسوقاش ليه، مشات رجعت بلاكاج، بدات واحد الكريم وشورت حيد الرطبة، دهنات الكريم على يدها، عاود حيدات السروال، بقات غير بسليب حيت لبسات الشورت. رقية أصلا مصاندلة، فين فقلي فين كتجي هالحشمة؟ وحنا كأصلا ديما مصدقين، وهي مبقاش مسوقة لهادشي. واش كاين ولا ما كاينش؟ هو اللي مبغاش يخرج، حيت أصلا ماشي حرام هادشي اللي كدير، هدا راه راجلها. جمعات شعرها، علي كيقول هنايا غتحشم، هي غتحشم، بحال بحال البنات، دابا تخرج تبدل برا ولكن والو. كيشوف فيها كيفاش السيدة كاع ما على بالها. قصيره فورمه على قدها، حنيكاتها ما جاوش غير هكاك، راه من الفورمه ديالها ومن الماكله ديالها اللي كانت هالقاسه كتخشيها في داك الوجه. دارت لقات واقف عند وجهها. امان نهاش كاين، كمشات فيه حجبانها وقيلا مالنا. علي الصبر راه صبرت عليك. رقيه اطلق مني يا ويلي. علي هاد البوطه الصغيره قهرتيني. رقيه لا لا لهلا يحيك، تبوطه صغيره مالي بنت لك زرقاء ولا لاصقه في الارض؟ هالي من ناحيه الزرقيه ما كايناش، ولكن لاصقه في الارض اه بلا ما نكر. رقيه غتطلق مني دابا؟ لا. علي هبط عيني كيشوف فيها وكيبتسم. رقيه ما تبقاش تقول لي بوطه. علي ما نقدرش نحيد لك سميتك، راه كتجيني طويله. رقيه كتشوف فيه كيفاش كيضحك. ويلي مال هذا شخصيته بقات بدلات. علي نقول لك فرسوزه؟ رقيه ويلي من طاحت عليك هادي تاني. علي زوين 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 والله الا بوغوز. رقيه انت مسالي قبك وانت حمق تتفرج فيه. علي شتي فاش كضحكي شحال كتولي زوينه وكيوت. رقيه وشتي فاش كتحيد القصوحيه شحال كتولي انت زوين وكتدخل الخاطر. علي وشتي فاش كتكوني قريبه ليا قلبك شحال كيبدا يضرب. رقيه لهاد الدرجه حسب حركاتي؟ علي اه لهاد الدرجه فروش. رقيه مليت من هاد العيشه. علي وانا اكثر. رقيه ما بغيتش زواجي يكون علي ولا حتى زواجي. رقيه نصلحو الغلط؟ علي اه نصلحو. رقيه كيفاش؟ علي نسبقو الدخله دابا ولا العشيه؟ حلات عينها ضربته على صدرو. بعد مني بقيت بغا نصلح الغلط، بعد مني عطيني ابتساء. والله الا زوينه هادي منيتك. علي بركه من الخبز، شوفي كاش كيسابقك. رقيه عاجباني كلشي انت سوقك، اش عاجبك فيها؟ وهي دايره بحال العجينه خاصها تقصح. رقيه ويلي ما بغيتش نضعف انا اصلا، انا باغي بحال هكا عاجبني راسي. علي وبقاي غدا وكتغلاضي تتولي بحال غوريلا، ماشي غير بوطه صغيره. شدي لي مني واحد شويه انت دايره كي الجراد. رقيه بركه من المعيور، ما عاجبكش خرج لها نيشان. رقيه شوف ما عمرني حتى تقتي في شي واحد ولا خليت شي واحد يقربني، انا بغيت نعطي فرصه لراسي. مني ما كنبغي حتى واحد، علاش ما تكونش انت هو الاول في حياتي؟ مادام ما زوين ما كاين علاش طلاق؟ علي ابتسم بزز منك. طلاق ما كاينش، ما غيكونش بزز منك غتولفيني. رقيه لهاد الدرجه كنعجبك؟ علي كثر ما كتخيلي.
راقية شوف انا ماشي من النوع اللي كيمشي بالاوامر بخاطري ولا بلاش علي، وهادشي اللي عجبني فيك. رقية وصافي يلا هبطني دابا البس حواجي راه غيضربني البرد. رقية تنهدات وهي كتشوف فيه كيفاش كيستفزها. علي هي يلا لبسي حوايجك وعطش، مبغاش تشوفي امك؟ لا باغا. رقية كتجمع في العصا حتى هي لعقاتها وتعالي حتى بزوج بيهم خوت بقلو روسهم تاتحو. جات كاو فوق السرير رقية اي عيقتي الموت هادي، وليت كنشوف غير الضبابة. علي وتا هي كيحكى على نيفو وهي وقفات. علي انشوف شاف دغيا تبقلات ولات عندك بوطون انورك على الطفال. رقية بعد مني واحد سيني تسبابي باش ضربني البرد. بقى كيحك في نيفو شادها عطسة ورا عطلة مبغاش تحبس لي. رقية ضحكتيني والله. علي حيد يدو على وجهو لصقات لي كلينكس في نيفو. رقية ما فيا ما يشوفش كارثة. علي بغيتي تقولي لصقة؟ رقية ناري سكت سكت. علي يلا لبسي حوايجك صبري خلاص عجبك الدورة من دوك الحوايج ها البرد راه ضربك. رقية دارت كتلبس حوايجها كتقول في خاطرها ما كرهتش كون بقيت انا وهي في الدار ولا هاد الخرجة. لبسات جلابة في بلون كاسي وصباط ودارت الفولار. تلا ديالها كيصوني هزاتو وعلي كيشوف فيها شكون؟ رقية سيف. علي وسيف علاش كيصوني لك؟ اش عطشو اش حاجة ضروري؟ سيف هاي. علي اش خاصك؟ سيف يلا باي. قطع عليه علي شاف التالي كاتب عليه سيف ودايرة حداق لباس. اش هادشي كون غير تزوجتي بيه وحسن؟ رقية راه هو اللي دخلها والله ماشي انا. علي بغى يبلوكيه من الواتساب لقاها مصيفط ليها اوديوهات حتى هي مصيفطه ليه كل اوديو ما كان غير دقيقه والفوق. علي جلس ورقية بقات تحيد ليه التليفون ما بغاش يحيدو لها كاع وجهها خبجو لها ورغم ذلك مقاومه. رقية علاش كتقلب في الخصوصيات ديالي؟ علي اش كتقولي؟ رقية والله ما كنهضروا عليك. بلوكاه من الواتساب ومسح النمره ديالو وعطاها التالي وشاف فيها هاكي نسيو ضميرك ولا هضرتو عليا ما مسامحش لكم. رقية ولا ولا راه هضرين عليك ولكن ماشي بزاف فهمتي. علي زيد قدامي. علي يلا زيدي سنتي قدامي. رقية صافي ما تقلقش مني. علي يلا غير زيدي. شدها وكيشمر على نيوفو هابطين وكيهضروا تركبوا في اللوطو ديما راه غادي كيمسح في نيفو بالكلينيكس ولا نيفو حمر. وترقية رقية كتبقى تشوف المجر تلقات باكية ديال المسكه حتى من السرجم تفو صبحنا على الله. علي شتي البسالة راه عزيز عليا ديك المسكة كتعكر وشافت فيه وهذا توا عزيز عليك كتعكر به. علي شحال فيك دابا ديال تبقشيش ودي الزبل تما. رقية توا لا حتى من السرجم تا هو بقات كتقلب تلقات بروسة ولقات ريسيل. اويلي شهاد الشي واش عندك انت صالون هنا؟ جبدات شوية باكية ديال الكونتور. رقية اشنو هاد الشي حيش هاد الشي؟ علي توا انتي مالك؟ رقية كيفاش انتي مالك وانت هاز معاك عروسة؟ ويلي عرسة ديال الميكاب وتقول لي مالك ديال من هاد الشي؟ علي ما قلتش ديال شي وحدة اين وحدة فيهم لحت كل شي من السرجن. علي اش درتي؟ رقية تتعقل على مولاتهم عاد هضر. علي راه ديال الوصال داك تخربيق اليوم غتقتلك غتجي تهز امه دابا دبري المحينك معاها. رقية تيقتك. علي هبطي هبطي حلت اللوطو هبطات تناتو تهبط سد ليها في يدها هزات عيناها وابتسمت هو ضحك ثم غادي جهة الباب. رقية شوف غندخل ندير راسي مقلقة حيت واحد ما جا عندي. علي منيتك؟ رقية انا راه زعما نتزوج ما داروا لي لا حفلة لا والو ضيعوني. علي زيدي زيدي دخلي انتي راه البرد صاتلك في دماغك. رقية والله حتى حاسة بهاد الضربة منفوخة. علي غير شوية ماشي بزاف غير علمتك بها وصافي. جبد السيروت وحل الباب كان ظلام. رقية ما كاين حتى واحد. عوجات فمها تشعل الضوء. عيد ميلاد سعيد. رقية بقات كتشوف ما عرفت عيد ميلاد من. علي ترى قالوا لك عيد ميلاد سعيد. رقية ويلي اليوم شحال في شهر؟ علي 26 عيد ميلاد كفرتوتة. رقية ويلي عيد ميلادي. سيف جا عندها شدة في يدها وحاضي مع علي. سيف عيد ميلاد احسن فرتوتة تخلى علي وات. رقية شافت في علي وهي تشتت بالضحك. رقية وهي سميا نشد عليك. رقية مشات سلمات على كل شي وعنقات عماد فاش شافتو رجع صحتو ورجع شعرو ولحيتو كينوضو. ليلى كي غادا مع الزواج رقية حطت يدها على فمها وطلقات بوسة. رقية عماد ميكروبا احترميني. رقية مالك الزواج زوين تنكر؟ علي من حيت زوين زوين. رقية عوجات فيه هكذا داز نهار مجموعين كيضحكو تسمعو الدقان مشات ويصال حلات لقاتو حمزة ويصال اوي لاش جاي دير سير في حالك سير
حمزة جبد وردة ومدها ليها، زوجي بيها الهار وصل وصافي سير بعد سير. حمزة وناري راه بغيت نتزوج عباد الله. وصل ويلي سكت مالك تسطيتي حمزة، ولي بغى الحلال تسطى. علي سمع الغوات وخرج جاب فيه، واش انا وليت نصبح ونبسي على كمالتك؟ حمزة وزوجوني عباد الله. علي تفوق بجوج مبرهشين، كي غديروا لهاد الزواج عندكم؟ دازت العشية وتفرقوا عطاوها كادوات ديالها، رقية ركبات في اللوطو. جات ويصل خشات راسها، علي فين داكشي اللي قلت ليك جمع ليا تبقشي شتي؟ رقية ناري ديزولي اختي لحتو. علي كثيرة ويصل بقات كتعاير، رقية ناري بقات فيا. علي وانتي اللي بقيتي فيا، راه قلت لك داكشي ديالها. رقية وعلاش؟ علي ما جاوبهاش، وقف اللوطو جنب الطريق وهبط في نفس الخلاء اللي عرض عليها فيه الزواج المرة الأولى. حل اللوطو شدها من يدها وهبطها. رقية مالك؟ علي حط يديه على خدودها، ركز فيها الشوفة. علي ماشي غير كيبغيها، كيحماق عليها، ماشي حيت هي بنت، حيت هي راقية، شخصيتها تصرفاتها، واخا كيتبدل كلشي فيها كتبقى هي نفسها، شخصيتها منفردة. عمرو ظل أنه يبغي، ولكن نهار بغا بغا بطريقة مختلفة ولا مهووس بها. كيصبح وكيمسي على صورتها، مكيبينش ماشي الهوس هو يكون معاها في الفراش، لا هوس شي حاجة أخرى. مكيبينش ولا مكيبغيش يبين، شاد راسو بزز باش ما يعنقهاش ويبقى يشوف فيها غير هي وبس. رقية كتشوف في عينيه كيفاش كيبريو. مالك علي؟ انتي رقية خلقتي كاع القواعد ديالي، انتي جيتي خليتيني كنشوفك بوحدك من نهار ضربتيني بداك الصباط. رقية امتى ناري؟ علي انا اللي هربتي مني وريني شتك فيك الزهايمر. رقية دخلني عليك بالله. علي ايه؟ رقية كمل. حاطه يد على كتافو بحال كانت كتوقع هادشي اللي غيقول. علي هادشي اللي كيعجبني فيك، ملي خديتي هاد الثقه وهاد الصراحه كامله. رقية ما بغيتش نبان عليك صراحه، ولكن كنحس براسي مختلفه، الكذبه ما كنقدرش نطول فيها، ما كنقدرش. رقية بغات تهضر، تاع ديال علي كيصوني، شاف شكون كيصوني وتنهد. شكون؟ علي شاف فيها وجاوب، اش كاينه سلمى؟ شحال مره قلت لك ما بقيتيش تصوني عليا، اش واقع؟ صافي هاني جاي دابا. رقية خدات ليه التالي وخبطاتو مع الارض. علي اش درتي عاوتاني؟ واش انا باغا نهضر معاك؟ علاش موقفني هنايا من الاصل؟ لا كنتي غتهضر مع هذيك في التالي. علي وما تغوتيش. رقية ما كان غوتش، اشنو علاقتك بهذيك؟ علي يا ربي تحبس من الغوات، راه غنلصق لك راسك مع داك الشجره. رقية هادشي فاش فيه الحال غوات. علي يلا صافي سكتي دابا، ركبي غنوصلك للدار عندي ما يدار. رقية تخشيني ثاني تما وتمشي لعندها، قلت كنتي عندها داك الوقت كامل. علي انتي اش دخلك في هادشي؟ رقية ضربته وعاودت ضربته وكتبكي ودموعها على طرف عينها. صافي ياك مليت، مابقيتش قادرة نحبسها، صافي مابقيتش قادرة نحبسها في الداخل ديالي، كنبغيك اهالي، واش مكيهمنيش تبغيني ولا لا، معرفتش، ولكن انا كنبغيك، هادشي اللي كنعرف، عمرك غتكون شي وحده اخرى من غيري. علي كيشوف فيها شحال ما نقولوش صدماتو، كون كان حاس بلي كتميل ليه ولكن ماشي لهاد الدرجه، قرب لعندها زير عليها، كان هذا هو جوابو ليها، ما قدرش يهضر، متوقعاش اصلا غادي تهضر بهاد الطريقه وبهاد السرعه. ما عرفاتش كيفاش قالتها، ولكن تنفسات بعد ما قالتها كتحس براسها استراحت، بدات كتبعد شويه وشافت فيه. عافاك ما تحسبش ديك الكلمه نقطه ضعف ديالي وتحاول تلعب عليا بها ولا تضحك عليا بها، حيت غيكون رد فعلي مضر ليك بزاف. حاطه يدي على وجهها، شاف عينيها، اش كنتي كتسناه مني نجي ونعنقك؟ حاسه بيا نقول لك كنبغيك؟ رقية زيرت على يديها، شافت فيه حجبانها مجموعين. علي لا هاد الخنزيره افرتوسه، ما ديريهاش درك داكشي اللي كنتي غندير، هو اللي درتي انتي. قرب ليها، جبد من جيب واحد الخاتم فيه حجيرها بسيليا، غزيديها وبدا كيركب لها في الخاتم. علي كنتي كتسناه مني نقول لك كنبغيك؟ شد يدها وباسا وهز عينيه فيها، ايوا راه كنبغيك الفرتيته ديالي. رقية ضحكت تصغر عينيها، حطات راسها على صدرو وزيرت عليه، ما همهاش واش هي تعترف ولا لا، تفكرت سلمى وشافت فيه. شكون هاديك سلمى؟ علي انتي مالك راه خدامه معايا. رقية وعلاش هاديك بالضبط؟ انا جاي دابا، علاش قلتي لها انا جاي دابا؟ علي لقات شي معلومات على واحد العصابه. رقية معلومات مع العشرة الليل ديال هاد المعلومات تنوض تكمش بهراك من الطنس، هادي راه باغا يمشي عندها. علي شت سكتي من التفلية حشومة. رقية شافت في الخاتم وابتسمت، خاتم زوين عجبني. علي اواه مزيان. رقية اه عجبني. علي يلا مشو للدار. رقية علاش؟ علي طورة في كل شيء تلها دي تكلختي فيها.
لقيا ولا دابا دير بحال الرجال وهزني وركبني في اللوطو وقول لي انتي احسن حاجه في حياتي، ولا ما عندك غير الغوات والعصب عادي بالمشاعر الاخر؟ علي واخا لا ماشي هكا، راه هكا غتقرب ليا مصارني. علي يلا زيدي زيدي ركبها في اللوطو، دركب هو وقرب ليها. رقيا الهيماجي الاخر ماشي هكا، واش انت ما كتعرف والو؟ علي وقف قدام الموبل وشاف فيها مشر وهز حجبانو. رقيا مالك كتشوف فيا هكا؟ علي اليوم غنتزوج زواج ديال المغاربه. طالعي في لاسانسور علي كيتبسل عليها. رقيا وعيقتي؟ علي واش فرتوسه؟ رقيا سبقات للدار، حل الباب وتفعل داخل. هكا فمي اجدك تقول لي كنبغيك ولا كتزمر يتفو على هاد الحماق هذا اللي عندي؟ علي علاش كتضربي فمك؟ حماقيتي. رقية قلزت لي ودخلات حيدة الجلابة والفولار وكتشوف فيه. علي واش بابي؟ رقية شوف ما تبقاش تقول يا بابي، ما كنحملهاش، كون ناض شوية ما تبقاش تقولها. علي واش نقول لك مثلا؟ رقية قول لي اللي بغيتي، ولكن هاد بابي لا، انا ما كتعجبنيش هاد الهضره ديال الدراري الصغار. رقية قول حبيبة مثلا. علي انا ديك حبيبة هي اللي ما غتسمعش مني، غتبقي تسمع غير تفرتيتها البوطة، هادشي اللي غتسمع مني. رقية تانا عمرك تسمع مني ما كان غير عليوات عليوات، وبيبي ماشي البيبي ديال لونغري، لا البيبي ديال المغاربة اللي كنطيبوه. علي بوركوا؟ رقية حيت بيبي ديما نيوفو دايزين بحالك دابا. علي وسبقتيني في هادي. بعد 4 سنوات أبطالنا عاشوا حياتهم ضروري مع شوية المشاكل كأي عائلة. سيف ونسرين زوجو واحتمل ويصالو حمزة. عماد وليلى تاهما عايشين بخير، عندهم وليد عنده 3 سنين. أما راقية وعلي فعندهم 2 بنيتات تويميات ولكن ما كيتشابهوش، وحدة شابة وحدة حروفها كحلين، هدى وريحان. مشي بين راقية كاع داكشي اللي كان فيها صرفاتو فيهم، تحرميات وطنس. كتجري تبع بنتها غطيح في لابيسين، جات زهقة وشدت ضحها، تسمعت 2 ضحكات في نفس الوقت، ريحان هدى آي. علي تاهو مشتت بالضحك، ناضت كتحك فيها. ناضت جلست بوحدها كتخنزر، جات عندها ريحه بشدت لها في رجلها. رقية طلقي مني اوف تخشي لامك راسك في داك لابيسين. ريحه طلقات ثاني واحد الضحكه وتبعاتها اختها كتضحك، هما مزوج عندهم ضحكه بوحدها. كتجيب الضحكه علي كيعوم في لابيسين ومدي يديه لهدى. علي اجاجي قبل ما تبغشكم ديك تفرتيتا. هدى تمات غادة عنده تا طاح ثاني وقفات وكملاتها. جاوب الزربه الدرية لاصقة في الأرض، هو سرع منها كل البوراق، شدها علي ودخلها الماء وهي بدات كضحك. رقية علي خرج الدرية من تما دابا تخنق. علي الدرية صوف ليا تصحابيها بحالك، يلا تغطسي تخرجي محصورة كل مطيشة. رقية هزات ريحاب اللي كتشوف فيها وشدات شعرها خشات وسط بعينها بدات كتجبد فيها وكضحك. يلا ينعل أمك الحمارة حيدي يديك. محد رقية كتعصى وريحاب كتعصر بالضحك وكتهز كاملة. علي كيشوف ضحكتها كيعواج بالضحك، عندهم ضحكة خاصة وداك الصوت اللي كيخرجو تقهقيقة كضحك. رقية ضربات اليدة اللي حاب بغات تجمع البكية خرجت فيها عينيها. قطعيها بغات تجمعات لقات زاوية تبعاتها هدى اللي ضراتها هديك الضربة الأخرى. رقية صافي صافي يا ماما صافي، دخلاتها للدار كتقطر بالماء، كانوا كيعوموا علي تبعها هز هدى. دخلاتهم عطي رحاب الضردع كتزينن. رقية هادي هي العصا لمك. علي بعدين بنتي رقية مصافقين عليا ياك؟ ردعاتهم ونحسو بزوج بزوج طبيبيزات. نات بدلات هي وعلي، شاف فيها طالع ليه الدم. علي نعصبوك؟ رقية وانا ريت تجوني تخليهم معاك شي نهار تعطيهم العصا. علي يقرب ليها بس لها راسا، مادام انتي معاهم فما غيحتاجونيش انا. رقية ما تقولش هكاك، الله يخليك لينا علي واتي. علي والله يخليك ليا تفرتيتا ديالي.